اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليله. الاهلي ليله زي ما انتم متعودين فقرات متنوعه دايما ودايما معاكم في قلب الاحداث. لكن خلوني في البدايه ارحب بزميلي امير هشام. مساء الفل يا امير. يا مساء الفل عليك يا بوب، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. طبعا مبدئيا مبسوط ان انا موجود النهارده معاك يا بوب، بقالي اسبوعين ما بظهرش معاك من خلال البرنامج ده. مختفي انت؟ انا عارف انت مختفي فين، بتجيب شويه بدل جديده وشغل وعامل جو عالي كده يا سيدي. حبيبي يا بوب، انت اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اكيد بنرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واكيد النهارده كمان عندنا حلقه مهمه جدا مليئه بالعديد من الفقرات الهامه. لكن كالعاده كده قبل ما نبتدي فقراتنا نتكلم عن بعض الامور اللي بتهم كل جمهور النادي الاهلي بالتحديد في كل مكان، وبالتحديد اخر مباراه في بطوله الدوري امام فريق الاتحاد السكندري، وللاسف هزيمه بالنسبه للنادي الاهلي نتيجه 4-3 في مباراه كانت كبيره ومباراه مهمه. لكن الملاحظه اللي احنا ملاحظينها يا بوب خلال الفتره اللي فاتت بالتحديد بعد هذه المباراه، الكلام كان كتير عن ان النادي الاهلي محتاج لاعبين كتير، النادي الاهلي عنده نواقص في مشاكل. ليه دايما لما النادي الاهلي بيتعرض لهزيمه الامور بتتقلب بشكل كبير جدا؟ لان رغم ان الهزيمه شيء طبيعي وارد ان هي تحصل، لكن النادي الاهلي لو قيمنا الموضوع من اول بطوله الدوري او من اول الموسم، من اول تولي مستر باتريس كارتيرون مهم التدريب النادي الاهلي، الامور ماشيه جيده مش وحشه. طبعا كلنا زعلانين، النادي الاهلي خسر حاجه مش متعودين عليها، لكن شيء وارد اعتقد يا استاذ. هو طبعا في كره القدم وفي طبيعه الرياضه، الرياضه يعني مكسب وهزيمه طبعا، ولكن عندما تتحدث على الاهلي وعلى جمهور الاهلي وعلى فريق الاهلي لا يبحث فقط عن الفوز الدائم، وده مش موجود في الدنيا كلها. ما فيش فرقه بتكسب امير وبتشتغل انها بتكسب على طول وبتشتغل على المكسب على طول. طبعا النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بيأدي بشكل ولا اروع في كل البطولات، مع ضغط المباريات، مع كل المباريات اللي لعبها باتريس كارتيرون مع النادي الاهلي، النتيجه واحده بس بيبحث على المكسب، ربما فيه تعادل لكن ما فيش هزائم خالص، هي الهزيمه الاولى. لكن ليها اسباب كتيره يا امير. لو انت بتتكلم ان انت معاك فرقه ناقصه 16 لاعب، يعني انت بتتكلم فرقه كتير، عدد كبير قوي، فرقه بالاحتياطي امير، يعني انت بتتكلم فرقه بالاحتياطي واصابات من تولي الماتشات بشكل كبير جدا، واصابات طويله وفي توقيت صعب جدا جدا في البطوله الافريقيه. انت عندك عوده طبعا نصف النهائي الافريقي، مباراه صعبه جدا امام وفاق ستيف، برافو عليك. والفتره فاتت يا امير برضه عايز اقول حاجه عشان نكون محقين، رباعيات النادي الاهلي اللي احرزها الفريق في الفتره اللي فاتت ربما كان فيها بعض الاخطاء، لكن ما كانش الاهتمام بالشكل بالاخطاء اكتر، لان المكسب دايما بيغطي. لكن اكيد الجهاز الفني امير كان واخد باله من الاخطاء دي وبيعالجها، لكن امام مباراه الاتحاد بعد الضغط ده وبعد الغيابات وبعد الاصابات كانت النتيجه صعبه جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي اللي كافحوا في المباراه على مدار المباراه، وفي المقابل فريق محترم بجهاز فني محترم نادي الاتحاد قدر يلعب الاهلي خططيا بشكل كويس امير، قدر يلعبوا بالوينجين على ديفندارين النادي الاهلي عشان يشيل حركه لعبك، وادوا بشكل كويس جدا في ظل ان انت كل لعيب او اي لعيب عندك حتى في الملعب هيصاب زي احمد فتحي، بتبقى انت حاطط ايدك على قلبك. طيب اكيد الكل ممكن يبقى زعلان طبعا بهزيمه النادي الاهلي، لكن ده مش يعني مش شيء يدعو الى القلق بالنسبه للفريق قبل مرحله ايضا مهمه جدا وتحديد بطوله دوري ابطال افريقيا يا بوب، وده الهدف الاساسي والمهم جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، واياب دور نصف النهائي من هذه البطوله، يعني حققنا نتيجه. انا عايزك كده امير بص على الصوره اللي قدامك دي، ده تدريب النادي الاهلي النهارده بالظبط. يعني ده امبارح، لو شاورت على حد يعني تعرفه كده، يعني طبعا كلهم نجوم، حتى ناشئين النادي الاهلي نجوم، ولكن هتلاقي معظمه ناشئين يا امير بالزبط. والاهلي بيستعين بقى بناشئينه اللي ان شاء الله يكونوا على قد المستوى ان شاء الله ويأدوا بشكل كويس، لكن هو ده الموقف الحالي، غيابات لعيبه بسبب الاصابه، وتدريبه النادي الاهلي كلها من قطاع الناشئين. طبعا خليني اقول لك ان قطاع الناشئين عندنا مليء يا بوب بالمواهب العديده اللي ان شاء الله ممكن بعضهم يظهر خلال مباراه الغد بالتحديد امام فريق الترسانه في دور 32 من بطوله كاس مصر، واكيد هي ايضا بطوله مهمه، واي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي بيبقى هدفه واضح وصريح وهو الفوز
بالبطوله. فبالتالي رغم الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي لاعبين في المنتخب والمنتخب الاول بالتحديد، خليني اقول لك ان اللاعبين في المنتخب الاولمبي هيشاركوا في المباراه بشكل عادي، ايضا بالاضافه لبعض اللاعبين اللي عندهم اصابات مختلفه، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتخطى هذه العقبه غدا امام فريق الترسانه، فريق عنده تاريخ كبير وفريق اكيد محترم وماشي بشكل جيد في دوري الدرجه الثانيه. لكن اعتقد الاهم يا استاذ ايهاب المرحله الجايه وهي بطوله دوري ابطال افريقيا. الناس قلقت شويه بعد ماتش الاتحاد، لكن طبعا الامور لسه جيده بالنسبه للنادي الاهلي بعد تحقيق نتيجه جيده في مباراه الذهاب في استاد السلام بنتيجه 2-0، كان ممكن يبقوا اكتر من كده كمان لكن ده اللي حصل. لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتدارك اموره سريعا من خلال مباراه بكره او بدايه من مباراه بكره، وايضا ان شاء الله مباراه فريق فاكس ستيف اللي هتكون صعبه جدا هناك في الجزائر، وان شاء الله ما يبقاش في قلق عند جمهور النادي الاهلي، الفريق والجهاز الفني على قدر المسؤوليه بشكل كامل يا استاذ هاني. اكيد طبعا شايفين في التمرين وانت بتتكلم يا امير كان عدد من اللعيبه اللي بتلف تراك او حوالين الملعب، الاصابات اللي بتبدا تتجهز في الفتره اللي جايه مفيش شك، يعني مفيش شك ان 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 الامور صعبه جدا، لكن ده قدر النادي الاهلي المشاركه في اكتر من بطوله حتى الفتره دي، ان البعض بيقول لك خلاص ما الناس هتريح في الفتره اللي جايه اسبوعين اهم. يعني انت عندك انت لعبتك في المنتخبات الاول والاولمبي، مفيش حد بيريح عندك بالزبط. قالها مستر مانويل جوزيه وقالها كابتن حسام البدري وقالها مدربين كبار تعاقبوا على النادي الاهلي، تحامل مواسم صعب جدا والضغط صعب جدا. البعض في التوقيت ده في التقارير الاعلاميه عايز يحمل الجهاز الطبي، عايز يحمل مدرب الاحمال، الامور دي كلها النغمه دي دايما بتطلع لما الفريق بيبقى يعني في هزيمه او حاجه للاسف يعني. مظبوط مظبوط، لكن في النهايه في النهايه انت عندك هدف معين عايز تحققه، اكيد انت اتهزمت مباراه ما خسرتش بطوله، واكيد ان الهزيمه دايما بتعلم، ما بالك بقى اما الهزيمه تبقى على النادي الاهلي، اكيد في ترتيب صفوف اكيد، لكن هي الامكانيات المتاحه في تواجد اللاعبين اللي كلهم ادوا بالشكل المطلوب. النهارده اللعيبه بتصاب في التمرين، النهارده اللعيبه ما بتكملش، النهارده مروان محسن الماتش اللي فات لسه نازل شد في السمانه، باسم علي النهارده في التدريب برضو يعني فاهمني، ده على المستوى المحلي باسم يعني، وانت علي معلول المنتخب بلاده بيطلبه عشان يجري الكشف عليه، وعنده كمان علي معلول للاسف يعني، وعنده هتطول ومحتاج بتتكلم في شهرين، عندك سعد سمير كمان هو واضح في الصوره لسه الامور لسه طبعا بيجهز، السوليه محمد نجيب الغضروف، يعني هتتكلم ولكن في النهايه انت امام امر واقع، ودايما بنتكلم الاهلي بمنحدر، واذا كانت هزيمه الاهلي امام الاتحاد لا تتعدى هزيمه مباراه في بطوله وارده جدا جدا، لكن اذا كان النادي الاهلي يعني بيخسر ماتشات لكنه لا يخسر ابدا البطولات وبيلعب عليها امير بشكل كبير. لكن عندنا بعض الاخبار يا امير. طيب خلينا كده اسالك سؤال مهم، وانت الاخبار اللي بنسمعها عندك ما بنسمعهاش في اي حته تانية زي ما احنا متعودين، فعايز اسالك بص دخلتك دي مش مطمناني. عايز اسالك بالتحديد عن مؤمن زكريا وبعض الاخبار اللي خرجت الفتره اللي فاتت ان هو خلاص على وشك التجديد مع النادي الاهلي، عايزين ناخد منك كالعاده معلومه جديده واكيده ان شاء الله لجمهور النادي. هقول لك حاجه امير، يمكن موضوع مؤمن الاعلام قتله بحسن، ولكن لا اللاعب ولا النادي شاغل بالهم في هذا التوقيت، كله مركز في مباراه وفاق ستيف. طبعا بعد المباراه هيكون في كلام كتير جدا، لما في هذا التوقيت الكل مركز على هذه المباراه المهمه انها تتعدى، مش معنى ده ان الكل باصص للمباراه البعيده ومحدش باصص لمباراه بكره، بالعكس بالظبط، فانت تلاقي الجهاز الفني محدش يعني كله مشغول، وبالتالي في مباراه بكره مباراه الترسانه، بعدها التجهيز بشكل كبير جدا ومتابعه لاعبي المنتخب، ربنا يستر برضه في التدريبات وفي المباراتين اللي جايين امام سويسلاند تكون الدنيا ماشيه بشكل كويس، يرجع لك لعيبتك واقفه على رجليها، لسه هيبقى عندهم سفر تاني بعد رحله سفر، فانت في حاله من الاجهاد العام وفي حاله من الانشغال التام لدى الجهاز الفني للنادي الاهلي، وانا بقول لك هيبقى في كلام مهم جدا، ولكن ان شاء الله هيكون توقيته بعد مباراه او بعد ان شاء الله اما النادي الاهلي يتخطى عقبته فاق ستيف، لان افضل حاجه سمعتها من الجهاز الفني امير للنادي الاهلي ان نتيجه المباراه في القاهره مش نتيجه كبيره، لا فعلا، وان المباراه صعبه في الجزائر، وبالتالي المضمون ده عند الجهاز الفني عند اللعيبه، ده مطمن الواحد ان اللعيبه حاسه ان عندها مسؤوليه كبيره في المباراه المقبله. طيب استاذنك يا بوب نروح سريعا لزميلنا ومراسل قناه شعبان عشان يطمننا بشكل اكبر على الفريق قبل مباراه الغد ان شاء الله امام فريق الترسانه في بطوله كاس مصر. يا شريف مساء الفل عليك.
الفل عليك يا زميل امير، تحت حضرتك طبعا استاذنا الكبير استاذ ايهاب ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف. عايزين طبعا نطمن من خلالك على استعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد امام فريق الترسانه، والنهارده اكيد كان في مران وانت كنت متواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره. طمنا على الفريق يا شريف. هو التمرين ابتدى يمكن الساعه 5:10 وكان في محاضره فنيه لمستر كارتيرون والباقي الجهاز في ارض الملعب، يمكن استمرت حوالي 5 دقائق، نتكلم على نسيان المرحله الايام السابقه، طبعا مباراه الاتحاد نركز في مباراه الترسانه، مباراه صعبه نركز فيها، مش عاوزين احراج، عاوزين نفوز بكاس مصر، عاوزين نركز في بطوله كاس مصر. ويمكن النهارده يمكن شارك في الـ في الـ في التمرين مؤمن زكريا وظهر بقوه، ميدو جابر، السوليه، يمكن النهارده ما شاركش وليد سليمان ولكن هو جاهز للمباراه، لكن ما شاركش النهارده نظرا للاجهاد واكتفى بتدريبات الجيم. يمكن طبعا ما اتمرنش النهارده سعد سمير، حسام عاشور، محمد نجيب، صلاح محسن، احمد فتحي، كل دول بيجروا تدريبات تاهيليه مع الكابتن طارق عبد العزيز. وزي ما قلت لك النهارده كان في صعود من ست لاعبين من قطاع الناشئين لتكمله العدد فوق، لان طبعا نظرا لغياب اللعيبه الدوليين عن فريق النادي الاهلي، الكل ظهر بشكل متميز، الكل عنده اصرار على تحقيق نتيجه ايجابيه غدا امام نادي الترسانه. يمكن الان حالا انا بكلمك قائمه النادي الاهلي، النادي الاهلي اعلن عنها. تمام، قول لنا القائمه يا ريت بالمناسبه. اقول لك شريف اكرامي، وشريف اكرامي، هشام محمد، تمام، اسلام محارب، صبري رحيل، احمد حمودي، مؤمن زكريا، احمد حمدي، كريم ندفد، احمد ياسر ريان، محمد عبد المنعم، تمام، علي لطفي، احمد علاء، عمرو السوليه، محمد شريف، احمد الشيخ، ميدو جابر، ناصر ماهر، اكرم توفيق، محمود الجزار، عمار حمدي. كده وخرج من القايمه وليد سليمان. تمام، وليد سليمان بره القايمه عشان الاجهاد. الاجهاد هو سليم، تمام، ولكن فضل اراحته، فضل ياخد مزيد. طبعا هو بصراحه وليد سليمان الفتره اللي فاتت عامل مجهود كبير جدا مع الفريق بصراحه، ويعني بيتالق بشكل مفيد. طيب عايز اتكلم بالتحديد عن الناحيه المعنويه يا شريف بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، وخصوصا بعد الهزيمه الاخيره امام فريق الاتحاد السكندري في بطوله الدوري، واكيد في تجهيزات كمان من قبل الجهاز الفني بالتحديد في الاتجاه المعنوي قبل بطوله اخرى وتحدي اخر وهي بطوله كاس مصر. امبارح كان في اجتماع مع مسيو كارتيرون وكابتن محمد يوسف قائم اعمال لمدير الكره والمدرب العام مع اللاعبين، استمر حوالي 20 دقيقه. كان اجتماع شديد، كان قوي جدا، يتكلموا فيه عن المرحله اللي فاتت. الفتره المقبله مش محتاجه اي تهاون، مش محتاجه اي دلع، محتاجه التركيز في ال3 نقاط، اذا كان في الدوري طبعا، او اذا كان مباراه كاس نخلصها، التركيز في بطوله افريقيا لتخليص مباراه وفاق سطيف المقبله، خلاص مباراه الاتحاد للنسيان. النهارده اشتغلوا على الحاله النفسيه للاعبين، احنا مجهدين، احنا في اصابات كتير ولكن ما فيش اعذار. مستر كارتيرون قال ما فيش اعذار خالص عندنا ولا عند اللعيبه، انا ما عنديش اعذار، انا اللي موجود هلعب بيه، الاهلي بما اتحضر هلعب باللي موجود، اللي هيثبت نفسه هيكمل معايا، اللي مش هيثبت نفسه مش موجود معايا. النهارده في التمرين يمكن يعني ما شاء الله التعلق من جميع اللاعبين، يمكن حتى ناصر ماهر، يمكن احمد حمدي، يمكن اكرم توفيق، امتياز، يعني كله بيتالق النهارده، الكل بيتسابق. احمد الشيخ، ميدو جابر امبارح حاطط هدف عالمي في التمرين، النهارده متالق جدا، الكل بيتسابق على نيل ثقه طبعا مستر كارتيرون علشان يشارك في مباراه الغد امام الترسانه. يمكن مركز البقريت هو اللي فيه حيره النهارده من التمرين اللي انا شايفه، يلاعب ناشئ ولا يلاعب اكرم توفيق، ولكن من رؤيتي كده شايف ان الاقرب ليه هو اكرم توفيق نظرا لخبرته طبعا مع الفريق الاول. طيب اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، بس السؤال الاخير يا شريف، هل من خلال مران اليوم بانت التشكيله اللي ممكن يلعب بيها مستر باتريس كارتيرون مباراه الغد؟ يعني ممكن نقول علي لطفي في حراسه المرمى، اكرم توفيق ناحيه اليمين، 2 سردباكات احمد علاء وجزار، الشمال صبر رحيل، كريم ندبد وهشام محمد، الخط الامامي بقى بنتكلم في مؤمن، بنتكلم في احمد الشيخ،
بنتكلم في راس حربة هو احمد ياسر ريان، الثالث بقى اللي تحت راس الحربة ممكن يكون ناصر ماهر، ده توقع يعني ناصر ماهر او احمد حمدي اعتقد يعني او احمد حمدي. بس انا يعني انا اتفرجت على التمرين، هو الكابتن بيبدل النهارده يعني بيدرب ده ويبدل ده، دي رؤيتي وممكن تكون صح وممكن تكون غلط طبعا. تمام، بشكرك شكرا جزيلا يا شريف. طبعا مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي شريف شعبان يعني قال لنا كل التفاصيل الخاصه بمران النادي الاهلي الاخير قبل مباراه الترسانه غدا ان شاء الله. مباراه هتكون مهمه جدا في تحدي جديد بالنسبه للنادي الاهلي من ضمن التحديات العديده اللي بيشارك فيها هذا الموسم، ومباراه هتكون مهمه جدا امام فريق الترسانه ان شاء الله في بدايه بطوله كاس مصر، ان شاء الله الفريق يكون موفق فيها. طيب خلينا ايضا نتناول بعض الاخبار، وزي ما قال لنا كده شريف ان كان في محاضره مهمه من قبل مستر باتريس كارترون وايضا كابتن محمد يوسف مع اللاعبين، وهي محاضره كانت خاصه بفريق الترسانه وبعض اللقطات بالفيديو الخاصه بهذا الفريق والوقوف على نقاط القوه والضعف بالنسبه للترسانه عشان الفريق يكون جاهز وعارف او عنده معلومات عديده قبل هذه المباراه عن فريق الترسانه. ايضا من ضمن الاخبار علي معلول خلاص سافر لتونس عشان هو كده كده كان مختير ضمن القائمة الخاصة بمنتخب تونس في التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية في العام القادم إن شاء الله، فبالتالي علي معلول زي ما احنا شفنا أكيد وكلنا متابعين للأسف أصيب بمزق في العضلة الضامة في مباراة توفاق سطيف، هيروح هناك عشان يتم عرضه على طبيب المنتخب التونسي، وفي النهاية هيكون في تنسيق ما بين النادي الأهلي وطبيب المنتخب التونسي علشان إن شاء الله يشوفوا البرنامج التأهيلي الخاص بعلي معلول. طب خليني سريعا نروح لأستاذ إيهاب. يا بوب يعني تعليق على التشكيل المتوقع اللي قاله لنا شريف شعبان ورايك ايه، وخصوصا في ظل تواجد عدد كتير من اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا لفترات طويله ويمكن اهمهم احمد الشيخ يمكن بقى له فتره كبيره جدا ما شاركش مع النادي الاهلي وايضا بعض اللاعبين اللي متواجدين في القائمه بشكل عام. صعب جدا نقدر نحط تشكيل يعني انت زي ما سالت شريف حط تشكيل، انا ممكن احط تشكيل تاني انت ممكن تحط تشكيل تالت، لان هي في الاخر رؤيه ولكن على ارض الواقع المدير الفني باتريس كارتيون بيشوف مين الافضل جاهزيه، مين اللي عنده خبرات اكتر، مين اللي هيديله اللي هو عايزه، مين اللي مش شرط كمان ان حد يظهر بالمرام بشكل كويس بيأدي بشكل كبير، ولكن في النهاية الله يكون في عون الجهاز الفني. أكيد أمير خلي بالك إن هتبقى فيه عقبة صغيرة أيا كان التشكيل اللي موجود، وده التحدي الكبير اللي بيواجه الجهاز الفني للنادي الأهلي هو الانسجام، دخول طبعا أكتر من عنصر أو لاعب على التشكيلة الأساسية. النهارده محتاج تدربهم بشكل كويس، مفيش وقت، الوقت غير كافي تماما، تدريبتين انك تقدر تعمل حلقة من التجانس لبعض اللاعبين، حتى اللعيبة اللي بقالها فترة ما بتلعبش علشان تدخل تاني. لكن خلينا أمير يعني نشوف الزاوية التانية بشكل أكبر جدا، عشان كده معانا تليفون مهم جدا من واحد من نجوم النادي الأهلي ونجوم الكرة المصرية، والآن هو المدير الفني للمنافس المحترم نادي الترسانة كابتن أحمد كشري. مساء الخير، تحياتي أبو الخطيب وتحياتي أمير هشام. حبيبي حبيبي امير حبيبي كابتن كشري، الخير عليكم، اخبارك ايه؟ مساء الفل عليك يا كابتن، منورين قناه الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن، الاهلي كده منور بوجودكم. ربنا يخليك كابتن، مباراه مهمه جدا، معرفش انت كمدير فني محظوظ انك بتلعب النادي الاهلي وهو ناقص الصفوف، ولا ما بتلعب قدام التيم الاساسي بشكل كبير بيكون افضل ليك ولاعيبتك، معرفش بتشوفها ازاي، ده سؤالي الاول ليك. والله بص يا كابتن، النادي الاهلي كل اللعيبه اللي في النادي الاهلي لعيبه كتيره ولعيبه نجوم ولعيبه على اعلى مستوى. تمام. انا اكلمك بامانه، طبعا شرف لاي نادي ان هو يلعب مع النادي الاهلي بطل افريقيا والعرب واحسن نادي في تاريخ مصر. ودي فرحه، خلي بالك في فرحه في نادي الترسانه ان احنا بنقابل النادي الاهلي رغم ان احنا عارفين صعوبه المنافسه جدا مع النادي الاهلي. لكن انا من وجهه نظري انا كمدرب النادي الاهلي طبعا بيلعب بطولات، بيلعب بطوله افريقيا وبيلعب الدوري بيلعب البطوله العربيه وداخل في الكاس، اللعيبه كانت مجادله اللعيبه الاساسيين. انا لو انا اتكلمت انا كمدرب واحب ان انا اقابل النادي الاهلي، احب اقابل النادي الاهلي التيم الاساسي بتاعه اللي مجهز المجهز. ليه؟ لان اللعيبه دي فعلا يعني الله يكون في عونها، كان الله في عونهم، لان اللعيبه عملت حجم مباريات كم مباريات فتره قليله جدا. الاخطر بالنسبه لنا احنا بقى هنتكلم بقى انا كمستني اتفضل يا كابتن، النادي الاهلي بيدخل عناصر عناصر جديده، لكن عناصر عايزه تثبت وجودها، ففي اصرار شديد على ان اللاعب يثبت وجوده للمدرب رقم واحد عشان يخش في التشكيله الاساسيه.
تاني حاجه النتيجه الاخيره النادي الاهلي مع الاتحاد ما يعني لا هي في صالح النادي الاهلي ولا هي في صالح نادي الترسانه. يعني لان طبعا فريق النادي الاهلي احنا عارفين النادي الاهلي نادي كبير مش الانديه اللي هي بتخسر او الدنيا بتكر معاها، لا بالعكس النادي الاهلي بيقف بسرعه وبيعرف ازاي يتجاوز المحنه او الصعاب. فطبعا مباراه صعبه، مباراه صعبه انا ما انكرش، اذا كان النادي الاهلي عنده غيابات كبيره نادي الترسانه انا ما عنديش نجم واحد من نجوم اللي هتلعب قدامنا بكره معايا، ما عنديش لعيب معروف يعني في لعيبه عندهم بعض الخبرات ولعبوا، لكن احنا بنتكلم في الحاله الفنيه للاعب الان. ففي الاخر هي مباراه طبعا مباراه صعبه برضو على النادي الاهلي عشان الظروف دي اللي النادي الاهلي فيها بعد هزيمه مباراه الاتحاد ودخول عناصر فعلا ما فيش الانسجام زي ما انت قلت كان انا سمعت هي دي يمكن العقبه اللي ممكن بالظبط النادي الاهلي بالظبط هي دي العقبه اللي ممكن تقابل النادي الاهلي، حته الانسجام بين المجموعه اللي ما لعبتش مع بعض بقى لها فتره في مباراه رسميه بالظبط دي اكتر حاجه بتشغل طبعا تبقى واضحه يا كابتن. لكن العدد من المتابعين ما عندوش الفرصه انه يتابع نادي الترسانه بالشكل الكبير. المدير الفني للترسانه لما يجي يقول انا معايا فريق هلاعب بيه النادي الاهلي امكانياته ايه، هو الرابع في مجموعته بعد القناه وسيراميكا وكوكاكولا، فريق جماعي اداؤه مميز ماشي بشكل كان يعني بوجودك بقت في طفره كويسه، ده شكليا المتاح، انما على ارض الواقع الترسانه فرقه قويه ومعاها مدير فني يعني يعي جدا المنافس واكيد عندك فكر المباراه. لكن نقرب للناس الترسانه وضعيته الفنيه دلوقتي. والله اولا احنا مش الرابع، احنا فرق بيننا وبين الاول نقطتين. احنا يمكن زي كوكاكولا في البون في نفس الترتيب وبيننا وبين الاول نقطتين بالظبط. يعني ما انت 11 نقطه كوكاكولا 11 نقطه القناه وسيراميكا كل واحد 13. يا فرق بيننا وبين الاول نقطتين بالظبط. فرق نقطتين لكن ترتيبك في الجدول الرابع لكن مش بعيد. لا فرق نقطتين بيني وبين الاول، وانا كان عندي مباراه مع نادي الشمس لو كنت كسبتها والمباراه دي كانت عامله يمكن زي مباراه يعني ما كانش فيها توفيق، المهم لو كنا كسبناها كنا بقينا الاول. لكن انا عندي فرقه الحمد لله فرقه برضه كويسه جدا، فرقه عامله نتائج كويسه. يمكن بدانا الدوري بفرق صعبه جدا، بدات بالسويس وفي مصر وكوكا كولا، كسبت الحمد لله معظم الفرق الكبيره دي، الفرقه اللي ما كسبتهاش تعديلت معاها. فالحمد لله فرقتنا كويسه، عندي عناصر برضو عندها بعض الخبرات يمكن تتمثل في عماد حلمي لاعب حرس حدود ولاعب الشرطه، عندي سيد حمدي لاعب النادي الاهلي المعروف طبعا. عندي بعض اللاعبين، ولكن انا برضو في الكاس عشان اكون امين معاك بلاعب اللعيبه اللي ما لعبتش معايا كتير في الدوري. يعني وده اللي الحمد لله انا عامله، عشان كده انا عندي تخمه من اللعيبه، انا مجهز كل اللعيبه فومدي اللعيبه اللي ما بتلعبش لان الدوري عندي طويل برضو. لكن يعني امام النادي الاهلي كابتن كشري هيدي المجموعه الاساسيه ولا في روتيشن كده ولا في ميكس؟ يعني فعلا انا مدي اللعيبه المجموعه اللي بتلعب معايا الدوري على بعض اللعيبه اللي بتلعب في الكاس، يعني انا عامل ما بينهم الاثنين. انا في الاخر انا طبعا عايز استفاد من المباراه بتاعت النادي الاهلي، ومباراه الاهلي بالنسبه لي هي خير استعداد للدوري بتاعي، بس اتمنى ان المباراه تخرج يعني ما يبقاش فيها يعني حاجه تضر النادي الترسانه، يعني برضه عامل حسابي ممكن النتيجه مثلا ما تبقاش كويسه بالنسبه لنا، تبقى هتدخلنا في حاله نفسيه مش حلوه. لكن هي لو عملنا مباراه واداء كويس هي بتبقى استعداد لان انا هلاعب الفرق اللي جايه منهم سيراميكا. انا عندي لعيبه شباب، انا من ملاعب لعيبه، هتلاقي لعيبه في الملعب سنهم تحت السن موجودين معايا، انا من النوع اللي بحب يبقى عندي صعد اللعيبه الناشئين. مظبوط. عندي لعيبه، ولد رضا في نص الملعب لعيب كويس جدا، لعيب من اللعيبه المميزين اللي بتنبأ له ان هو يلعب في نادي كبير، في وليد فوزي برضه مواليد 98، عندي اكتر من لاعب. ترسانه ولاد يا كابتن، ترسانه ولاد من يوم والشواكيش فرقه طول عمرها بتطلع نجوم. جمهورهم حاجه والله محترمه طبعا، والناس نفسها تفرح ونفسها تطلع الدوري ممتاز. فهو الاهم بالنسبه لنا الامانه طبعا الدوري، لكن انا في مباراه الاهلي انا قلت اللعيبه مباراه هي خير استعداد لينا في الدوري. عارف ان احنا ممكن ما نكملش في الكاس، لكن احنا هنعمل اللي علينا ونأدي مباراه كويسه، نخلي الناس تحترمنا، نخلي الناس تعرف فرقه الترسانه. للامانه حتى معانا مجلس اداره محترم الراجل رئيس النادي النائب طارق السعيد، يعني برضه فاهم الموضوع، في ناس تبقى فاهمه وفي ناس مش فاهمه، لا احنا الاهم عندنا ثبت الدوري، لكن شرف لاي نادي انه يلعب قدام النادي الاهلي ويحقق نتيجه.
طبعا ده 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 طبعا طموح مقبول، واعتقد ان حضرتك وضحت كل الاوراق. اخيرا لو حضرتك حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك كابتن كشري. لا بتمنى طبعا النادي الاهلي ان هو يعدي الكبوه بتاعته ماتش اللي فات، وان شاء الله ياخد بطوله افريقيا. النادي الاهلي كبير جدا واحسن نادي في تاريخ مصر، فانا اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي الفتره الجايه اللعيبه تكون ارتاحت، بس اتمنى ان اللعيبه برضو يبقى في عمليه روتيشن شويه في اللعيبه، لان في عناصر كويسه في النادي الاهلي اعتقد ان هي تفيد النادي الاهلي في الفتره الجايه، وبالتوفيق للنادي الاهلي ومجلس ادارته. اشكرك كابتن احمد كسر المدير الفني لفريق الترسانه. الترسانه دايما زي ما بقول غني دايما باولاده وبناشئينه، فرقه دايما محترمه، فرقه تاريخها كبير جدا، ربما تكون هي في القسم الثاني وبتادي بشكل كويس زي ما قلت له، هو في المركز الرابع ب 11 نقطه بفارق نقطتين على المركز الاول لفريق القناه 13، سيراميكا 13، كوكا كولا 11، والترسانه 11، والمنافسه امير كبيره جدا في القسم الثاني. كرة القدم علمتنا نحترم أي منافس، والترسانة فريق كبير، ودايما بنقول الأهلي بمن حضر. أكيد طبعا يا بوب هتكون مباراة قوية وصعبة على الفرقتين، وتحديد طبعا فريق الترسانة، لكن هي مهمة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي عشان يخرج من تداعيات الهزيمة أمام فريق الاتحاد السكندري. لكن بس في سؤال عشان شيء مهم جدا يا بوب، الناس بتقول إن الأهلي في كبوة، هل هزيمة تعني إن الفريق في كبوة؟ طب مثلا ريال مدريد دلوقتي تبقى في إيه لو الأهلي في كبوة؟ أنا بقول لك يا أمير ريال مدريد مشكلة في النادي الأهلي وجماهيره إنها اتعودت على المكسب، أصل الحاجات دي ممكن تأثر نفسيا على الفريق واللاعبين. النادي الأهلي مش في كبوة، النادي الأهلي ماشي بشكل جيد، تعرضنا لهزيمة في ظروف كتير الفريق متعرض ليها، سواء إصابات، غيابات، بعض الأمور الفنيه، لكن الاهلي مش في كبوه يا بوب. يعني لا، دي قيمه النادي الاهلي وقيمه الفريق يا امير. وده اللي قاله الكابتن احمد كشري، قال لك يعني في فرق الهزيمه بتاثر معاها، النادي الاهلي الهزيمه عنده وقفه وفاصل طبعا. وقفه ولازم تفصل ولازم تقف وترجع، وقال لك مش من الفرق اللي الهزيمه بتجيب هزيمه بالظبط، زي ما قلت لك يا امير. زي ما قلت لك يا امير ان الكره مكسب وخساره، والرياضه مكسب وخساره، جماهير النادي الاهلي، والنادي الاهلي فريق النادي الاهلي عود جماهيره دايما على المكسب، وده مش موجود في الدنيا كلها، لكن طبيعي ان النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب، والطبيعي انك تخسر مباريات ربما يكون بعيدا بقى عن الاصابات وبعيدا عن الاحداث، هي في الاخر هزيمه، وهزيمه ثقيله، وهزيمه فيها وقفه كبيره جدا من الجهاز الفني امير مع اللاعبين. وكمان عشان اكون منصف مع حريصي مع بعض اللاعبين، وانت برضو بتتكلم مع لعيبه، في وقفه امير كبيره قوي من اللعيبه نفسها مع نفسها طبعا. يعني اللعيبه عامله بدور مهم جدا مع نفسها من غير دور كمان الجهاز الفني، ما بالك كمان بقى بدور الجهاز الفني وحاسين بالموقف. وزي ما الشيف شعبان قال لنا، حماس واضح جدا وكبير على اللعيبه اللي هتلعب اللي موجوده من الاول، وعلى اللعيبه اللي جايه من قطاع الناشئين، وعلى اللعيبه فبشكل كبير جدا. لكن اكيد عندنا كلام كتير لسه معاك، وعندنا فقرات لسه مستمره معانا ومعاك يا امير في الاهلي الليله. طيب خلينا نخش في حلقه النهارده بقى، ونقول بعض الفقرات الخاصه بحلقه الاهلي الليله النهارده. اول فقره هتكون فقره هامه جدا، وهي فقره حواريه من خلال الاستاذ ايهاب الخطيب، وهيستضيف فيها احد نجوم النادي الاهلي السابقين كابتن احمد ابو مسلم، وهتكون اكيد فقره حواريه مهمه جدا. الفقره الثانيه هتكون معاك وبعض التقارير الخاصه بالنادي الاهلي وجمهوره بشكل عام، وايضا هيكون في فقره حواريه هكون معاكم فيها ان شاء الله، فقره حواريه ثانيه مع استاذ محمد سمير زاهر مدير التسويق باتحاد الكره. واخيرا الفقره الاخيره في برنامج النهارده اللي مستمر طبعا زي ما احنا متعودين لغايه الساعه 10 مساء، هتكون من خلال زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، والفقره العالميه الهامه واللي هيتكلم فيها على العديد من الامور اللي بتخص الكره العالميه. لكن دلوقتي هنروح لاول فقره مع استاذ ايهاب الخطيب من خلال استضافته لنجم من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد ابو مسلم. فاكر يا بوب كابتن احمد ابو مسلم ايام منتخب الشباب في كاس العالم 2001 في الارجنتين؟ كانت بطوله جامده جدا، وكان هو احد النجوم كمان لو تفتكر. جيل طبعا كبير جدا يا امير، جيل كتب تاريخ كبير جدا. لكن احمد ابو مسلم بقى لما تتكلم عليه ومشى كبيره جدا، سواء كان دوره من مزارع الدينة لقطاعات الناشئين لمنتخب مصر للأهلي للاحتراف الخارجي، مسيرة كبيرة جدا. ولاعب أنا أعتقد إن حتى هذه اللحظة ما حصلش على حقه
اللي استحقوا من النجوميه. وطبعا كانش في وقته عنده السوشيال ميديا وشكل كبير جدا، هو ابناء جيله اتعرضوا بشكل كبير. لكن خلينا بقى امير طيب نطلع فاصل، خلينا نقدم على طول احمد ابو مسلم كابتن احمد مسلم مع زميلي عزيز استاذ ايهاب الخطيب، لكن استنونا وهذا الحوار الهام جدا بعد فاصل. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. اولى فقراتنا الحواريه معانا نجم كبير من نجوم النادي الاهلي، واحد من اصحاب القدم اليسرى المميزين جدا، عمل تجربه مميزه جدا مع منتخبات مصر بالكامل ومع منتخب الشباب، وتحقيق يعني تاريخ كبير جدا جدا وجوده مع النادي الاهلي وتحقيق البطولات ثم الاحترافيه الكبيره. وهو نجم كبير جدا لاسم كبير جدا في ليله مباراه الاهلي والترسانه. هذا النجم هيقول لنا ايه الاخبار وشايف النادي الاهلي ازاي وشايف مباراه الغد قبل المباراه الكبرى اللي كله بينتظرها في خلال ماتشين للمنتخب المصري مع لعيبه النادي الاهلي والضغط. معانا ومعاكم الكابتن احمد ابو مسلم، شرفنا النهارده وحشنا يا كابتن. ربنا يخليك يا استاذ، وانا وحشني طبعا وبتمنى التوفيق اكيد ليك في الفتره اللي فاتت. انت جاي تقدم الحلقه النهارده بقى ليه بس؟ الشياكه دي مش انا كنت موجود في بلد الشياكه فرنساوي بقى فرنساوي طبعا انت جاي بقى بالموضه الفرنساوي وجاي. طب ما يعني لا مش هنقدر طبعا يعني خف علينا. لا ما نجيش طبعا طبعا يا استاذ، ما نجيش منك ولا من امير ولسه عمر. لا عمر دول كلهم الشركه كلها حبيبنا طبعا، وانا سعيد ان موجود مع المجموعه المحترمه دي من الشباب. وكمان ببقى مبسوط قوي لما يبقى الحلقه مع حد من اصحابك. انا يعني احنا اصحاب طبعًا. بعيدا عن طبعا شرف طبعا المجال والعمل ولا بتشرف بيه كابتن. في البدايه ابدا معاك، منين وانت لعبت وتعرضت للمواقف دي مع النادي الاهلي؟ ضغط المباريات اللي دائما بيكون عقبه على مع فريق النادي الاهلي، وبتعرض عدد كبير من اللعيبه للاصابات، وفي بعض النتائج في المباراه ما بتكونش مرضيه، لكن هذا الحال يتكرر كثيرا مع النادي الاهلي. والله يا استاذ قبل ما جينا نتكلم على الطبيعي ده موجود في حال الكره كلها اكيد. النادي الاهلي اكيد بيشترك بطوله كاس مصر، بطوله الدوري، بطوله ابطال افريقيا، البطوله العربيه، فلازم عنده اللي هو عنصر الهيكل الاساسي موجود بتاعه اساسي بصفه مستمره، والناس الموجودين اللي هم اللي هو الثاني اللي هو الاحتياطي يبقى موجود. احنا ما كنا موجودين في النادي الاهلي كان ساعتها اي حد بيجي له فرصه زي كده اصابه كارت احمر او كارت اصفر يعني كايقاف، فكنا بنتمنى فرصه زي كده. فاكيد دي فرصه كويسه جدا للعيب اللي هو لازم نحط تحتها 100 خط اللي هو بيطور نفسه وجاهز، اللي هو عايز يقول انا لعيب النادي الاهلي بس كده. هي ما بتجيش الفرصه اللي كان بتجي لك سنه واحده يعني. احنا مثلا كنا الجيل بتاعنا كنت انا واسامه حسني وشيتوس ومحمد شوقي والمجموعه دي كلها، حسام غالي ورضا شحاته، فكل الجيل ده كله كان مستنى مثلا اي حد. كان طبعا انت عارف مانويل جوزيه كان عنده اختياراته 11 لعيب فيقدر يغير في اضيق الحدود. فكان مثلا اللعيب اللي يجي له فرصه، احنا كنا ممكن حد احتياطي ولا حاجه يجي له فرصه زي كده لازم يستغلها بشكل كويس. بس اللعيب اللي يغضب عليه مستر مانويل لازم اللاعب بره ده غصب عنه ينزل يأدي. ما هو انا خلي بالك الفرصه ما كانت بتجيش الا مره واحده، انت بتلعب في النادي الاهلي نادي كبير، نادي القرن، فانت الفرصه هيجي لك دي بتاعتك انت خلاص. الملعب انت نزلت ادي الملعب وادي الكره في رجليك مهما كان ظروفك في هذا التوقيت، مهما اللي هيوقفك على رجليك اللي انت كنت بتتمرن كويس بتتمرن كويس وشغال كويس الفتره اللي فاتت مستني حاجه زي كده، فتقدر تثبت نفسك. واتمنى طبعا، انا شايف اللعيبه المميزه الفتره اللي فاتت بغض النظر عن الاحداث الماتش اللي فات ده طبيعي، النادي الاهلي كان مثلا يوم دوت مش موافق ما فيش توفيق، بس نقدر بنقول لهم هم أدوا لحد اخر دقيقه اللي جايبين 3 اهداف، ولو طول شويه دقيقتين تانيين كان هيبقى في شكل تاني مختلف تماما. فانا شايف اللعيبه كرامي ظهر بشكل كويس في نص الملعب، اكرم توفيق بشكل كويس، وصبر رحيل بالنسبه كباك ليفت بدايه برضك بقاله بعيد جدا ابتدى يخش بشكل مميز. فانا شايف انت مش هتجيب لعيب بقاله ماتشات يعني ممكن يكون كاد سيزون ما بيلعبش وفجاه هيكون مديك 100%، اكيد هيتدرج برضه. ما ده يا استاذ ايهاب اللي يحسوا مين اللعيب الكوره والناس الموجوده النقاد الموجودين، فعارفين ان الباك دوت لازم يكون لازم شغال على طول، الراجل اللي عنده بصفه اساسيه لازم يكون عنده الخط الهجومي الخط الدفاعي على طول، لازم اللياقه البدنيه بتاعته اعلى من الناس الموجوده في نص الملعب، في نص الملعب ممكن طبعا. الدنيا تبقى اهدى شويه، اما انت على الخط بتبقى باين جدا. فانا شايف صبري بدا بدايه كويسه ومميز الفتره الماتش اللي فات بغض النظر الناس تقول صبري لا مستواه لسه شويه قلل شويه. البعض بيتكلم على التغطيات العكسيه
وفي ادوار مزدوجه بتبقى مطلوبه من الظهير. طبيعي جدا، خلي بالك طبيعي جدا حاجه زي كده تبقى موجوده. ففي ادوار بتبقى كمان في مشكله يا استاذ ذهاب لازم الناس تبص عليها، اللي انت مثلا كنت بلعب الراجل اللي جنبي زي ما شفنا المره فاتت محمد هاني ما بيلعبش كتير. فممكن اللي جنبك دوت يبقى مثلا انت حاطط امل 50% ممكن يسندك شويه يبقى سبورت ليك، بتبقى عندك مشكله اللي هو برضك نفس الكلام نفس الظروف بتاعتك هي الظروف بتاعته، عايز تثبت نفسه برضه، عايز تثبت نفسه برضك وعنصر الواقع البدنيه بتاعتك يعني كل واحد مسؤول عن حتته، مش هعمل كفرنج عليك لان انا شايل نفسي بس كده. فدي ممكن الظروف، غير ما انت ممكن تخش مثلا 11 لعيب موازين متواجدين، فانت لما تخش هيشيلوك فالموضوع هيبقى طبيعي جدا. فانا شايف الفتره ديت النادي الاهلي ماشي مستوى كويس بغض النظر عن الاصابات الموجوده، شايف اللعيبه اللي بره على قد المستوى تقدر تعمل اداء كويس، اي حد بيلبس فانيله النادي الاهلي بيقدر يؤدي بمستوى كويس. الاهلي في افريقيا فاق الحدود والتوقعات مع مستر باتريس كارتيرون، النتائج اتغيرت تماما. الاهلي خلص اول مجموعته، حوريه كوناكري رباعيه وكمان مباراه وفاق سطيف الاهلي حرز فيها هدفين، وكان من الممكن انه يحرز اكتر من هدف ثاني وظهر بشكل جيد جدا، ولكن مباراه الاتحاد ربما تكون اظهرت بعض الاخطاء اللي تكررت في المباراه اللي فاتت، لكن كان الفوز ربما بيغطي عليها بشكل معين، لكن اكيد الجهاز الفني بياخد باله من بعض الاخطاء. اكيد اكيد طبعا شايفين الماتش الاتحاد السكندري، على فكره الاتحاد السكندري من الفرق المميزه، لو جينا نتكلم برك لازم نديهم حقهم، هم فرقه مميزه عندها عنصر الخط الهجومي سريع جدا اللي هو سيسي وخالد قمر، لعيبه مميزه لعبت في الدوري ليها تجربه كبيره جدا، فاكيد ده 90% وارد اللي يكون عندك اخطاء. عندك في ناس كانت بعيده جدا ابتدت ترجع، فدي من ضمن البركه اللي اثرت العنصر الاثر عليك، فعندك حاجات كتير جدا، عندك عنصر الاصابه، عندك مثلا 9 لعيبه او 10 لعيبه من الهيكل الاساسي بتاعك مش موجود طبعا، فدي كلها بتعمل يعني بتعمل لود على الفرقه. فانا شايف ما فيش اي مشكله، يعني انا شايف طبيعي اللي انت يعني لازم بيجي لك يوم كده زي ما احنا بنقول بتبقى انت اوف الناس كلها مش ما فيش، يعني حتى الماتش اللي فات المميز شويه مثلا وليد سليمان هو ما شاء الله يعني احسن اللعيبه الموجوده في مصر الفتره ديت نوعا ما هو اللي بيقدر، بس حتى كورتين حطوهم برضك ما دخلتش. فانا شايف الماتش عادي بالمناسبه كارتيرون خرجه من حساباته في مباراه الغد امام الترسانه، وده امر طبيعي لانه واصل لمرحله برضه من الاجهاد ربما يعني خايف عليه من الاصابه قبل لقاء افريقيا المهم. وخلي بالك كمان النقطه اللي الفتره اللي فاتت اللي ما كانش فيه روتيشن كتير في النادي الاهلي، في الناس بتلعب افريقيا على طول، انت بتلعب افريقيا والراجل كان مضغوط فعايز يعمل احسن نتائج. ده روتيشن اجباري. لازم فكان لازم يعمل، بس انت خلي بالك اللي هي كل ثلاث ايام ماتش وانت بتلعب بطوله افريقيا وعايز تلعب دوري وبتلعب ببطوله عربيه، فكان لازم يحصل الفتره دي، لازم يحصل كده، فده طبيعي. والماتش بكره ان شاء الله انا شايف اللي هو نوعا ما هيقدر يدي اللعيبه اللي هي بقى لها فتره بعيد ما فيش اي مشكله، اللي بقى لها فتره مش ليها تواجد ما بتلعبش في فرقه اساسيه هيبقى موجود. طبعا وليد سليمان لازم يريح اجباري، لازم لو الراجل نزله بكره حتى يطمن على النتيجه او اي حاجه فالموضوع هيبقى صعب، يعني وليد ممكن يحصل زي ما وليد هو شوفه. طبعا الشباب هيجيبوا لنا قائمه المباراه دلوقتي اللي التمرين لسه خلصان، وشريف شعبان ادانا القائمه، لكن الشباب هيدخلوا لنا القائمه دلوقتي عشان نتكلم فيها. ولكن يعني هو طبعا خرج وليد بره ده لازم الحسابات، وده 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 يعني من ضمن يعني يبقى عندك لعيب ممكن يخلص لك مباراه، ولكن انت شايف الموقف عامل ازاي خاصه ان وليد بيأدي الفتره اللي فاتت بشكل ثابت جدا، وفي الناحيه الثانيه في المقابل المنافس ربما يتعامل مع اللعيبه اللي عندك اللي بتأدي بشكل كويس او مفتاح اللعب بتاعتك بعنف شويه، وانا عايز اقف تحت كلمه بعنف شويه. ده طبيعي، وليد لازم يبقى رايح بكره بغض النظر عن دي بطوله دوري، يعني دي دوري كاس ملهاش دعوه باي حاجه باللعيبه اللي تريح او ما تريحش، هو كمدرب هيتسال في الاخر طبعا على البطولات اللي هو جايبها. فانا شايف البطوله بتاعت بكره ديت، انا شايف هي صعوبه اللقاء بس يا استاذ ايهاب اللي انت عندك احمد عبد المنعم كشري اللي هو المدير الفني لنادي الترسانه. ده راجل كان موجود في النادي الاهلي وراجل عارف الشكل العام للعيبه بتلعب ازاي وعارف الروح اللي موجوده في النادي الاهلي، فده ممكن هيزود لك صعوبه اللقاء شويه. فانا شايف ماتش الترسانه، على فكره الترسانه ده انا جبت فيه جون، كنا بنلعب من سنه 2003 2004 كنت انا وابو تريكه كسبنا 2-1. فالترسانه من الفرق المميزه عندها خط هجوم بيبقى مميز جدا، شايف الفتره اللي فاتت في الممتاز به نوعا ما ابتدت تتحسن شويه نوعا ما. لا مع كابتن كشري ماشيين كويس، هم ترتيبهم على الجدول الرابع، لكن زي ما قال الكابتن كشري هو مش بعيد، هو فرق بينه وبين الاول نقطتين، نادي القناه المركز الاول 13، بعديه سيراميكا 13، بعديه كوكاكولا 11، والترسانه 11 في المركز الرابع، فبالتالي هو في المركز الرابع شكليا رقم بيفرقوا ده نقطتين. ايوه ما هو فرق ماتش. هي المجموعه دي كلها بتاعت القاهره فيبقى فيها ماتش بالظبط مباراه، يبقى هو على قمه المنافسه، وبالتالي برضه هو شايف النادي الاهلي بشكل كبير جدا، شايف مباراه الاتحاد
لعبوا خططين يا كابتن قدام النادي الاهلي بشكل مميز جدا، يمكن معتمدوا على وسط الملعب داوودة ورزاق ونور وديديه، قفلوا على ديفندرين النادي الاهلي، يعني برضو اكرم وهشام ممكن يكون الانسجام لسه مش بالشكل الكبير، فبالتالي قفل على مفتاح لعبك اللي بتلعب من تحت، وخلاك اجبرك تلعب الكره الطوليه، ففقدك خلاص سيطرتك على حاجه كمان زي ما انت قلت كده، اجبرك اللي انت عايز ده تلعب من العمق عشان تقدر تعمل خلق مساحه بشكل كويس، وخلاك تلعب على الاطراف، والاطراف عارف الاطراف فيها مشاكل، علم معلول مصاب بالظبط، قال لك صبر رحيل هيبقى بعيد نوعا ما، بعرضيات هيبقى بعيد شويه، ولعب في ظهره، والناحيه الثانيه احمد فتحي من كتر اللعب برضه طبعا صاب شويه، ونزل محمد هاني، فخلاك تلعب من بره. فانا لما اكون مثلا مدافع والكوره جايه لي وانا واقف ما عنديش اي مشكله، لو كانت جايه لي موجهه او جايه لي مع الطرف اقدر اتعامل معاها، فمنع نفسك الامداد خالص على الحته الهجوميه خالص، حتى الهدف اللي جه اللي هو بتاع الاولاني اللي هو جه اللي جت الهيدرز اللي هو جابها مروان، الكره اللي عملها له كولوبالي من ورا، كولوبالي رفعها له، الكره عملت بند في الارض وحطتها بدماغه، يعني هو اجبرك على اللعب دوت. بترجع لمين؟ شخصيه المدرب. عندك كابتن حلمي طلال من الناس المميزه جدا في التكتيك بالذات، خبره كبيره في الدوري المصري مثلا فوق ال 20 سنه 25 سنه في الدوري المصري، فقادر يعمل، عارف اللعيبه بتلعب ازاي، عارف يعمل تكتل، هو اصلا سمه كابتن حلمي طلال التمركز الدفاع الهجومي على طول، يعني الدفاع وتحول من الدفاع الهجوم في اقل وقت من الثانيه، فده اللي عمله، اللي عنده بيستفاد من واحد زي سيسي عند على الخط بيقدر يروح بمستوى كويس وعنده السرعه بيقدر يعمل القوه، فهو الجونين يعني نفس طريق كوبي بالظبط، نفس من نفس اللي حصل للشوط الاولاني، وفي نفس التوقيت انت زي ما قلت يا كابتن خلاك تلعب اجباري في العمق، في العمق هتعتمد على مين؟ على وليد سليمان، رقابه لاصقه مع وليد سليمان، هو اللي مع وليد سليمان، وليد مجهد، ولكن في الاخر هو حقق كل اغراضه خططيا بشكل كبير جدا، كمان الاهم انه كان موفق على مرمى النادي الاهلي في المرور من مدافع النادي الاهلي، يعني خطا ايمن اشرف، عدم تخطيط صبر، ايا كانت هناك اخطاء بسيطه جدا، لكن تم استغلال كل الاخطاء باهداف، ودي قليل لما تحصل مع فرقه. ما انا بقول لحضرتك ده التوفيق الموجود، يعني مثلا النادي الاتحاد السكندري فرقه كويسه فرقه كبيره، بس هو راح مثلا ست سبع هجمات مرتده قدر يجيب منهم ثلاثه، غير مثلا النادي الاهلي راح مثلا 10 ولا 12 مره ضيعوا منهم كتير جدا. فبنتكلم اللي هي النقطه دي. تاني حاجه انت مفتقد عندك في النادي الاهلي واحد زي وليد ازارو، الحاجات دي كلها الحلول الفتره اللي فاتت كان ممكن يعملها لك، فالراجل ده لو موجود بالشكل اللي كان بيلعب بيه الفتره اللي فاتت هيبقى مميز جدا. فانت اكيد هو تاني حاجه ذهاب اللي هو فقدك السمه بتاعتك اللي هي بتاعت النادي الاهلي اللي هو اللعب القصير اللي تقدر تلعب بيه اللي هي الدبل باس الوان طول اللعيبه بتقدر تروح الكروس اللي بتعمل مثلا من علي معلول اللي ازاره، خلاك فقدك الميزه دي خالص. فبقى عندك كلامك مظبوط، لان انت لو جيت اتكلمت على الاستحواذ ومعانا احصائيه انت بتتكلم في 55% النادي الاهلي 45% للاتحاد، بتتكلم على حتى التصويب نسب 19 على 9 على 8 على 3 للاتحاد، بتتكلم في نسب التمريرات الصحيحه 83% 77% للاتحاد، بتتكلم على التمريرات الهجوميه الخطيره يعني بتتكلم 18 للنادي الاهلي و6 للاتحاد، بتتكلم على الالتحامات حتى الالتحام الهوائي، حتى نسبه المراوغات الصحيحه 75% للنادي الاهلي و64% للاتحاد، ده معناه ان انت رحت واديت، كان في برضه سوء حظ عندك في الشكل في الهجومي وسوء حظ عندك في التغطيه الدفاعيه. ما هو في مشكله اللي هو كابتن حلمي، بس ده مش تقليلا من نادي الاتحاد ولا الماتش اللي عمله، عشان يبقى كلامنا الشكل العام اللي نقدر نتكلم، احنا لو النادي الاهلي كامل ومكتمل الدنيا كانت هتختلف تماما، الشكل كان هيختلف تماما بالشكل دوت. احنا بنتكلم الماتش اللي فات، الماتش اللي فات عندك كان عندك جاب كبير جدا من نص الملعب رصاد حرب اللي هو حته نص الملعب اللي انت بتتكلم فيها، اللي هو عندك اللي هو اكرم توفيق، وعندك الناحيه الثانيه نور السايه كان متفوق جدا، كان هتلاحظ اللي كان كابتن حلمي طلال ممسكه وليد سليمان، وهتلاقي فيه مناوشات، عايز نرفز ولي يعني 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 حقه يلعب قوي جدا، ولكن كان النوع فيه، وهنا بقى حكم الملعب لازم يكون ليه دور، لازم يكون ليه دور، بس خلي مش على وليد بس، على اي ماتش تاني لما يبقى عندك نجم بيتلعب عليه بعنف شويه يعني لازم تحسس اللعيب اللي هو بيلعب بعنف شويه ان مش في اخر المباراه تدي له كارت اصفر. انا بقول لك دي من خبرات الموجوده عند كابتن حلمي اللي هو عارف مثلا الورق رابحه دلوقتي اللي من دول اللي هو مستواه ما شاء الله عالي جدا الفتره دي،
وشال الفريق يعني بيبقى في النادي الاهلي في فترات زي ما احنا بنتكلم مثلا كان جه خالد بيبو جه كابتن محمود الخطيب كابتن في لعيب بتبني عليه اللعب في بيبقى في محطات كده الفتره دي بتبقى فائقه جدا فانت بتقدر تعمل شكل كويس يعني فوليد من الناس ديت اللي الفتره دي هو محور اداء النادي الاهلي الفتره ديت فهو كابتن حلمي عنده من الذكاء اللي هو يمسكه واحد زي نور السيد قوي وسريع وبيقدر يخبط كويس معاه ونفس القوه على الاقل مثلا دخل كورتين ثلاثه عارف الوليد لما يتخبط او يحصل له حاجه هيطلعه بره الجيم وده اللي كان بيعمله معاه بالظبط يخبطه عشان عارف الوليد بيبص على المنتخب الفتره اللي جايه بيبص على عنده بطوله عربيه عنده بطوله افريقيا فقدر ينرفز مثلا يخلي وليد مركز اصلا ممكن في الخبط كتير او في اللعب الخشن على قد كده وليد برضك شفناه التمركز بتاعه وحتى الهدف اللي جابه بدماغه وليد من قليل اللي بيجي في المكان دوت بالظبط وليد بيجي مثلا عامل الدبل باص من تحت عنده السرعه بيقدر يعمل دريبل كويس بيشوط كويس مفاجاه ما حدش بياخد باله هو هيشوط فلقيته اللي هو بيعمل هيدرز ده كده يعني هو وليد برضك مركز اللي هو لازم يكون ليه تواجد في الحته دي بيكمل دي تعليمات لانه بيبقى بياخد دور المهاجم الثاني ما انت ما عندكش حد في نص ملعب اكرم توفيق والراجل كان موجود في نص ملعب ما كانش عنده هشام محمد ما كانش عندهم كله لعب عرضي ما انت بتلعب عرضي بتلعب عرضي الناس كلها واقفه ما انا بعمل ايه التمركز بتاع المجموعات بروح مثلا تلعب ناحيه اليمين بروح اليمين والباك رايت والباك ليفت بروح جاي من الناحيه الثانيه قابل فهو التمركز كانوا واقفين الاتحاد واقف كويس التمركز بتاعه كويس جدا وكمان عنده كابتن حلمي الراجل ده السيسي ده راجل سريع جدا وبعدين ما دافعش يا كابتن يعني يتفوق يبقى فارق على النادي الاهلي بهدف ما بيهداش ما بيلعبش زون ما بيقفلش تحت لا بيلعب اوبن جيم عادي خالص مكمل فهو كان يعني ناويين بيلعبوا لحتى اخر دقيقه بشكل كبير جدا هو قاري شكل كويس كابتن حلمي عارف النادي الاهلي اللعب بتاعه بيلعب ايه مش اول مره قابل النادي الاهلي قابل النادي الاهلي في كتير جدا بطولات كاس مصر والدوري العام فهو عارف بيقابله ازاي بشكل ازاي تاني حاجه اللي ساعد كابتن حلمي عنده الادوات الموجوده عنده الادوات المميزه تاني حاجه جاي مدرب جديد فانا كل لعيبه خلي بالك الذهاب كنا مدرب جاي جديد كل اللعيبه عايزه تبقى اللي بره والاحتياطي عايز يبقى انا ليا دور مثلا المدرب اللي فات ما كانش بيلعبني لا انا المره دي عايز العب بيبقى ليا دور فتلاقيهم في التمرين بيموتوا نفسهم اللعيب مثلا كان بيجري 50 60% هيجري في الماتش ده 1000% غير خصم النادي الاهلي نادي كبير والناس كلها شايفاه لا انا عايز اثبت للمدرب اللي انا على قد المسؤوليه فدي كانت كلها ميزات معاهم فعشان كده كان عندهم الرغبه والطموح زي ما انت قلت حتى الاحصائيه الضربات اللي هي الكره المشتركه انا عايز اشكر عليها الدكتور احمد بيومي اللي بعتها لنا على الهواء حتى الاشتراكات والكره الثانيه بنسميها في الكوره اللي هي الكره الثانيه اللي هي لما تنزل من الهيدرز بياخدوها هم متفوقين ليه؟ عشان هو كان عنده الرغبه ديت اللي هو قادر عايز يشوف عايز يموت نفسه عايز يبقى ليه شكل كويس عايز يخلي المدرب عنده ثقه المدرب بتاعته فانا شايف الماتش بس ماتش طبيعي جدا اللي هو يحصل كده عادي يعني ده ظروف بتحصل كل فين وانا شايف اللي هي مش 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 خطر يعني ولا اي حاجه النادي الاهلي نادي كبير وما عندوش اي مشكله مثلا هدف تمركز دفاعي من مثلا شريف اشرف او اي حاجه ما فيش مشكله في ايمن اشرف قصدي فده وارد ده وارد خلي بالك واحسن لعبه في العالم حصل فيها كده ورده هي دي اللعبه بص اللعبه مكرره هي دي نفس اللعبه لكن برضه حته ان مهاجم لاي فريق يعدي من دفاع النادي الاهلي بالشكل ده حتى لو في توفيق بالسهوله ده ما كانش متاح في الفتره يعني صعبه ما دي ترجع لخلال نقطه واحده يا استاذ انت هتاخد بالك منها كويس قوي هو ايه اللي وصل مثلا سيسي ده لحد الحته ديت لو جينا نشوف التمركز ده احمد فتحي كان بيبقى في الحته دي ما حدش بيقدر يجي الحته دي خالص احمد فتحي عنده من القوه من السرعه باي وسيله ما يقدرش يدخلك في الحته دي ده اول واحد العنصر الثاني لعيبه يعدي بيكمل العنصر الثاني واحد زي برضه اقول لك يعني الكابتن عادل القيعي امبارح الاستاذ ابراهيم منيس اتكلموا في الهدف ده في نقطه مهمه جدا قال لك يعني سيسي في دفعه منه هي مش باينه ولكن برضه دفعه لكولوبالي بشكل طبعا هو التحام بالكره بسرعه بس في الطبيعي اللي هي بتمشي عليه يعني هي مش الموضوع احنا بنتكلم مثلا اللي جاي اهي هو بص هو خلاص هو خبطوا بعض هي بالقوه بتاعته بس هو يعني هي قوه باندفاع تمشي يعني تمشي عادي ما فيش اي مشكله احنا بنتكلم بس اللي وصلنا للمرحله دي يعني مثلا محمد هاني كان ممكن يخش يتعامل اقوى من كده بس هو خاف من ضربه الجزاء فدخل بهدوء شويه طبعا اللي وراه مثلا كوليبالي دخل عايز يحط جسمه فاكر ان هو اقوى كل مره بيبقى عنده عنصر قوه بيقدر ياخد الكوره وهو واقف مستريح بالظبط فالولد اللي هو سيسي اقوى شويه واسرع وهو في نص ملعب يعني اقوى شويه لعيب تقيل برضه لعيب كويس وثالث حاجه لو جينا نتكلم الهدف في دوت وصله من النقطه دي لازم حسام يعني عندك واحد زي حسام عاشور ما بيقدرش يدخل حد في الحته دي خالص حتى لو عدى من احمد فتحي حسام عاشور بيكون اول واحد مقابل فما كانش عندك مشكله في الحته دي خالص فابتدت تبان كده عشان كان عندك مثلا سوء تمركز في اخطاء ناس واقفه لو جينا نتكلم ما فيش انسجام لسه يعني المجموعه دي اللي كانت يعني تحديدا عناصر الملعب اللي كانت موجوده في التوقيت ده وفي الكره دي
ما بيلعبوش مع بعض كتير. ما بيلعبوش مع بعض كتير وال يعني لو ركزت في الديفندرين والجزئيه اللي فيها محمد هاني مع الديفندرين زي ما انت بتقول حسام عاشور واحمد فتحي بيلعبوا مع بعض كتير قوي، حتى بيفهموا بعض، بيعرف امتى يروح يغطي عليه، بيبقى هو نفسه عنده الاحساس هل ده هيقف ويقدر يقطع ولا لا، اكمل معاه ولا لا، ده بقى من الخبرات اللي موجوده معاه. ما دي برافو عليك النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. لو رجعنا طبعا مثلا الخواجه كان بنلعب مع مثلا مانويل كان نفس الكلام، ال11 زي ما قلت لك بيتغيروا ما بيتغيروش هم ال11 عشان مثلا اللي جنبي انا عارف مثلا استاذ ايهاب سريع ولا بطيء اقدر العب له في رجله، حسام غالي بيقدر ياخد الكره هيقدر يوصلها لي بالشكل دوت، فهو الانسجام بشكل عام. فممكن يكون واحد او اثنين اللي هم اكرم توفيق او عندك او هاني كان بينزل على فترات او صابر رحيل بيبقى ليه تواجد بشكل نوعا ما، فكانت ممكن مؤثره شويه. بنتكلم عن النقطه الثانيه اللي في نادي الاتحاد السكندري كان مستغلها بشكل كويس جدا، عنصر عندهم اللياقه البدنيه كانت نوعا ما كانت احسن شويه. لو جينا نتكلم عنصر اللياقه البدنيه كانت مميزه شويه عندهم، قادرين يوقفوا على رجلهم بشكل كويس، استغلوا طبعا المساحات اللي كانت موجوده، اسلام محارب كان نوعا ما ما كانش بيقدر يرجع نوعا ما مع الراجل اللي كان موجود مع احمد فتحي، عندك حمودي ما كانش موفق حتى في ضربه الجزاء ما كانتش ماشيه معاه بشكل مميز زي ما كان موجود، اخطاء عاديه جدا يعني اخطاء عاديه جدا. بس احنا في الجون اللي احنا جبناه من شويه يا استاذ ايهاب كان في التغطيه العكسيه زي ما احنا كنا بنتكلم فيها، كانت لازم تبقى اقوى من كده. الكره حتى لو انا الناس كلها عدت مني زي ما عدى مني سيسي عدى وعمل الشغل ده كله، انا كباك لو انا موجود قبل الراجل دوت كنت طلعتها برجلي العكسيه كان خلص الموضوع. فده كله بتبقى برضه البعد عن الملعب برضه وحسيت الملعب كل اللي احنا بنتكلم فيه بقى وزياده الغيابات امام الترسانه، ودايما الكاس فيه مفاجات يعني، دايما الكاس عودنا بالمفاجات، ودايما الاهلي بيحترم المنافس ايا كان وضعيته. انت شايف بقى المباراه دي ازاي، وشايف النادي الاهلي وضعيته فيها ازاي بعيدا بقى عن الغيابات؟ هي مباراه كره قدم والاهلي بمن حضر؟ لا طبعا انا شايف انا مش قلقانين خلاص، وطمن جماهير مصر كلها ما حدش يقلق على النادي الاهلي، اي حد بيلعب في فنيه النادي الاهلي بكره او في اي ماتش بيأدي. النادي الاهلي عنده غني باولاده، غني بالقطاع الناشئين اللي عنده، غني باللعيبه اللي عنده، فما حدش يقلق خالص. انا شايف اللي هي بتبقى عادي دي بتبقى مثلا نوعا ما اي فرقه بيجي لها مثلا دروب او بيجي لها ماتش عابر بيبقى في مشاكل، بس بعد كده يعني الكام باك بترجع بسرعه. النادي الاهلي ما عندوش اي مشاكل في الموضوع دوت، فشايف ان شاء الله الماتش بكره ترسانه فرقه قويه. انت عارف مفاجات الكاس بتبقى طبعا دي بطوله كل الناس بتبقى طمعانه فيها. عندك مثلا لو جينا نتكلم قيمه يومين الداخليه اتغلبت من المنصوره اللي بقى لها من الانديه الجماهيريه الكبيره اللي بقى لها فتره مش موجوده في الدوري الممتاز، فدي بطوله قويه كل النادي بيبقى طمعان اللي هو يخش فيها. فشايف ان شاء الله الماتش بكره هيبقى قوي، بس ان شاء الله النادي الاهلي قادر واللعيبه الموجوده بجماهيره وبالجهاز الفني ان شاء الله يعملوا نتيجه كويسه ان شاء الله. كابتن احمد كشري قال لك النادي الاهلي من الفرق لما بتعرض لهزيمه ما بتكرش، بيبقى فيه وقفه، قال لك مش عارف من حظي ولا سوء حظي، يعني انا شايف ان الموضوع هيبقى فيه وقفه على مباراتي، وقال ان مهما يكون لعيبه غايبه انت برضه بتلعب النادي الاهلي. بص يا زياد في نقطة مهمة جدا، ده الفرق بين النادي الأهلي وأي أندية تانية. مثلا القمة هنا مثلا في النادي الأهلي، القمة في مصر إيه؟ أهلي وزمالك صح؟ مظبوط. إحنا مثلا لما كنا بنكسب النادي الأهلي نادي الزمالك من نوعا ما بنكسبه على طول إن شاء الله، لكن الفترة اللي كنا بنلعبها بتاعت الألفينات ما كنا بنكسب تاني يوم من ولينا تواجد في النادي بنقفل الصفحة خالص، ما تلاقيش انتهت خلاص وبنبتدي نكمل في شكل تاني. ممكن حد تاني ماسك النادي الأهلي يفضل طول السنة فرحان على حاجة زي كده. فأنا بكلمك لا خالص، هو النادي الأهلي الفترة زي دي كده يعني بتعمل لك إيه اللي أنت لازم تفوق. يعني الماتش اللي فات دوت مثلا زي ما كابتن احمد عشان عارف في النادي الاهلي وكان متربي موجود في النادي الاهلي وكان هداف كبير في النادي الاهلي احمد كشري طبعا، فعارف ان الكامباك بتاعت النادي الاهلي بتبقى قويه جدا. يعني بكره هتلاقي مثلا الناس فاكره النادي الاهلي لا الثقه ضايعه واللعيبه كلها، لا هتلاقي بكره شكل مختلف، هتلاقي اللعيبه ال 11 لعيبه هتلاقي هجوم قوي جدا، الناس مش هتسيب حاجه زي كده عشان النادي الاهلي اتعود على كده هروح البطوله. كابتن كشري بقى شايف الاهلي يلعب عليه بكره ازاي؟ يعني يبدا مد ثقه لعيبته اول 3 4 دقائق، يلعب عليهم دفاع يلعب على الاهلي دفاع متقدم، يحاول يدي قوه في الاول ياخد حماس النادي الاهلي، ولا يبدا المباراه ازاي؟ لا هو كابتن طبعا كابتن احمد عارف يعني عارف طبعا النادي الاهلي خصم قوي جدا، ما يقدرش يغامر ونقول يفتح الملعب يلعب جيم مفتوحه هيبقى عنده مشاكل كبيره جدا بغض النظر عن مين. انا بتكلم في البدايه يعني اول 3 4 دقائق يفتح دقايق. بس يدي ثقه لعيبته خالص يضغط خالص ما يقدرش يعمل حاجه زي كده. انا بكلمك حتى لو انت الاحداث عندك مش مثلا ماتش هزيمه او ماتش خساره او كسبان او خسران، النادي الاهلي الانديه الكبيره او الانديه اللي هي اسم كبير، ما ينفعش انا حتى لو انا ايه ما ينفعش العب قدامها جيم مفتوح.
دي بتعمل لي مشاكل كبيره جدا. العناصر اللي موجوده اكيد اللي واخد الفرصه ده عايز يثبت نفسه اللي هو مميز وعامل شكل ازاي، فلازم بينزل بيموت نفسه. فانا شايف الكابتن احمد متهيألي هيلعب، يعني نوعا ما هيلعب، هيقفل الجيم نفس الشكل بتاع كابتن حلمي بالظبط، مع الفرق اللي هو ما عندوش مثلا السرعات اللي هي موجوده في نادي الاتحاد، ما عندوش مثلا زي واحد زي خالد قمر اللي هو مميز شويه من نص هجمه بيقدر يجيب لك جون. فانا شايف لو هو هيقدر على النادي الاهلي هيلعب دفاع منطقه، هيقفل خالص ويلعب على الهجمات المرتده لعل وعسل، هو عايز يوصل لنتيجه مثلا التعادل او 0-0 او اي نتيجه يعني تكون. طبعا هو في دماغ اي مدير فني وده حق مشروع ان يبقى عنده الحماس، عايز يعمل مفاجاه، عايز يادي مهما كان، واتكلم بشكل كبير جدا وعارف امكانيات النادي الاهلي، لكن في المقابل في لعيبه كتير ما لعبتش مع بعض ايا كان المنافس، وكل التقدير والاحترام لفرقه نادي الترسانه، عدم الانسجام يلحق في 48 ساعة جهاز فني يقدر يقربهم من بعض، ولا هم من كتر التدريبات مع بعض ممكن يوصلوا للانسجام امام فريق الترسانة؟ لا انا عايز اقول لك على حاجة، الفرقة الموجودة ديت احنا مش بنتكلم على الانسجام، احنا بنتكلم مش تخليها بقى انسجام، نخليها مثلا معدل اللياقة البدنية اللي موجود، نجينا نتكلم علمي بقى. هو اللعيبة عندها انسجام بتتدرب مع بعض من السنة اللي فاتت، اللي دخل عنصر او الاثنين، يعني عنصر او اثنين او ثلاثة موجودين اللي دخلوا على الفرقة، الفرقة بتتمرن كل يوم مع بعض وبتلعب نفس الشكل. هو بس مثلا يجي نتيجه اللقاء مثلا ممكن يكون حد اللياقه البدنيه بتاعته من كتر ما بيلعبش كتير قل شويه 60-70%، فاللي جنبه مثلا يكون مثلا 80-90%، فتبان الفرق هنا او هنا من اللعيب الموجود. فانا شايف مفيش اي مشكله، مفيش حاجه اسمها انسجام. انسجام ده استاذ ايهاب لو احنا بنتكلم على اول الدوري، لسه اللعيبه حتى لا جايب لحد جديد ولسه ما دخلش النادي الاهلي ولسه ما لبسش فانيلا ولسه عايز يتاقلم على اللعيبه وعلى طريقه اللعب. لا اللعيبه موجوده زي ما هي، ما عندناش اي مشكله، بس هو زي ما قلنا لازم معدل اللياقه البدنيه لازم يكون احسن من كده، وده يرجع لكذا مشاركه في كذا بطوله، فطبيعي لازم يعمل روتيشن بشكل مميز عشان يقدر الفرقه اللعيبه دي كلها تكمل، ما يقعش عنصر يعني ما يقعش منك عنصر الاصابات بشكل كبير كده. يعني مثلا عندنا 8 او 9 لعيبه مميزين مؤثرين اصابات، فلازم ان احنا نخلي بالنا من النقطه. لو اتكلمنا على قائمه النادي الاهلي لمباراه بكره، لو قلنا شريف اكرامي وعلي لطفي والدفاع صبر رحيل، محمد عبد المنعم، احمد علاء، محمود الجزار، وفي الوسط هشام محمد، اسلام محارب، احمد حمودي، مؤمن زكريا، احمد حمدي، كريم نيدفيد، عمرو السوليه، محمد شريف، احمد الشيخ، ميدو جابر، ناصر ماهر، اكرم توفيق، عمار حمدي، وفي الهجوم احمد ياسر ريان. قائمه برضو يعني مليئه بالنجوم واللاعبين. اي حد في قائمه النادي الاهلي النجم يا استاذ ايهاب، ده طبيعي، انت في النادي الاهلي نادي القرن، فطبيعي اي حد بيلعب حتى احمد ياسر ريان او اللعيبه المميزه الصغيره ديت لو خد فرصه هيأدي وهيلعب. ده حلمه اللي هو موجود، انا كان حلمي ابقى ليا تواجد في النادي الاهلي، فلما يجي لك الحلم بتاعك لازم هتموت نفسك. احنا مثلا كنا في الناشئين وجانا الفرصه زي كده، كان مثلا واحد يطلع في الفريق الاول يبص على كابتن هادي، عصام الحضري، كمونه، الناس دي كلها بتبقى بص، لا ده حاجه كبيره جدا. فاي لعيب هيبقى موجود ليه تواجد زي ما احنا بنقول الاهلي بمنحضر، يعني اي حد هيلعب في النادي الاهلي هيقدر يأدي، هيطلع اكتر حاجه عنه، وده اللي بيتكلم بيميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني. يقول لك روح الفانيلا الحمراء، لا مش بتيجي من فراغ، بتيجي من قطاع ناشئين بيموت نفسه في القطاع، متعود على روح البطوله، تاخد تاني تبقى عندك مشكله، لما تتغلب ماتش يبقى عندك الدنيا بتقف غير الانديه اللي بره، في انديه تانيه تتغلب 5-6 متوشه ما حدش بتكور ولا فارق معاه عشان ما تعودش على كده، الدفع اللي عنده مش كده. عشان كده حتى احنا نقول لعيب النادي الاهلي بيبقى مختلف عن اي لعيب تاني في مصر موجود، يعني اكيد الوضع بيبقى مختلف، ولكن يعني الجهاز الفني برضه عنده حيره يبدا بمين، يشتغل بمين، وقايمه من غير ظهير ايمن هيوظف احد اللاعبين في المكان ده، وزي ما انت بتقول دي الفرصه للعيب يثبت ويؤكد فيها انه يستحق انه يرتدي الفانيلا الحمراء. هو جينا نتكلم كل اللعيبه الموجوده تستحق تلبس الفانيلا الحمراء، لو ما كانوش يستحقوا ما كانوش بيطلعوا فريق اول زي ما بنتكلم، فلعيبه مميزه جدا اكيد. هي فرصه، بالفرصه دي بتيجي كل مثلا ذهاب، انت عارف كل بتيجي كل سنه مره. لو انت مسكت فيها هتبتدي وعملت ماتش كويس، الجماهير ما بتنساش حاجه زي كده، الناس بكره عارفه، الناس واعيه جدا وعارفين ان بكره النادي الاهلي اصاباته كبيره جدا، عنده اصابات كتير، عنده مثلا 9-10 لعيبه مؤثرين، فلما يطلع لعيب جديد زي حمدي او يطلع الناس اللي هي موجوده احمد ياسر ريان مثلا يعمل حاجه والشكل دوت، الحاجات دي بتعلق مع الجماهير. فانا شايف اللعيبه اللي موجوده هيوظف حد مكان ناحيه اليمين، عندنا مشكله كبيره جدا ناحيه اليمين، يعني ناحيه الشمال ما عندناش مشكله، صبري موجود هيكمل، ناحيه اليمين هيبقى فيها مثلا مشكله، بس انا شايف مش هتبقى خطر قوي. ممكن انت بقى يعني تقمص شخصيه كارتيرون كده وهو قاعد دلوقتي مع الكابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان، هيحطه واكيد يعني قبل التدريب النهارده هو اشتغل على حد،
ما اكيد هو 1000% هو اشتغل لحد من بعد الماتش على طول. هو الماتش على طول عارف اللي مش متواجد معايا 1 2 3 لا انا ابتدي اشتغل عليه واجيبه واشوف الشكل العام هيبقى عامل ازاي. وفي التمرينات بيشوف وصل لحد فين. هي ما بيلحقش في التمرين اصلا، هو التمرين بيكون تمرينه قويه شويه والتمرينه الثانيه بتبقى خفيفه خلاص بتبقى خلصت يعني. فانا شايف لو هو اكيد وظف حد هو ادرى اللي هو موجود ازاي. احنا ما نقدرش، احنا بنتكلم من بره كويس قوي كويس. لا انت برضو يعني وده رايي، شايف مين ممكن يلعب الباك رايت في الماتش ده؟ لا هو لازم يكون ليه عنده حلول، هو لازم ليه حلول عنده، هو لازم هو اكتر واحد واعي بالفرقه اللي عنده وحاله اللعيب اللي عنده ايه. مثلا ما كنا اقول لك اي اسم بس احنا ما نعرفش حالته في الفتره دي ايه، ممكن الفتره اللي هو موجود فيها دي قلل شويه، فاحنا ما نقدرش نقول اسم نخمل اسم وهو مش موجود. فهدي بقى المشكله، هو ادرى واحد هو اللي موجود دلوقتي، فعارف مين اللي يقدر بيتمرن كويس، مين يقدر يشيله في الحته ديت. ففي لعيبه كتير مميزه يعني مثلا مع وجود السوليه، هل لو شارك وشارك جنبه هشام محمد ممكن يدي اكرم ناحيه اليمين يعني؟ هل ممكن لعيب ممكن اكرم، ممكن اكرم خلي بالك، او ممكن اكرم خلي بالك ممكن وجود اسلام محارب برضك ممكن يكون ليه تواجد برضك في الحته اللي بيلعب فيها كويس. اصل خلي بالك برضك الخصم برضك اللي احترمنا نادي الترسانه مش الخصم اللي هو هينزل قوي جدا وينزل هجمك وينزل يبقى يعمل عليك ريسك ويبقى قوي جدا وما فيش اي مشكله. لا انت ممكن تلعب مثلا بالاربعه اللي ورا، هتثبت مين على يبقى راس حربه واحد هتلاقيه بقابلك من نص الملعب، هتثبت واحد بس عليه وهيبقى عندك الناحيه الثانيه هتبقى ممكن تلعب اسلام محارب زي ما اخر اللقاء لما طلع صابر رحيل. اسلام يقدر في الحته دي يشد الفرقه شويه، ممكن الناحيه الثانيه يلعب زي ما اكرم توفيق نفس الكلام، اكرم عنده الحته دي ولعب فيها قبل كده كتير. فانا شايف مش مشكله يعني. انت اللي هتقابل مثلا خصم في الدوري العام يعني كفرقه دوري عام وفرقه مميزه وعارفه ايه بالظبط المفاتيح اللعبه، كان هيبقى عندنا خطوره، كان الراجل هيبدا يركز بشكل اكتر من كده. بس طول ما انت عندك الخصم نوعا ما مش نفس القوه اللي انت كنت متوقعها مع احترامنا لنادي الترسانه طبعا، هيبقى عندك الدنيا تبقى اهدى شويه. بعد المباراه دي في مباراه مهمه جدا يتخللها لقاءات للمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، فيها طبعا لعيبه من النادي الاهلي، لكن الصحف والاعلام الجزائري قال لك الاتحاد جاب 4 أهداف في النادي الاهلي، ودي منشتات في الصحافه الجزائريه، احنا نقدر نحرز اكتر من هدفين في النادي الاهلي، ومن حقهم انهم ياخدوا الجانب السلبي ده يودوه عندهم بشكل ايجابي لتحميس فرقته. زي ما قلت لحضرتك، زي ما انت النادي الاهلي لما يتغلب مثلا مره ولا مرتين كل الناس بتتكلم على حاجه زي كده عشان هو عمره ما بيتغلب، انت فاهم ازاي؟ فحاجه زي كده لما يتغلب مثلا يخش هدف 4 أهداف في النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا. فالناس كلها لازم بكل رغبه الكوره طمعانه، بس ما عرفوش النادي الاهلي زي ما احنا قلنا بيقدر يجيب نفسه بسرعه جدا، بيقدر اللعيبه بترجع تاني بشكل مميز جدا. فانا شايف انا لعبت هناك في تونس، في قصدي في الجزائر كتير، لعبنا شباب القبائل، لعبنا شباب بلزداد، ولعبنا فرق كتير كلها هناك. لو فاضت بقى تقيله والملعب والجمهور، الجمهور والملعب، وهم كمان عندك شمال افريقيا عامه المغرب الجزائر تونس بالجماهير 90 دقيقه ما بيبطلوش. بس لا لو هو اتعامل بالشكل دوت هيقابل صعوبات كبيره جدا. احنا كسبنا شباب بلزداد، في شباب بلزداد ساعه بطوله افريقيا بجون بتاع ابراهيم سعيد، هو كان رايح هناك برضك نفس الاحداث، هنكسب النادي الاهلي واحنا كنا ماشيين في الدوري نوعا ما مش كويسين قوي، كان مثلا مانويل جوزيه كان لسه معانا، فرحنا هناك وكسبنا. لو هو اتعامل بالمنطق واخدنا بشكل تحفيز، يقول لك انا محتاج اجيب هدفين على الاقل 3 عشان اضمن المكسب على طول، والاهلي دخل منه فريق من الاتحاد في الدوري 4، هو عايز يدي حافز يعني للعيبه، هو ده عنصر معنوي عايز بس يخلي اللعيبه انت يعني خد الثقه، النادي الاهلي نادي القار نادي عادي يعني، هو عايز يخلي اللعيبه اللي عنده تبقى تهاجم او يديهم الجراءه اللي هو يقدر يعمل شكل كويس. بس صعوبه جدا الدوري، شوف الاعلام بيبقى محفز قوي يعني، الاعلام الجزائري لعب على الحته دي ولعب على حته 23 اكتوبر في الثمانينات نفس توقيت 88 الاستاذ محسن النملوم ماشي معانا بالظبط، هو اسطوره اهو طبعا في سنه 88 نفس القصه، فربما يكون نفس اليوم هو نفس اليوم هم كانوا كسبوا النادي الاهلي. طيب الحاجات دي اللي بيقولوها طبعا دي بتاع التاريخ، بس انا شايف بس لا شوف الجانب التحفيزي من الاعلام، ما هم داعم ازاي، بيتكلم ازاي، بيلعب على نقط تانية خالص. انت عارف هو دخلك في النقطه دي ليه يا استاذ؟ عشان عارف اللعيب المصري مش هيقدر يكسبه الا نفسيا، بيقدر عايز يعمل ايه، بيخليك طبعا بيعملوا حركات، لو مثلا يخليه يخبطك في الكوره بدون كوره، يقول لك لفظ، يقول لك اي حاجه، فيطلعك بره تركيزك في الجيم. هو عارف لو هو طلعك بره تركيزك في الجيم هتطرد، هتاخد كارت، هيحصل لك مشاكل. فهو بيلعب على العنصر ده عشان يحفز فرقته. تاني حاجه هو فاكر اللي هو كده بيهدي يعني بيوقع الفرقه الثانيه، مع انه العكس صحيح طبعا، العكس صحيح زي ما يكون اللي كان بيعمل الموضوع ده كان مانويل جوزيه بيعمل الفيلم ده، نفس الحوار ده كله. يروح مثلا يروح لعب جنوب افريقيا يقول لك انا هكسبكم بكره 3 في المؤتمر الصحفي، الناس تسخن وبتاع،
هو بيعمل كده بيعاملهم نفسي. هو دي كلها شمال افريقيا عامه بتتعامل مع النادي الاهلي بالمنظر ده، تونس او الجزائر او المغرب نفس الموضوع. لكن النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بيأدي في شمال افريقيا ولا اروع ولا اروع. المباريات اللي بتصعبه دي يعني بنقول عليها بتاعه النادي الاهلي اكيد. وانا بقول لك زي ما كل انا بتفائل جدا ان كل لما بيحصل مثلا لا قدر الله ماتش تعادل او ماتش هزيمه، النادي الاهلي لما بيرجع بيكون اقوى من قبل كده. ستايلك في اللبس الستايل الفرنساوي زي ما قلت معاك في اول حلقه، في مدرب فرنساوي لاول مره في النادي الاهلي وانت يعني لعبت في الدوري الفرنسي، شايف كارتيرون ماشي ازاي مع النادي الاهلي خاصه بعد اول هزيمه، وشايف الراجل اللي اتعامل ازاي الفتره الجايه؟ والله انا شايف كطبيعتي انا قعدت 5 سنين في فرنسا، انا سمعت عن مستر كارتيرون بيرك مسك انديه هناك، مسك نانت ومسك انجي ومسك فرقه كذا فرقه، هو راجل هادي، راجل هادي بيفكر بصفته كويس. تاني حاجه عنده صفه قويه جدا الناس كلها تلاقيها ملاحظاها، اللي هو معاه بيشتغل جروب كله او التيم ورك بتاعه كله، حتى تلاقيه قاعد على الدكه بيتكلم مع الناس، تعاوني بياخد تعاونه بيعرف ياخد، فدي حاجه كويسه لما يكون مدير فني. الناس ساعات تبص لما مدير فني اجنبي يتكلم مع الجهاز معاه كده على الملا يقول لك ده بياخد من الجهاز وبيكلم، هو لازم يتعاون مع الجهاز ولازم يعني يهمشه. هو الجهاز معايا ايه؟ الجهاز يعني مسمينه جهاز فني، انا مسؤول عن جهاز فني. لو كده بقى انا اجي لوحدي والنادي يجيب لي جهاز فني كامل. لا انا مسؤول عن جهاز فني عشان هو اللي اقدر بشتغل ازاي، بيقدر نتكلم كلنا في مشكله مثلا انت شايف هنا ايه، ممكن اقول لك انا شايف هنا في مشكله في حته الفلانيه، فالراجل بيسمع الحاجات دي بتبقى مميزه. انت شغال معاه عشان انت راجل تفيده، ممكن انا شايف اتجاه تاني اللعيب ده اقول له لا ده عنده مشكله، اقول له لا اصبر شويه عشان في الحته دي هو بيقلل في الحته الفلانيه. فده جهاز فني لازم بيبقى عنده حاجه زي كده. فالراجل انا شايف الدليل على كده اللي هو واخد النادي الاهلي، كان عنده بطوله افريقيا كان الامور مش ماشيه كويس، الراجل دلوقتي خلاك اول مجموعه واداء مميز والناس كلها مبسوطه بغض النظر عن الاحداث اللي هي مثلا تتغلب ماتش في الدوري او تتعادل ماتش في الدوري، ده طبيعي مفيش فرقه. بس النادي الاهلي عشان احنا على طول بنكسب والناس متعوده والجماهير كلها متعوده ان احنا بنكسب، فلما مثلا تعادل او ماتش هزيمه تلاقي الدنيا كلها قامت. لا لا ده الطبيعي، اللي هو مثلا بيحصل حاجه يحصل دروب وبعد كده الناس بتطلع واحده واحده وبيرجع تاني الموضوع مفيش اي مشكله. فهو مدرب مميز جدا، مدرب عنده هدوء عنده ثقافه بيقدر يلعب الناس كلها، بيتعامل نفسي كويس. الفرنسيين عامه بيتعاملوا مع اللعيب كويس يعني، حتى تشوف اي حد هادي زي ما انت قلت اي حد كده بيغير بيطلع ياخده على الحضن ويسلم عليه صبري كل الناس، فهو مدرب كويس. وانا شايف اللعيب المصري تمشي معاه المدرسه الهاديه دي ولا يحب المدرسه الصارمه شويه الشديده شويه؟ ما بص دي شخصيه كل لعيب، فاللعيب انا شايف السيستم ماشي النادي الاهلي سيستم، اي حد هيتاقلم في السيستم اللي هو موجود، واللي بيخل في السيستم دوت بيكون بره النادي عشان تبقى انت عارف ده عامه ده على الحياه كلها. فالنادي الاهلي منظومه متكامله، اي حد بيخل عن المنظومه بيبقاش ليه تواجد خالص. فانا شايف لا اللعيب المصري عامه في فترات الراجل برضك بيقدر بيستشف من الناس اللي حواليه، لا لازم هنشد شويه لازم هقدر اتكلم بشكل اقوى من كده. يعني شايف المدرسه الفرنسيه ماشيه لحد الان مع النادي الاهلي بشكل مميز؟ بشكل مميز جدا، والنتائج اللي بتحكم انت شايف دلوقتي الراجل مثلا واخد لا النتائج ممتازه بغض النظر عن مباراه، بغض النظر عن مثلا الاصابات الموجوده. هو في افريقيا انت راجل بتكسب بره بتكسب منتشه قويه، هو لما استلم الاهلي كان بره افريقيا خالص، بره افريقيا كلنا يعني قلنا يعني كان عندنا خلاص. كان عندنا ايه؟ كان عندنا بونت. انت كنت واخد مهزوم ماتشين قبل ما عندك بونت واحد. فكان عندك بونت، فكان بونت واحد راجل ده اول مجموعه، فدليل على كده الراجل مميز. وتاني حاجه انت جايب مدير فني كان ماسك بتاع التعادل الترجي هنا. ما انا بقول لك انت كان ماسك راجل ماسك مازيمبي، ففرقه قويه جدا في افريقيا، فرقه مميزه فخد بيها بطوله افريقيا، فالراجل عنده درايه بشكل عام يعني مش عارف افريقيا فيها ايه، مش زي مدربين مثلا يروح مثلا جنوب افريقيا او يروح في اي حته ثانيه يقول لك هلعب جيم مفتوح راح مغلوب 4 ومغلوب 5، فدي صعبه جدا. انت واخد واحد من نفس المدرسه من نفس القريه عارف الشكل ايه والحياه في افريقيا مختلفه تماما عن مصر وعن المغرب او تونس. الناس احنا بنروح افريقيا بتلاقي احداث ثانيه خالص. يعني كابتن احمد ابو سلم شايف ان الاداء المدرسه الفرنسيه ماشيه بشكل كويس وهتقدم مع النادي الاهلي بشكل كويس؟ انا شايف ماشيه بشكل كويس وهيستفاد طبعا الراجل هيبقى موجود ده المدرسه الفرنسيه، وانت بتقول انها ان شاء الله تنجح مع النادي الاهلي بشكل كبير. نروح بقى للمدرسه المكسيكيه واجيري مع المنتخب الوطني، بدايه بسبعيه ماتش كبير، تغيير اداء وطريقه لعب، بقى الشكل هجومي اكتر، بتحرز اكتر، البعض شايفها ان انت غيرت كوبر حتى لو المنافس فنيا اقل لكن ظهرت فيه. عندنا مباراتين، مباراه 12 اكتوبر يوم الجمعه وبعدها 16 امام سويسلاند، مباراتين مهمين جدا في التوقيت ده، شايفهم ازاي؟
انا شايف مثلا الراجل يعني سمعنا الفتره اللي فاتت والاحداث اللي فاتت اللي هو بيتكلم اللي انا بقى مثلا بعمل هيكل اساسي للمنتخب لمده 4 سنين قدام، والدليل على كده احمد فتحي ما كانش ليه تواجد وناس كتير ما كانش لها تواجد الفتره اللي فاتت. فاحنا نتمنى اللي هو زي ما هو بيقول كده هيتعمل شكل جديد بعد 4 سنين، فمن حقه اللي هو يختار الناس اللي تقدر بعد 4 سنين هيكون لها تواجد معاه. لو جينا نتكلم على الخصم ضعيف، لو جينا نتكلم اللي هو احسن ظروف في الوقت دوت اللي انت تجرب اللي انت عايزه. هو انه مثلا ما عجبنيش مثلا من امبارح او اول امبارح نفس الكلام احمد علي خرج النهارده الصبح مهاجم نادي المقاولين للاصابه ما خدش حد. نفس الكلام كان صلاح محسن باين صلاح محسن او مروان حاجه زي كده حد منهم برضك ما خدش حد. فلازم انت لازم تاخد حد، لازم تاخد بديل، عندك ناس كتير مميزه لازم تاخد حد وتجربه واحد واثنين وثلاثه. تاني حاجه الناس اللي مفرحه الفتره فاتت شويه اللي احنا طلعنا بس من بعد احداث كاس العالم اللي انت بتلعب بقيت عندك طريقه لعب خط هجومي. احنا مثلا كوبر كان بيلعبنا خطه ضعيفه جدا يعني بلغه الكره عقيمه يعني بلغه عقيمه ولكن بالارقام هو عمل وناجح. احنا بنتكلم ارقام التاريخ هينصف كوبر على فكره، احنا بنتكلم في طريقه لعب لكن التاريخ نفسه هينصف كوبر انه ادى بشكل كويس حلو جدا في النتائج. والدليل انك بعد غياب عن البطوله الافريقيه موجود تطلع للنهائي وصلت كاس عالم بعد غياب 26 سنه ما حدش هيفتكر حاجه اكتر. بنتكلم عن حاجه دي الشقين، اول حاجه الشق علميا وارقام هو ناجح مع منتخب مصر 1000%، ما حدش يقول كده، وصلك كاس الامم ووصلك كاس العالم والدنيا كويسه جدا. بس بنتكلم في عنده مشكله في حاجه طريقه اللعب. انت عارف الشعب المصري ايام كابتن حسن حتى صعب الذواق شويه، احنا بنحب الكوره لازم تلعب كوره، مش هفضل كل 90 دقيقه واقف جوه ال 18 واعمل المرتده لمحمد صلاح هو اللي يقدر يخلص لي او تريزيجيه هو اللي يقدر يخلص لي. لازم يكون عندك شخصيه في الملعب، انت منتخب مصر منتخب كبير في افريقيا فلازم يكون عندك الشخصيه في الملعب، اقدر اطلع امتى اقدر اجيب اهداف امتى. فالناس اللي الفتره اللي فاتت اللي بسيطه شويه اللي شافت بغض النظر عن الخصم ضعيف اللي انا بجيب اهداف متنوعه، هدف من كروس من اليمين دبل باص بيروح حتى لو المنافس المستوى الفني بتاعه اقل حتى لو كده، بس انت بتدي الثقه للشكل الجديد اللي كانت موجوده. مثلا عجبني مثلا دخل باهر محمدي واحد كان من نادي الاسماعيلي ومحمد صادق لعيبه مميزه قدر يديهم. بس احنا عايزين نتكلم زي ما تديتهم كده كمل بقى استثماريه، يعني ما تجاوبش معسكر او اتنين وبعد كده اقول ايه ارجع تاني الحرس القديم اقول لك لا انا مش هينفع. لا انت خدت الطريق يبقى لازم تكمل فيه، تكمل معاهم حتى تدعم اللعيبه دي عشان تكون موجود. لازم انت كمان حاجه ثانيه، هو قال لك انا 4 سنين هيبقى ليا مثلا عنصر السن 30 سنه او 31 سنه من الناس دي هتبقى خلاص كمل. انت خدت ناس 27 21 سنه كمل لازم تاخد الحاجه. هل القياس بالسن منصف ولا المقياس بالاداء؟ يعني انا اكون حاطط عنوان السن الكبير مش هاخده ايا كان اللاعب الكبير اللي بيأدي بشكل حلو بدون ذكر اسماء اللعيبه، مش هذكر اسماء ومش هقول وليد سليمان مثلا ولا هقول احمد فتحي ولا 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 في لعيبه كمان في اكيد في فرق دوري كتير تستحق، لكن هل هيبقى المعيار ان انا بحط عنوان ان انا مش هاخد كبار السن فقط؟ وطبعا مع احترامي لكابتن احمد علي ما هو برضه ده استثناء للقاعده. ما انت برضه انت واخد واحد كبير السن وبقى احمد علي بتاع 29 سنه 30 سنه، يعني انت بتتكلم برضه في سن كبير وانت بتتكلم ان واحد بقى له 7 سنين ما انضمش يستحق، واحمد علي يستحق انه يكون كمان من قبل كده زمان موجود مع المنتخب. لكن القاعده هتبقى فين؟ في الشرط اللي محطوط ولا المستوى يكون استثناء؟ دي ترجع للمدير الفني في حاجه واحده جدا. لو انا هبص دلوقتي عندي البطولات المجمعه امتى، عندي البطوله اول بطوله امتى، بعد 4 سنين انا بص عايز اوصل 4 سنين اوصل كاس عالم ولا اوصل دلوقتي شايف ان الدنيا متلخبطه شويه. عندك 2019 بطوله افريقيا، حلو قوي بطوله افريقيا مثلا معدل اللياقه البدنيه عندي لازم يكون اي فرقه او اي منتخب قوي جدا لازم يكون عندك عنصر الخبره وعنصر اللي هو متوسط اللي هو بيبقى الاعمار متوسط من اللي هو من 24 ل 25 ده اللي بيبقى موجود، وبعد كده عنصر الشباب اللي هو من اول 21 يعني اقل لحد 21 او 22 سنه. لازم اي فرقه تنجح لازم يكون فيها العنصر دوت. فهو لو هو حاسب اللي هو عايز الفرقه كلها تبقى صغيرين 2019 هتبقى عنده مثلا يعني مثلا نقول مثلا بالارقام كان نقول احمد فتحي. لو جينا نتكلم على عطاء، لو جينا نتكلم احمد فتحي من احسن الناس كلها في عطاء او معدل اللياقه البدنيه موجوده في مصر لو جينا نتكلم عليها. بس هو دماغ الراجل هو عايز يخش في السن، فقال لك مثلا بعد 4 سنين احمد فتحي هيبقى فين؟ حتى لو هو يعني العطاء بتاعه حتى لو هو عطاءه مثلا الفتره دي احنا عندنا 1000% احمد فتحي دلوقتي نمره واحد في مصر كلها قوه وسرعه ومرونات ولياقه بدنيه وتكالنج وكل الكلام من ده. خلاص بعد 4 سنين احمد فتحي لو اداؤه 70 في يعني جاب لي 70%
مش هيجيب لي 70%، مع احترامي يعني عنصر السن بيفرق، الارتداد من الدفاع للهجوم هيبقى عنده مشاكل. فهو راجل شايف ان الراجل باصص على قدام قوي وبالتالي بيمهد من دلوقتي، بس ده انا شايف اللي هو طريقه دماغه كده يعني. انا شايف ان حتى كابتن هاني ما قعد معاه اكيد هو بيبص لقدام قوي، والدليل على كده اللي هو بيجيب الناس عناصر صغيره في السن وعايز يعتمد عليها. يعني مثلا لو بص ل 2019 السنه الجايه، لو جينا نتكلم احمد فتحي نمره واحد في منتخب مصر، وممكن الظروف الفتره اللي جايه ممكن يكون احمد فتحي نمره واحد موجود في مصر، انت فاهم ازاي؟ بس هو عايز ايه الراجل المدير الفني؟ عايز ايه؟ عايز اخش بطوله افريقيا، وبعد بطوله افريقيا افضل بقى ادور على هيكل تاني واعمل مشكله زي ما كوبر كده دخلنا مثلا، مش لقينا الناس في نص الملعب ما كانتش بتلعب خالص، سام مرسي وكاس العالم، وبعد كده لقينا الناس كانت معاها مثلا باك ليفت بتاع لانس فرنسي كريم حافظ بقى واخد التجمعات كلها، وباجي بعد كاس العالم اروح مطلعه بره؟ ده حاجات بتشوف. ما انت بقول لك في حاجات في لوغاريتم كده اي مدير فني بيعمله، اللي هو بيبص مثلا الضغط والاعلام، لا خد ده لازم اخده وبتاع، وبعد السنه الجايه مش هليه تواجد. فلازم هو عايز ايه بالظبط؟ ده على الجانب المحلي. في تراجع كبير في مستوى المحترفين يعني باستثناء بعض اللاعبين، تريزيجيه فتره فاتت ماشي كويس، لكن في الهيكل العام للمحترفين في تراجع شويه، مش في مستواهم بتاع الموسم اللي فات. هو بس لان جينا نتكلم تريزيجيه هو الفائق الفتره اللي فاتت، محمد صلاح نوعا ما بيلعب على طول، بس الناس متوقعه اللي خلاص الناس حطيته في ليفل معين بس كده، بس انت حطيت في ليفل معين. تاني حاجه لو جينا نتكلم ذهاب الفتره دي، الناس مش واخده بالها منها. محمد صلاح قبل ما يلعب السنه اللي فاتت، قبل ما يبقى هداف الدوري الانجليزي، الفرقه كلها ما كانتش واخده بالها منه. في نفس الوقت ده كمان كان بنفس امكانياته، بل يمكن الوقت ده ارقامه اعلى باستثناء انه فارق هدف واحد بس عن مسيرته السنه فاتت في هذا التوقيت. انا بكلمك كمان في نقطه كمان اللي انت دي مهمه بقى، اللي هو جاي بقى من بعيد، محدش عامل له حساب مثلا. انت عارف نجوم الفرقه هنا مين ومين، فمثلا لا احنا مش واخدين بالنا، عادي جاب جون عادي يعني. ساديو ماني وفيرمينيو هم اللي كان عليهم العين بس، فانا ما كنتش مدي له اهتمام زي الناس اللي كانت موجوده. زي شاكيري دلوقتي لما بينزل ما بيبقاش برده العين عليه بالشكل الكبير بس كده. فصلاح كانت الناس كلها بسرعته والقوه اللي عنده، فكان بيقدر يجيب اهداف، الناس كلها كانت الفرقه كلها كانت لا عادي. السنه دي بقى الناس ابتدت تركز، راجلك هيبقى احسن لعيب في العالم، فالناس كلها مركزه، سيب الفرقه دي كلها يقول لك امسك صلاح. فهي دي بقى المشكله. مثلا هو ما شاء الله على فكره صلاح بيعمل مجهود دلوقتي قد السنه فاتت مرتين ثلاثه، طبعا لان هو بقى عنده تحدي، عنده قد مرتين ثلاثه بس. التركيز والمان تو مان عليه والضغط عليه والقوه، لازم يبعد نفسه عن الضغط ده خالص. يعني الضغط عليه قوي جدا، فهو لازم يفصل نفسه خالص عن الـ عن الـ عن, الـ عن الاحداث دي خالص. والفرقه كمان مركزه جدا معاه. غير كده كمان ضيف كمان على قد كده اللي زمايله في الملعب كمان، انا شايف الموضوع بقى صعب. يعني مثلا راجل عايزين يديله، مش عايز يعني ساديو ماني مش عايز يديله حتى اللي هي مثلا الغيره في الملعب. في ناس كده، في لعيبه كده، اشمعنى ده يبقى كده وانا بعمل كل حاجه. فانا شايف صلاح ماشي كويس، انني برضك نوعا ما بعيد عن المشاركه الاساسيه، بعيد عن المشاركه الاساسيه. اليونان مثلا عندنا ناس كثيره هناك، شيكابالا وباسم مرسي وعمرو ورده وكوكا كمان. فانا شايف في ناس كلها، مفيش حد بيلعب سباق اساسيه الا عمرو ورده، هو اللي بينزل على فترات معينه. والفتره اللي فاتت برده كان عنده بعض المشاكل، عنده برضك المشاكل زي ما احنا موجودين. بس هو الوحيد تريزيجيه اللي هو لو جينا نتكلم، تريزيجيه من احسن الفترات. حظه وحش قوي مع المنتخب المصري، يعني اللعبه اللي بيعملها في الدوري التركي تحديدا في هذا التوقيت، بيخش ويقطع جوه ويحطها في البعيده، عملها مرتين ثلاثه مع المنتخب المصري بس ما كانش فيه توفيق. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ ايهاب، كانا شخصيتي قناعاتي الشخصيه، اهم لعيب منتخب مصر محمد صلاح تريزيجيه. اللعيب ما تلاقيش حد عنده السرعه والقوه والارتداد ينقلك من المحطه الدفاعيه للحطه الهجوميه في اقل ثواني. في اقل ثواني لو مسكنا ستوب ووتش وحسبنا تريزيجيه خد الكوره وراح امتى، هتلاقي تريزيجيه اسرع واحد في الفرقه كلها. يعني انت حتى في كل المطوشه اللي عندك معربه شويه وفيها مشاكل، تريزيجيه بينزل يجيب لك ضربه جزاء في الاخر، ينزل لك ضربه جزاء مباراه الكونغو كل فاكر هدف محمد صلاح، لكن مين اللي جاب ضربه الجزاء؟ ده هو تريزيجيه. واللي قبل كده اللقاء برك اللي قبل كده برك اللي جاب لك ضربه الجزاء تريزيجيه. هو كل الشغل اتحرك وبيخش. هو بس انا اتمنى من تريزيجيه اللي هو يا ريت يكون سمعنا، اللي هو لازم يدور على وكيل اعمال قوي. تريزيجيه لو عنده تسويقيا كويس، احنا مثلا لما كنت انا في اوروبا مثلا كنت واخد احسن لعيب في الدوري الفرنسي. اتكلم في نقطه كويسه قوي. ما انا بقول لك انا كنت واخد احسن لعيب في الدوري الفرنسي، بس ما كانش عندي الايجنت بتاعي ما كانش كويس يعني. كان طبيعي، كان ما كانش اللي هو انت عادي في مرحله انت عادي. ودي محمد صلاح تفوق فيها على نفسه لما ابتدى ينقل لمدارس معينه ومعاه وكيل اعمال. بس كده انت لازم يكون وكيل الاعمال بتاعك لتريزيجيه لازم يكون قوي جدا، يقدر يحركك بشكل كويس. احنا مثلا كنا بنتعامل مع مثلا حد مصري او حد عربي، الموضوع بيبقى صعب جدا. المصري والعربي ما بيتحركوش بسهوله، عنده ليميت
بس مثلا اتعامل مع حد افريقي او حد اوروبي عايش بره بيقدر يعمل لك سبورت كويس، بيقدر يحركك بشكل كويس، بيعمل لك يحرك معاك الميديا، يحرك معاك الدنيا بس كلها. بس فانا بتكلم اللي تريزيجيه لازم في الوقت اللي هو فيه دوت بقاله من السنه اللي فاتت لازم يتحرك. شايف ان هو يستحق مكان افضل بكتير. انا تريزيجيه، انا شايف تريزيجيه السنه دي كان على الاقل حاجه لازم يلعب في الدوري الالماني. تريزيجيه لو لعب الدوري الالماني او الدوري الفرنسي هتلاقي الدنيا مختلفه، عنده المساحات، بيقدر يلعب بشكل كويس. الدوري الالماني زي ما انت بتشوف عنصر القوه قويه جدا، بس اللياقه البدنيه بتاعه تريزيجيه والسرعه بتاعته تعمل معاه فرق كبير جدا. بصراحه يقدر يلعب في اي دوري من الدوريات الكبيره يفرق بشكل كبير قوي. تاني حاجه هيتطور الدوري التركي برضو مش دوري ضعيف يعني بصراحه، مش ضعيف بس مش اللي هو مش في ليفل اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه. لكن متشاف كويس، متشاف كويس كمثلا بعد لعيب عايز اخليه يمشي مستوى كويس. فانا شايف تريزيجيه لو داس على نفسه شويه كويس، هو راجل ماشي بمستوى هايل. بس انت عندك وانت جوه الملعب الذهاب انت عايز اللي بره، بقى اللي بره هو ده اللي حركك. ما ينفعش ما انا جوه الملعب 1000 يعني، انا كنت 100% جوه الملعب، بره الملعب كانت 40%. فلازم التسويقيه لازم تبقى اقوى من كده، اجيب لك عرض او ثلاثه دي. ما هي النقطه لازم لو فضلت مثلا تريزيجيه بيجيب جونين كل ماتش 3 اجوان، ما حدش يسمع عنه بره الملعب، مش هيتنقل، مش هيتحرك خطوه من اوروبا. لازم يكون عنده الراجل الوكيل اعماله لازم يكون قوي جدا، يقدر يحركه بشكل كويس، يغيره، لازم يغيره واروح هنا وادور هنا، لازم اتعامل مع كذا واحد. ما ينفعش امضي عقد زي كده وموظف يفضل حاطط العقد في عنده في الخزنه، واول لما يجي لي النادي يقول لي انا انت فين. لازم هو انت شايف تريزيجيه محافظ على مستواه، بيأدي بشكل كويس، شايف ان هو يستحق ان يكون موجود في حته اعلى من كده، ورسالتك ليه واضحه جدا. اكيد تريزيجيه بالمقاومات دي بالاداء اللي بيأديه دوت، تريزيجيه بيكون احسن من احسن الدوريات اللي لازم يكون موجود. بس ما يطلعش انجلترا على طول، لو جاله انجلترا ما يطلعش على طول، لازم الاول ياخد الاول تركيا برضك، نقول الاحتراف وكل حاجه بس مش زي الدوريات القويه، مش يعني يطلع مثلا المانيا، فرنسا، بلجيكا، الحاجات دي لو قدر يطلع فيها بشكل كويس هيبقى مميز جدا. عشان زي ما انت شفت هو طلع اندرلخت مثلا، كان لسه اول محطه من مصر، بتبقى صعبه جدا بالظبط تطلع لنادي قوي جدا. حتى في البدايه كان عنده بعض المشاكل، اللغه، في التعايش والتعامل مع الجمهور والاشارات وطبعا اللعيبه، انت بتلعب نادي كبير زي اهلي هناك، اندرلخت نادي كبير، وحذاري لما تتعامل مع الجمهور وانت مش فاهم الاشارات والكلام يعني بعض. وتاني حاجه انت المكان مكانك، لو انت لعبت ماتشين وحش هيجي واحد يركب مكانك مش عارف تنزل تاني، خلاص دي هناك. عشان كده ما بقول لك فهو لازم يتحرك، لازم من دلوقتي يبتدي يخطط انا عايز اروح فين. اكيد يعني تريزيجيه من اللعيبه المميزه جدا، دايما حاطط نفسه في مكان كويس جدا، لكن انا عارف تريزيجيه كويس، الطيبه اللي فيه يعني طيب لدرجه يعني مهما وصف لك وانت طبعا عارفه طيب قوي، فبالتالي ممكن يكون عنده حرك في الحته اللي انت تقول له غير ايجنت او لكن الاحتراف لازم يكون قلبك ميت. احتراف لازم يكون قلبك ميت. تاني حاجه لازم تاخد قرار اللي بص اللي بيفرق اللعيب عن اللعيب قرار. لو جينا نتكلم استاذ محمد صلاح، نموذج قدامنا محمد صلاح، محمد صلاح اللي خلاه مثلا يمشي من فيورنتينا وهو قوي جدا كده ويروح روما، قرار ان انا خلاص وصلت لهنا مثلا للتوب ليفل، وصلت لو مشكله مع نادي وعقد فيه مشكله وخلاص خلاص انا شايف مش هقدر اعمل من كده. ولا انا مثلا من روما ما ايجنت في داري قوي، ما فيش عقوبه تتوقع عليك، خد قرارك. تاني حاجه هو ده اللي حركني، بس انا مش هتحرك الا لما اكون انا الايجنت بتاعي قوي اللي هو يقدر يجيب لي واحد واثنين وثلاثه واربعه. مثلا راح روما، حد يقدر يسيب روما بتوتي وايطاليا والناس كلها في روما عايز اي حاجه بيعملها له عشان اروح دوري تاني، اروح دوري تاني يعني ابتدي اكتشف من اول جديد. هو قرار لازم يتحرك. لو فضل هو طيب، تريزيجيه احنا عارفين انه هو انسان كويس، بس لازم اتحرك عشان انا دي علي في الاول والاخر. انت تتحاسب هتحط نفسك فين، لازم تبقى في ليفل اعلى من كده بكتير. الوقت معاك بيعدي سريعا، يعني اتكلمنا في حاجات كتير جدا وأديت تفاؤل كبير جدا، وقلت ان هزيمه الاهلي هي نقطه هيقف النادي الاهلي عندها وهينطلق طبعا. اخيرا توقعك نتيجه مباراه الغد امام الترسانة؟ لا ان شاء الله النادي الاهلي يكسب، يعني هيكسب نتيجه كويسه واداء كويس كمان عشان الناس تبقى مبسوطه، ما يلاقوش خالص النادي الاهلي ما حدش بيقل عليه، وزي ما احنا قلنا زمان ما حدش خايف على النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير بجماهيره، بمجلس ادارته، باللعيبه اللي موجوده فيه، باي حد بيتمنى ياخد البادره اللي هو يلعب في النادي الاهلي. فشايف بكره ان شاء الله ما حدش يقلق، ان شاء الله النادي الاهلي يكسب اداء كويس، اداء ونتيجه كمان مش اداء بس ان شاء الله. كابتن احمد ابو مسلم كان معايا النهارده، يعني واحد نجم كبير ومحلل مصري كبير ومحلل شيك فرنساوي بقى النهارده، دايما منورني ودايما شيك، واشكرك على وجودك معانا النهارده كابتن. ربنا يخليك طبعا يا استاذ هيبه، انا طبعا مبسوط ان انا موجود معاك، واتمنى لك التوفيق، وموجود في بيتي طبعا النادي الاهلي، فسعيد جدا كنت معاك النهارده. شكرا يا كابتن. ربنا يخليك. فقره نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد ابو مسلم، نجم كبير جدا، واتكلمنا معاه في امور كبيره جدا.
الفقرة الجاية فقرة مهمة جدا جدا، لأنها فقرة هنتكلم فيها في أمور كبيرة مع زميلي المتميز دايما أمير هشام والأستاذ محمد سمير زاهر مدير التسويق في اتحاد الكرة بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وفقرات متتاليه من برنامج الاهلي الليله زي ما احنا متعودين دايما مستمرين معاكم لحد الساعه 10 مساء. لكن دلوقتي معايا فقره حواريه هامه جدا جدا وهي خاصه بالتسويق الرياضي. معايا الاستاذ محمد سمير زاهر مدير التسويق باتحاد الكره المصري. استاذ محمد برحب بيك. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ انا سعيد، ربنا يخليك. طبعا مبسوطين ان انت متواجد معانا، وعندنا ملف مهم جدا هو ملف التسويق وبعض الامور الهامه اللي اكيد هنتكلم فيها من خلال تواجد حضرتك معانا هنا في قناه النادي الاهلي وبرنامج الاهلي الليله. لكن في البدايه طبعا عايزين نتكلم عن انضمامك لاتحاد الكره وتوليك هذا المنصب الهام جدا، واعتقد حضرتك كنت توليت المنصب ده قبل تاهل مصر لكاس العالم مباشره. والله الحقيقه انا كنت قبل اتحاد الكره كنت مع المقصه سبورت. تمام. اشتغلت في انا شغال في هذا المجال بقالي 18 سنه، يعني كان عندي 18 سنه وكاله خاصه، وبعد كده اشتغلت في انجلترا سنه، وبعد كده اشتغلت في الامارات سنه ورجعت مصر، وبعد كده اشتغلت في المقصه 3 سنين. والحقيقه كان اللقاء مع باشمهندس هاني ابو ريده في يمكن شهر اخر مارس اول ابريل، كنا بنتكلم بخصوص مع المقصة، كنا اشتغلنا فتره كبيره قوي على رابطه الانديه المحترفه. تمام. وكان الحقيقه كان فكره الرابطه طبعا هي تم انشائها دي مهمه للكره المصريه في الوقت الحالي، ان احنا نبتدي نفكر ازاي ننشئ الرابطه. اكيد. عشان الموضوع اصبح يعني الكره اصبحت صناعه، والموضوع يعني لابد من ايجاد وسيله لان احنا ننشئ هذه الرابطه، وكان هو ده الكلام الاساسي للموضوع. كابتن باشمهندس هاني بصراحه عرض عليا هذا المنصب، وانا اتشرف يعني ان انا ابقى موجود بخدم مصر من اي حته، يعني حاجه شرف ليا يعني. خلال كلام حضرتك قلت ان الكره اصبحت صناعه، مش شايف ان في مصر هنا بالتحديد هذا المصطلح لسه ما وصلش بالمفهوم الكافي للمصريين، وان الكره اهميتها بس هي مش لعبه ترفيهيه، هي اصبحت صناعه ومهمه جدا وليها مميزات عديده جدا في مجال التسويق كمان بالتحديد؟ والله الحقيقه انت لو شفت الارقام اللي بتدخلها كره القدم في يمكن هنقول ال 18 سنه اللي فاتوا، ارقام بتزيد بطريقه مرعبه. يعني انت انا فاكر كابتن سمير زاهر الله يرحمه، اول دوري تم رعايته كان اسمه دوري كليك لو تفتكر. ودوري كليك ده اول كان بتهالي في سنه مش متذكر بالظبط، بس يعني بنتكلم في اواخر التسعينات بالظبط، اوائل الالفينات يعني، اعتقد اوائل الالفينات 2000 2001. كنا بنتكلم في مليون جنيه، وكان ساعتها رقم كبير جدا مرعب يعني. واتحاد الكوره تحول من منظومه بتاخد الموارد بتاعتها من وزاره الشباب والرياضه لمنظومه مستقله بتصرف على نفسها من هذا الوقت. ولو بصيت على الارقام هتلاقي الارقام زادت بطريقه مرعبه، يعني احنا عقد الرعايه الاخير وصل فوق 400 مليون جنيه مصري، فشوف الفرق ده كبير في الفتره اللي فاتت. طبعا الكره صناعه، المصطلح لسه الناس مش مستوعباه هنا شويه في مصر. والله احنا بس يعني هي الفكره في حاجه انا كنت لسه بتكلم فيها، ان احنا لسه احنا لازم ان جميع الانديه المشاركه على الاقل في الدوري الممتاز المصري يبقى يملك استاد خاص بيه. دي حته مهمه جدا زي ما بنشوف. حته مهمه ليه؟ ان دي 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 بتدر عليه موارد، يعني ان شاء الله مع انتظام المسابقه في الكام سنه الجايين ان شاء الله ودخول الجماهير وانتظام موضوع دخول الجماهير ممكن نتكلم فيه باستفاضه اكتر في الحلقه معاك.
بس وجود استاد لكل فريق ده يخلق موارد دخل جديده كمان للفرق. حاجه مهمه جدا. انا يعني حتى مثلا لو بتشوف مثلا الدوري الانجليزي انت عشان تبقى بتلعب في الدوري الانجليزي الممتاز لازم يبقى تملك ملعب. ملعب خاص مش ملعب ايجار. تملك ملعب الملعب ده بتاعك، الجماهير بتاعتك ليها مقاعد بتاعتها، عندك المرشندايز ستور اللي هو الستور اللي بيبيع المنتجات بتاعت هذا الفريق. انا شايف الحته دي احنا عندنا فيها قصور بصراحه. يعني انا بتمنى النادي الاهلي اكبر نادي في مصر طبعا. ونادي الزمالك ان هم يجدوا وسيله في السنتين اللي جايين ان هم يخلصوا هذه المشاريع الخاصه بيهم كاستادات خاصه بالنادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي يمكن عنده ملعب، في بعض الانديه عندها ملاعب بس للاسف برضه مش خاصه. المصري عندهم ملاعب، الاهلي والزمالك لسه شويه ما عندهمش ملاعب، لكن اكيد بالنسبه بالتحديد كمان النادي الاهلي مجلس الاداره الحالي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيفكر في هذه الجزئيه، مش بيفكر كمان، هو بالنسبه له ده شيء احد الاولويات اللي كان قالها كمان ايام الانتخابات بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، فان شاء الله هتكون خطوه مقبله بالنسبه للنادي. يا ريت، مهمه جدا بصراحه، مهمه جدا تم انشاء هذه الملاعب. ان هي دي هنحاول، يعني احنا عايزين نتحول لاحترافية. اكيد. فعشان تتحول لاحترافية لازم نعمل منظومة بشكل محترف كلها يعني. طيب عايزين نتكلم عن الملامح الخاصة بالملف التسويق في اتحاد الكورة وفوضى توليك المهمة، ايه ابرز الملامح اللي حضرتك حطيتها للخطة بتاعة التسويق في اتحاد الكورة؟ والله في مشاريع كتير احنا بنحاول نشتغل في الفترة اللي فاتت على مع كابتن خالد لطيف و كابتن محمد ابو الوفا، هم مسؤولين عن الكره الخماسي والكره الشاطئيه، ان احنا ننشط هذه الالعاب، ان احنا نخلق دوري جديد للكره الخماسيه. الكره الخماسيه انت لو بتاخد بالك في مثلا شهر زي شهر رمضان مصر كلها بتلعب كره خماسيه، جميع النجوم اللي في مصر. فاحنا عايزين ايجاد هذا الدوري بشكل محترف. وانا بطالب على فكره من خلال البرنامج هنا ان احنا النادي الاهلي يفكر في موسم 19 20 يبقى فيه فريق كره خماسيه. ده هيساعدنا جامد يعني في الفتره أكيد. اللي جايه اهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي على فكره موجود وبيلعب في البطوله دي. المقصه موجود وبيلعب. احنا بندعو يعني انديه الدوري الممتاز كلها في الفتره اللي جايه، وبعتنا جوابات يمكن الاسبوع اللي فات لجميع انديه الدوري الممتاز ان هي يعملوا فرق تجهز فرق كرة خماسية. يعني ده مشروع، ده ممكن يدر موارد كويسة قوي لاتحاد الكرة الفترة اللي جاية. من ضمن الحاجات برضو ان احنا كنا بنتكلم على ايجاد منافذ ودي مهمة قوي مع عقد الرعاية اللي جاي في الملابس. ان احنا كان عندنا يمكن هي مش مشكلة بس حاجة مع اديدس، ان احنا كان المفروض ان يبقى في منافذ بيع خاصة باتحاد الكرة مع منافذ بيع اللي هي الخاصه باديدس. تمام. فطبعا الحته دي احنا قدمنا فيها الملف دوت، قدمناه لمجلس الاداره وبنحاول الفتره اللي جايه. هو طبعا مش مشروع هيطلع للنور في خلال يومين ثلاثه يعني، هو بياخد وقته، بس قدمناه لمجلس الاداره والحقيقه يعني برضو قبل بقبول كويس. وفي الحمد لله في مشروع اتحاد الكره المقر الجديد 6 اكتوبر تم التنظيم ان يبقى في مكان مخصص لانشاء محل خاص باتحاد الكوره. تمام. يمكن دي هتبقى خطوه مهمه برضو مع الراعي الجديد للملابس. حته برضو التانية المهمه ان احنا عندنا عقد بينتهي في اخر السنه ديت، نحاول ان احنا بنشتغل على خاطبنا شركات عالميه كتير و بنحاول ان احنا في خلال الشهر اللي جاي هنطرح مزايده او مناقصه او ما يسمى يعني الاجراء القانوني المظبوط لجميع الشركات المهتمه ان هي تبقى راعي لمنتخب مصر في جزئيه الملابس يعني. هو اكيد في اكتر من فكره يعني بتدي او بتجيب عائد كبير جدا بالنسبه لاتحاد الكره المصري، الكره المصريه بشكل عام من الناحيه التسويقيه بالتحديد، لكن في فكره حضرتك طرحتها وهي فكره كابتن مصر، ودي فكره انت طرحتها فور توليك المهمه واعتقد مهمه جدا بالنسبه للكره المصريه بشكل عام، كلمنا اكتر عنها بتفصيل.
والله الحقيقه المشروع دوت احنا كنا اشتغلنا عليه من حوالي سنه وقدمناه. هو عباره عن ايه بس عشان الناس تبقى فاهمه الموضوع؟ هي الفكره ان انت بتعمل اختبار للاعب بتكتشف مهارات اللاعب من خلال هذا الاختبار. الاختبار على فكره مدته مش كبيره، عشان كده دي ممكن تبقى فرصة كويسة ان انت تشوف مواهب كتير. اختبار مختلف عن الاختبارات اللي بتتعمل في الاندية المصرية، بنشوف الاف بيروحوا بيلعبوا تقسيمة واللي يعني بيتألق فيهم، وممكن وجهة نظر مدرب يشوف لعيب ما يعجبوش هو اصلا ممكن يكون موهبته وجهة نظر مدربين، لكن اعتقد دي فكرة مختلفة يعني عايزين نوضحها. مظبوط يعني احنا مثلا النادي الاهلي ما شاء الله اكبر نادي في مصر، بيجي له فوق 5000 لاعب كل سنة في الاختبارات. للأسف طبعا يعني انت بتختار في الاخر 10-20-30 واحد بالكتير قوي. نفس الحكاية عندي كتير، بيجي لها لاعبين كتير. احنا الفكرة في هذا المشروع ان انت عامل شكل دريل معين، دريل يعني بتكتشف مهارات اللاعب الأساسية في كرة القدم من خلال الباص بتاعه، الشوطة بتاعته، السبرنت بتاعه بيتقاس، السرعة بتاعته، دقة التمرير، دقة الشوط برضو ليها مقاسات، ليها يعني في حاجة اسمها شوت ديتكتر اللي هو قياس سرعة الشوطة. كل لاعب بيخش الملعب لوحده لمدة 3 دقايق. لوحده خالص يخش لمدة 3 دقايق. الملعب مقسم على نص ملعب كرة قدم حقيقي، واللاعب بيبتدي ان هو يعني الاجهزه برضو اللي موجوده. كان نفسي طبعا يبقى معانا فيديو ان احنا نقدر نعرض الفكره يعني لاحقا في فرصه قادمه ان شاء الله. انت بتكتشف من خلال 10 مهارات اساسيه هذا اللاعب، بيبقى فيه نقط بياخدها، نقط فنيه، ومن خلال لجنه بتقيم اللاعب، ونقط حقيقيه فعليه. الفعليه ديت اللي هو الباس راح في الحته المظبوطه ياخد عليه النقط 10 نقط، الاستلامه مظبوطه بياخد عليها 5 نقط، الجون مقسم في حتى في الشوتنج لاكثر من 8 سبوتس اللي هي تمن زي يعني مش دوائر يعني دوائر. مربعات وكل مربع ليه بوينت معينه. تمام، اتمنى ان احنا نجيب الفيديو بس يعني نحاول نجيب يعني هيبقى افيد. هي الفكره في الاختبار ان انت بتنزل لاعب 3 دقائق، هذه ال3 دقائق مصوره. وال3 دقائق دي فيها جميع المهارات الاساسيه للاعب. في الاخر حتى بيبقى ليه نص دقيقه يعمل فيها يعني شو اللي هو عايزه، يعني يعمل شو. الفيديو ده موجود في الموقع الرسمي اتحاد الكوره ولا موجود؟ والله لا متهيأليش للاسف. لكن هي اكيد جزئيه مهمه جدا، وبعدين من خلالها بتعرف تشوف قدرات الحقيقيه لاي واحد بيختبر عايز يبقى لعيب كوره، وخصوصا في العصر ده وفي اخر 4-5 سنين الناس كلها او اولياء الامور بالتحديد كمان بيفكروا ان اولادهم يكونوا لعيبه كوره، والميزه كمان ان هم بيفكروا ان هم يكونوا محترفين مش بس ان هم يلعبوا كوره. والله الحقيقه يعني انا حتى انا شخصيا يعني عندي ولادي عندهم 9 سنين والاهتمام كبير قوي، وبشوف ولاد صحابي وبشوف ناس كتير دلوقتي مهتمه ان هي يصفروا ولادهم على نفقتهم الخاصه حتى يعني يوديه اسبانيا، يوديه فرنسا، يوديه بلجيكا، انجلترا، يروح يدرس هناك عشان يلعب كوره. فدي حاجه بصراحه حاجه كويسه قوي من وللاسف احنا بس عايزين ننظمها، يعني يبقى في جهه بتنظم هذه هذا النشاط، ان انت بتساعد الناس ديت بطريقه مباشره زي وكلاء اللاعبين المصريين. بالظبط، انا بنشدهم برضو ان احنا لابد من يعني فتح منافذ خارجيه بره مصر. الشغل كله مش جوه مصر، ما اشتغلش جوه مصر، انا اودي لعيب من النادي ده للنادي ده، اشتغل على بره شويه. لازم بره، ان هو بياخد خبرات وبياخد يمكن بيرتقي للمستوى العالمي، ويكون سنه صغير كمان. يا ريت من سن 15 14 15 16 17 ده السن هو اللي هو يقدر يتشكل فيه. يعني هو يتشكل فيه، وهو ده على فكره السن مهم قوي في كره القدم، اللي هو
15 ل 17 سنه. يمكن في ناس كتير قوي كملت كوره في السن ده وفي ناس كتير قوي بطلت كوره في السن صح. ده صح. فالسن ده مهم قوي ان انت بتسهله يعني. حتى الاهل عليهم دور كبير قوي في الـ في الـ في الجزئيه دي، ان انت السن ده بيبقى في مصر سن ثانويه عامه، فكله بيفكر لا الدراسه اهم. الدراسه اهم. احنا عندنا برضو في يعني بنطالب طبعا في نظام التعليم بتاعنا ان احنا ندي هذه المواهب يمكن اهتمام يعني. لو هو مميز في الكوره، لو هو مميز في الباسكت، لو هو مميز اشتغل مع اللي هو مميز فيه، اديله نقاط 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 على ده في التعليم. أكيد. يعني اهتم بالجزئيه دي شويه. تمام. طيب من ضمن المشاريع المهمه جدا وهي خاصه بالالف محترف، واللي كابتن احمد حسام ميدو طبعا نجم نادي الزمالك السابق ويمكن كان طلع من فتره قال هذا المشروع وانه هيشتغل عليه خلال المرحله المقبله، لكن سؤال اهم، هل في تنسيق كامل مع اتحاد الكره بخصوص هذا الملف بالتحديد ولا الامور ماشيه ازاي؟ والله الحقيقه لغايه دلوقتي لا. احنا سمعنا من الاخبار يمكن ان ميدو تم اختياره ليكون هو المشرف على هذا الملف. هو لعيب كبير بصراحه وميدو يعني صديق جدا، وانا قابلته كبير بره يعني. وانا قابلته لسه من اسبوع، قلت له يعني طب احنا فين اتحاد الكره فين؟ لازم يبقى لينا دور. قال لي طبعا احنا لسه بنجهز ولسه هنيجي ولسه هنجتمع ولسه نقعد. فاتمنى طبعا دي جزئيه مهمه جدا ان لازم يبقى في تنسيق في الموضوع دوت، ان احنا نقدر ان احنا يعني لابد من تشكيل لجنه فنيه قويه نقدر ان احنا نساعد بيها. لازم اللجنه دي يبقى فيها فنيين في كره قدم، مدربين، لازم يبقى فيها اداريين، لازم يبقى فيها ناس بتوع تسويق، لازم يبقى فيها وكلاء لاعبين. يعني لازم تكون لجنه شامله عشان تقدر تساعد، عشان تقدر توصل ان انت يبقى عندك 1000 محترف. ده رقم كبير على فكره. أكيد رقم كبير وهياخد فتره من دول افريقيا كلها بصراحه عندهم اكتر من 1000 محترف في كل حته في اوروبا يعني. طبعاً اعتقد طبعاً. عامل اللغه كمان بيفرق معاهم بشكل كبير. مظبوط اللغه مهمه جدا طبعا. التاقلم بتخليه اسهل التعامل، اسهل في التاقلم لما بيسافر بيبقى يعني. انا فاكر نجم كبير طبعا عمرو زكي لما سافر انجلترا كان عنده مشكله شويه في الاول. عنده مشكله شويه في التاقلم، مع ان هو كان هداف ويجن اول مره، كان هداف الدوري الانجليزي في اول كام ماتش، كان جايب 10 اهداف وكان هداف الدوري الانجليزي، لغايه لما هو مش عارف ايه اللي حصل في دماغه كده قرر ان هو يرجع يقعد هنا شويه معايا. هو كان في مشكله لغه برضو. الحته دي مهمه يعني. الحته دي مهمه، يمكن احنا المفروض برضو ان احنا الحته دي ناخدها في الاعتبار يعني. حته انت لما تيجي تطلع لاعب تشوفه بيتكلم انجليزي، بيتكلم فرنساوي، بيعرف يتكلم ايه، تديله كورسات اكتر، تطوره قبل ما تسفره عشان بالزبط. عشان ما يصدمش هناك فبالتالي التجربه تفشل فيعود مره طبعا أخرى. طبعا طبعا. طيب هي كلها اكيد امور مهمه، لكن بما اننا بنتكلم عن الاحتراف ويمكن مؤخرا كان في كلام طلع واعتقد ان هو هيعتمد خلال الفتره الجايه بخصوص اتحاد شمال افريقيا، واللي هيتيح للدول العربيه في شمال افريقيا ان هم يتبادلوا اللاعبين من غير ما يعتبروا لاعبين اجانب. هل شايف ان الملف ده بالتحديد في صالح الكره المصريه وفي صالح الاحتراف بشكل عام، ولا رؤيتك ليه؟ والله انا لسه سامع الموضوع، وايضا كمان من ناحيه تسويقيه يعني. انا لسه سامع الموضوع ده النهارده. هو يعني طبعا انا ما اعرفش منين القرار، بس يعني هو الفكره ان احنا ممكن نزود عدد اللاعبين الاجانب. هو خلاص القرار اوريدي اتاخد في العموميه بتاعه الكاف. والله احنا ممكن نزود اللاعبين الاجانب طبعا، ما فيش مشكله، بس انت برضو انت عندك جزئيه مهمه ان انت بتعتمد على الدوري الممتاز المصري لان انت تطلع لعيبه لمنتخب مصر. فانت برضو مهمه يعني، بس انا شايفها يعني هي تقدر تقوي القيمه التسويقيه للدوري. هي مش وحشه ومش حلوه يعني. انا مش عارف هي مش ايجابيه في صالح منتخب مصر طبعا. ده من وجهه نظرك اكيد طبعا طبعا. هي ايجابيه ان انت القرار دوت ممكن يزود تسويق مثلا دوري المصري في تونس طبعا، في الجزائر طبعا، في المغرب، الناس تبتدي تتفرج اكتر على اللعيبه بتاعتها والعكس. بس هي الفكره لازم يقنن يعني، لازم يبقى فيه
عدد معين. ما ينفعش تفتح كده وخلاص يعني. هو الكلام على ان الموضوع هيبقى يعني العدد اللي يراه اي نادي يعني طالما لاعب عربي من شمال افريقيا ما يحتسبش لاعب اجنبي. لكن خلينا اقول لحضرتك برضو ان احنا في عصر الاحتراف دلوقتي يعني في اوروبا مثلا اللاعبين بيروحوا من اي دوري سواء من انجلترا لاسبانيا او من اسبانيا لفرنسا كلهم ما بيعتبروش لاعبين اجانب. فاعتقد ده المواكب للعصر الاحتراف حاليا يعني. والله هو ما فيش مشكله. انت عندك مثلا الدوري الانجليزي انت نادرا لما بتلاقي لاعب انجليزي في فرقه يعني ما فيهاش مشكله. هو المنتخب الانجليزي يعتبر منتخب قوي على مستوى العالم مش هي دي مشكله. بس هو مثلا في انجلترا هو عنده دوريات ثانيه الشامبيونشيب الليج 1 الليج 2 عنده دوريات كتير والمستوى الفني فيها عالي. فهي دي ممكن تدي فرصه للدوري الدرجه الثانيه عندنا ان هو يقوى شويه. واعتقد هتدي فرصه للانديه كمان ان هم يعني يسيبوا اللاعبين المصريين يحترفوا في الخارج كمان وده هيعود ايضا بالنفع على المنتخب المصري يعني. يا ريت احنا نفسنا ان الانديه تسهل الاجراءات الخاصه باللعيبه الناشئين. الناشئين اول يعني نهتم بالناشئين اللي هم عندهم من 15 ل 19 سنه دول نسهل لهم نسهل لهم الاجراء ده عشان ده هيساعدنا وهينفعنا احنا جامد قوي قدام يعني ان شاء الله. طيب ما ينفعش تبقى معايا وما اتكلمش عن ازمه محمد صلاح. الحديث مصر كله الازمه دي والازمه التسويقيه بالتحديد ومشكلته هل اتحلت خلاص بشكل نهائي؟ هل في طريقها للحل؟ هل المشكله لسه لم تنتهي؟ الامور ماشيه ازاي بالنسبه لمحمد صلاح بالتحديد من ناحيه الناحيه التسويقيه؟ والله الموضوع النجم محمد صلاح موضوع للاسف ان هو شائك شويه يعني. الموضوع مش في امور هو سهل وصعب في نفس الوقت. ليه بقى؟ عايزين نوضح الجزئيه دي بالتحديد للجمهور المصري بشكل عام يعني. البعض بيبقى متعاطف مع محمد صلاح، القليل جدا بيتعاطف مع اتحاد الكره المصري. فقول لنا الامور ماشيه ازاي من الزمن. والله الحقيقه احنا انا شخصيا على تواصل من ساعه ما توليت في او بعد ما رجعنا من كاس العالم مع وكيل محمد صلاح استاذ رامي عباس. شخصيه جميله على فكره جدا وعلى اتصال بيه دايما. وللاسف احنا عندنا في اتحاد الكوره على اتصال بيه في تواصل يعني ده شيء مهم دائم دائم دائم. المشكله الوحيده ان احنا كاتحاد كره مصري انت ماضي عقد مع شركه راعيه بتتيح في هذا العقد للشركه الراعيه ان الشركه الراعيه ليها حقوق الجماعيه والحقوق الفرديه للاعبين. الفرديه دي مهمه قوي. الحقوق الجماعيه والفرديه اهم شويه. الفرديه مهمه جدا طبعا. انت عامل العقد ده يعني يمكن العقد ابتدى في 2013 وجدد في 2017. طبعا اللوائح الاتحاد الدولي بتغير يعني كل شويه. ف وكيل محمد صلاح رامي عباس لما يجي يطالب ان هو حقوق الصوره او الايمج رايتس بتاعته دي خاصه بيه هو هو مع التغييرات اللوائح هو عنده حق. هو ده مظبوط تمام ده يعني بيتكلم صح يعني ده ليه حق في جزئيه معينه. وفي نفس الوقت اتحاد الكوره ماضي وعنده عقود مع شركه كان ماضي معاه بعد عقد سابق تمام. فاتحاد الكوره مرتبط بعقد مع شركة بريزنتيشن. الفكرة هنا دلوقتي فين؟ ان احنا الايمج رايتس دي موضوع مطاط برضو شوية. يعني مش 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 يعني انت مثلا ممكن تيجي تقول انا حمادة زاهر او انا محمد زاهر انا حقوق الصورة بتاعتي هديها لقناة النادي الاهلي. تمام. طيب انا دلوقتي اديتك حقوق الصورة بتاعتي. وانا في الملعب ماشي كده قامت قناه ثانيه مصورتني. انت هتعمل ايه قناه نادي اهلي؟ هعترض لان انا واخد حقوق الصوره بتاعتك تبقى عندي انا بس. هتعترض وبعدين؟ هاخد الاجراءات المفروض. وبعدين؟ طب وبعدين مش عارف. هتاخد اجراءات كتير 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 هتاخد وقت كبير قوي. يعني انت فاهمني؟ يعني الموضوع هيقعد وقت كبير. اجراءات القانونيه فيها هتاخد وقت كتير قوي. انا بصراحه انا يعني انا واخد مبادره وفي ناس معترضه عليها وفي ناس موافقه عليها. احنا عايزين الحلول اللي تنجز الموضوع ده يعني. انا واخد مبادره ان احنا يتم الاجتماع مع وكيل محمد صلاح والشركه الراعيه بوجود اتحاد الكوره
ويتم الاتفاق على الحقوق. انت ممكن تيجي تقول لأستاذ رامي عباس انا عايز هاخد منك 3 انترفيو لمحمد صلاح في السنة مثلا، هاخد منك ان انا احط صورته 6 مرات على السوشيال ميديا، هاجي اقول له انا هاخد منك اعلانين في السنة. طب ليه الخطوه دي ما اتخذتش ان يبقى في اجتماع مع محامي محمد صلاح ويتحط النقط على الحروف؟ والله حصل على فكره لقاءات بره مصر مع بعض المسؤولين في الاتحاد، ولكن للاسف ما حصلش تواصل قوي. بس هو في للاسف في ناس بتكتب حاجات في المواقع وحاجات بتتقال مش مظبوطه قوي. قال لك ان رامي عباس اعترض على ان محمد صلاح يلبس قميص منتخب مصر، ما حصلش على فكره. هو راجل فاهم فما يقدرش يعترض على الجزئيه دي، هي المشكله ابتدت من ازمه الطياره. وازمه الطياره حصلت ان كان فيها مشكله مع عقد يتعارض مع الشركه اللي هو متعاقد معها محمد صلاح ورامي عباس، ف ما حصلش التوافق من ساعتها. يعني من ساعتها ما حصلش هذا التوافق. بس انا بتهيالي ان الموضوع ده يعني عاجلا ام اجلا لازم هيخلص لازم يبقى عاجلا والله، لان دي جزء مهم ولاعب مهم جدا لمصر ومنتخب مصر، وكمان بيشرف مصر في اوروبا، فطبيعي ان احنا بنساعد الراجل ده على ان هو يركز عشان يؤدي بالشكل ويوصل للمستويات اللي هو وصل لها السنه اللي فاتت. فاكيد الموضوع ده مطلوب ان هو يتحل بشكل سريع. يعني خلي بالك من حاجه، مثلا احنا عندنا تعاقد مع شركه ملابس جديده، احنا لابد من ان محمد صلاح يبقى موجود معانا. يعني طبعا. موجود معانا في ايه؟ ان هو محمد صلاح الشركه اي شركه هتيجي هي بتتعاقد معاك بالنجوم اللي عندك. طبعا اكيد، يعني لما بيروحوا منتخب البرتغال بيتعاقدوا عشان رونالدو موجود، لما بيروح ارجنتين عشان ميسي، لما بيروحوا فرق معينه بيدوروا على النجم، هو طبعاً. النجم ده هو اللي بيميز الفرق. فطبعا احنا لازم هيحصل التوافق ده عشان احنا برضو نستفيد من القيمه بتاعت محمد صلاح. قيمه محمد صلاح عاليه قوي على فكره، طبعا يعني أكيد. قيمه كبيره جدا ان انت يبقى عندك لاعب مصري في احسن 3 لعيبه في العالم، دي حاجه كبيره، حاجه كبيره يعني. وصعب تحصل تاني يعني. ان شاء الله نتمنى ان هي تحصل دايما يعني. ان شاء الله هيبقى في خطوات سريعه في حل باذن الله. والله في مبادره كده ان في مؤتمر هيحصل في مصر في نص نوفمبر، مؤتمر دوت مؤتمر رياضي، وبيتكلم على جزئيه حقوق الصوره اللي هي الايمج رايتس، وتم دعوه رامي عباس ان هو يحضر. تم توجيه الدعوه ليه؟ تم دعوه رامي عباس، ونتمنى ان هو يحضر، هو وافق مبدئيا، ونتمنى ان احنا يكون في قعده في هذا التوقيت يعني بخصوص هذا الموضوع. طب اكيد نامل، يعني جزئيه اكيد مهمه جدا نتمنى حلها بشكل سريع. لكن عايز اتكلم عن اوروبا بالتحديد، وخطط التسويقيه دايما بتبقى عندها مرتبطه بدايه من الناشئين، المنتخبات الاولمبيه، المنتخب الاول، كلها خطط تسويقيه بتبقى مرتبطه ببعضها. هل ممكن نشوف ده هنا في مصر بالتحديد في اتحاد الكره المصري؟ لا معلش انا اسف، تاني. يعني في اوروبا دايما بيبقى عندهم خطط للتسويق من المنتخبات للشباب، الناشئين، المنتخب الاولمبي، المنتخب الاول، كلها خطط تسويق مرتبطه ببعضها. هل ممكن نشوف الخطط دي متواجده في اتحاد الكره المصري او في مصر بشكل عام؟ والله هو في طبعا موجود، يعني موجود. طبعا موجود. يعني هو انت عندك منتخب الاولمبي، منتخب مهم جدا بالنسبه لنا. عنده تصفيات الاولمبيات، هيشارك في بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله، نوصل لاولمبياد طوكيو 2020 ان شاء الله. فطبعا ده منتخب مهم جدا في الفتره اللي جايه. على فكره احنا عندنا منتخب ناشئين كره صالات بيلعب في الارجنتين اليومين دول، فاز امبارح اعتقد، تعادل مع الارجنتين 2-2، كان ماتش جامد. للاسف طبعا احنا عندنا شويه العاب كده ما بيتمش تسليط الضوء عليها، مع ان دي العاب مهمه برضه يعني. عندنا بطوله كره شاطئيه، في كاس امم كره شاطئيه في شهر 12 اللي جاي، هتقام في شرم الشيخ. في الحقيقه لا في 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 اهتمام بمنتخبات كتير، ويمكن باذن الله في الفتره اللي جايه يبقى في اهتمام بمنتخب الكره النسائيه ويرجع تاني ان شاء الله برضه يعني. في خطط بالنسبه لمنتخب الكره النسائيه؟ يعني باذن الله في ان شاء الله يتم انتخاب
في الجمعيه العموميه اللي جايه مقعد نسائي، فممكن يعني باذن الله ان يبقى فيه اهتمام بالجزء ده. طيب التسويق هيخليني ان انا اتكلم عن الاستثمار الرياضي. الاستثمار جزئيه مهمه، لكن مفهومه بالتحديد ايه بالنسبه للاستثمار الرياضي في مصر كمان؟ لان الناس معتقده ان الاستثمار الرياضي ده بيقتصر على انك تجيب لعيبه من الخارج بمبالغ كبيره. لا، اعتقد البنيه التحتيه مهمه جدا كبدايه للاستثمار بشكل عام. مظبوط مظبوط، هو ده اهم حاجه. يعني الحقيقه التجربه اللي مرينا بيها في من اول السيزون اللي فات دي حقيقه فيها قصور شويه. قصور ليه؟ تمام. ان احنا ما استفدناش كمصر. مصر ليه يعني تجربه إيه؟ بتحديد نادي بيراميدز. انت قصدك الموسم ده مع بدايه بيراميدز. تمام. نادي بيراميدز الحقيقه فكرته وفكره ان يبقى في استثمار خارجي في مصر فكره حلوه قوي جدا، بس لابد من ايجاد ضوابط. ايه الضوابط اللي احنا اتكلمنا فيها في اول الحلقه؟ ان يبقى في ملعب. طبعا انا عايز الراجل ده يا اهلا وسهلا بيه طبعا، ويعمل لنا اسد، يعمل لنا حاجه لينا، حاجه موجوده في مصر. يبقى في استاد خاص بنادي بيراميدز. هو ده اللي انا عايز اسال فيه بالتحديد. يعني يعني هو اللي حصل للاسف ان 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 تم ايجار استاد. تم تطويره. ولكن مش هو ده المطلوب. يعني هو الاستاد اصلا جديد، فتطويره طالما انت بتستثمر يبقى مطلوب ان انت تعمل لي بنيه تحتيه، تعمل لي ملعب، تعمل لي اي امور خاصه بكره القدم تكون متواجده دايما مستقبلا بالنسبه للكره المصريه بشكل عام، مش ان انت تجيب لاعبين بملايين من بره. يعني ده قصد حضرتك ايه؟ يعني اللعيبه، ايجاد اللعيبه حلو، انت بتعلي القيمه التسويقيه. بتعلي القيمه التسويقيه، بس انت الاهم عندنا ان انت ابني لي استاد. اديني نادي، اديني حاجه للناس تستفاد بيها. يعني هو للاسف ان ايجاد الضوابط ده موضوع مهم جدا، واتكلمنا فيه على فكره قبل كده. ان دي جزئيه مهمه جدا، ان اي نادي لابد بيلعب في دوري ممتاز لابد يكون عنده ملعب ملكه مش ايجار. ليه ايجار؟ ملكه عشان تقدر بعد كده ان انت تطور. بالظبط. اصل ما ينفعش اي حد يجي يشتري نادي دلوقتي. سهل قوي على فكره. اي مستثمر ممكن يجي يشتري نادي. تمام. يشتري لعيب خسر. مشي، النادي وقع. بالظبط. احنا فين دورنا؟ يبقى احنا نعمل ايه؟ احنا عملنا ايه؟ استفدنا ايه ككره مصريه؟ وفي نفس الوقت انت عملت دروب. انت للاسف حصل عندك يعني حصلت في روسيا مع فريق انجل روسي لو تفتكر. وفريق كان بيجيب لاعبين كبار جدا، كان ابرزهم هالك نجم البرازيل. كان عندهم اعتقد كمان ويليان كان في، وجابوا صامويل ايتو وجابوا بعض اللاعبين الكبار يعني. بس التجربه برضو في النهايه فشلت. ما هي الفكره ان انت لازم ايجاد ضوابط. ان التجربه مش موضوع تفشل وتنجح. التجربه تستمر. بالظبط. ده المهم. بالزبط. يعني ان التجربه دي تستمر ازاي؟ ان انت تبقى مرتبط بعقد مدة معينة، مرتبط بملعب توجده، مرتبط بخطاب ضمان يبقى موجود، مرتبط بحاجة تلزم هذا المستثمر ان هو يبقى موجود في يبقى متواجد لمدة معينة في هذا الدوري او هذه المسابقة. فهي دي برضو جزئية مهمة لحتة الاستادات. احنا محتاجين استادات على مستوى يعني اعلى من الاستادات اللي عندنا بصراحه. تمام. زي ما بتشوف في اوروبا بشكل عام، يعني الدوري الانجليزي مثلا كل فريق عنده استاد خاص بيه، ما عدا طبعا الفتره دي فتره مؤقته بالنسبه لفريق توتنهام. كان عنده الوايت هارت لين في اصلاحات، او هو خلاص مش هيلعب على الوايت هارت لين تاني، هيعمل ملعب تاني، فبالتالي بيأجر استاد ويمبلي دلوقتي لحد ما ملعبه يجهز. هو ده الاستثناء الوحيد في انجلترا، لكن فيما عدا ذلك كل الفرق عندهم استاد خاص بيهم. وكمان الميزه في انجلترا ان هم عندهم جماهير. كل فرق عندها جمهور. طبعا. ده شيء مميز جدا. طبعا. وده ممكن ايجاده على فكره لو يعني احنا يعني في انديه في يمكن جديده في الدوري، مش جديده قوي بس جديده تعتبر، زي نادي مصر المقصه مثلا. نادي مصر المقصه تجربه حلوه ان هو عنده راح لعب في الفيوم وعنده استاد الفيوم. فاهل الفيوم بقى بيشجعوا المقصه. صح. نادي الجونه عنده الجونه، فاهالي الغردقه واهالي الجونه بقى بيشجعوا الجونه. المحله كذلك، غزل المحله فريق كبير. لا بنتكلم على الفرق الجديده. غزل المحله فريق كبير. الاتحاد السكندري يعني فريق طبعاً. كبير جدا. الاسماعيلي فريق كبير جدا بجمهور عريض. اكيد. لا عندنا طبعا عندنا قاعده، بس هي الفكره
ان انت القاعده الجماهيريه دي على فكره بقت دلوقتي في التصوير الرياضي بقت دراسه، يعني انت ازاي توسع هذه القاعده. تقدر توسع هذه القاعده في انديه معينه بتقدر. يعني انا الحقيقه برضو في التجربه الجديده اللي كانت موجوده قدروا يجيبوا جماهير وقدروا يجيبوا ناس، ويعني كان منظر يعني ايا كانت الطريقه ايه، بس هم في الاخر جابوا في جمهور يعني. هي ده المهم. طيب بالنسبه او بمناسبه الجمهور، وكان في ورش عملت كتير بخصوص الفان اي دي، وتجربه كانت مهمه جدا. عايزين نتكلم على التجربه دي واهميتها بالنسبه للمرحله الجايه بالنسبه للكره المصريه. والله الحقيقه نفسنا طبعا يبقى في كارنيه خاص بدخول المباريات. اشتغلنا على الموضوع ده شويه في اتحاد الكوره مع رابطه الانديه ومع بعض الخبراء التسويق في مصر، وعرضناه وطرحنا الفكر، وتم انشاء نوع من البورت اللي هو يقدر يستحمل الساعه المتوقعه لاعداد الجماهير اللي هتعمل فان اي ديز. لكن للاسف هي هو الموضوع برضو فيه جزء امني شويه. فانا يعني شايف ان اكتر جهه، يعني بالعاميه كده الموضوع متكتف شويه من جهه الاتحاد. انا شايف ان اكتر جهه تقدر ان هي تنفذ هذا الموضوع هي وزاره الشباب والرياضه. ان وزاره الشباب والرياضه تقدر من خلال الوزاره ان هي يبقى ليها ويب سايت خاص بهذا الفن اي دي، وهذا الفن اي دي يدخل جميع المباريات، مش كره بس، باسكت بول، تنس، يكون موحد جميع الرياضات، جميع هاندبول، جميع الرياضات. انت محتاج قاعده جماهيريه. انت عندك رقم قومي بتدخل بياناته، ببيانات بتاعتك، بعنوانك، بانت بتشجع مين، ممكن ابلكيشن بتملاها، تمام، والابلكيشن دي بيتم ارسالها، والابلكيشن دي صوره منها بتروح لوزاره الداخليه بتديك ابروف. محمد اوكي، هاني مش اوكي، حازم اوكي، وبناء عليه يطلع الكارنيه. انت في الحاله دي حكمت، عرفت مين داخل، عرفت مين رايح الماتش، مين اللي عمل شغب. انا ما بقولش ان ده ما حصلش، هو حصل من جهه الانديه، ولكن حصل من جهه الانديه بطريقه برضه. النادي الاهلي عمل تجربه بصراحه تحفه في الجزئيه دي بالتحديد. يعني النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي من زمان وانشاها من فتره، وجي جددها في الفتره اللي فاتت، وجي جددت في الفتره اللي فاتت. بس هو انت في الاخر انت محتاج كل الانديه تعمل كده بالظبط، تعمم هذه التجربه. انا شايف ان الجهه اللي تقدر تنظم هذه الجزئيه هي وزاره الشباب والرياضه، تمام، الجهه اللي بتشرف على الرياضه في مصر. تقدر تنظم هذه الجزئيه بالتنسيق مع الاستادات. وانا في على فكره في يعني انا سمعت ان في انشاء شركه جديده، الشركه دي هتبقى مختصه في هذه الجزئيه، ان هي الامور الخاصه بحضور الجماهير. اكيد ده هتبقى خطوه مهمه، نتمنى لها النجاح بالنسبه لجماهير الكره المصريه بشكل عام، لان ضروري طبعا زي ما احنا متعودين مباريات الكوره من غير جمهور بتبقى صعبه شويه، وفي نفس الوقت لازم الالتزام بالنسبه للجمهور خلال حضوره للمباريات بشكل عام. طيب في جزئيه اخرى وهي خاصه بوكلاء اللاعبين في مصر، واكيد مرتبطه بالناحيه التسويقيه بشكل عام. هل شايف ان وكلاء اللاعبين بيتحكموا شويه في الجانب التسويقي الخاص بالانديه واللاعبين بشكل عام في مصر؟ والله لا، انا شايف ان وكلاء اللاعبين ممكن يشتغلوا احسن من كده. احسن من كده يعني انا شايف ان وكلاء اللاعبين ممكن يبقى يعني لو هو بيعمل 100 دلوقتي ممكن يعمل مليون، لو هو فتح منافس جديده او شانلز جديده يقدر يشتغل عليها. احنا جوه، احنا عايزين نفتح شويه على بره، نخرج بره شويه، نفتح ليه ما نفتحش على جنوب امريكا، ليه ما نفتحش على اوروبا، فاتحين بس قليل، يعني احنا فيها مقفوله لسه، عدد قليل قوي من وكلاء اللاعبين بيشتغلوا على الجزئيه دي. يعني اعتقد ابرزهم نادر شوقي وكيل اللاعبين، يعني الوحيد اللي نادر هو اشتغل على انجلترا فتره صغيره،
ولكن ما كملش. عايزينه يكمل, عايزينه يكمل, وعايزينه كلها جديده, وعايزين. بس خلي بالك هو لسه, هو مودي رمضان صبحي على فكره في انجلترا وكان قبليهم. مش كفايه, مش كفايه طبعا, مش كفايه. انت عايز, لازم يشتغل انت بشكل, عايز أوكي. عشان تبقى وكيل لاعبين عايز تقول ان انا في السنه اشتغلت وديت 50 لعيب بالظبط, مش وديت 2 لعيبه ولا 3 ولا 4. يعني احنا عندنا جوه مصر في وكلاء شاطرين وشغالين مع الانديه جوه مصر, بس احنا بنطالب ان يبقى في وكلاء دوليين مصريين دوليين نقدر ان احنا نعتمد عليهم في موضوع الألف محترف اللي جاي, نقدر نعتمد عليهم في ان انت تودي مواهب صغيرة, تقدر ان انت تودي برضو لعيبة بتلعب في الدوري ممتاز لفترة في أندية كبيرة. لازم يبقى فيه وكلاء يعني متمرسين, وعلى فكرة عندنا في مصر ناس كتير قوي عايزة تخش هذا المجال, لكن للأسف هو المجال مقفول شوية. بالظبط. بالنسبة للمواهب الصغيرة, هل شايف ان مهم جدا تهيئتهم ثقافيا قبل احترافهم في الخارج؟ لو هناخد خطوة زي دي ان احنا نطلع مواهب كتير بره وهم صغيرين زي ما اتكلمنا من 15 سنة مثلا او قبل كده او بعد كده بحاجات قليلة, هل شايف ان من الضروري تهيئة الشباب الصغيرين من ناحية الثقافية بالتحديد قبل ما يطلعوا بره عشان تساعدهم في تكملة مسيرهم الاحترافية؟ لابد ان انت الولد اللي مسافر ده يبقى على الاقل معاه 3 لغات, ده مبدئيا 3 لغات يعني على الاقل. ده هياخدنا لشق تاني وهو الشق التعليمي. طب ما هو طبعا دي مهمه. ما هو ماشي, بس الشباب المصري ممكن ما يكونش عنده الامكانيات ان هو يتعلم 3 لغات مثلا. يعني الشباب المصري بيتعلم لغه انجليزيه, ده اكيد اكيد, وفرنساوي. ماشي, نركز على دول. نركز على دول ونركز على البلاد اللي بتعرف تتكلم انجليزي وفرنساوي مثلا. تمام. مع ان انت لو فتحت الاسباني مثلا هتلاقي بلاد اكتر. صح. يعني اللغه الاسبانيه هتفتح لك مجالات اكبر. عندك اسبانيا, البرتغال, بقى الناس دي كلها, برازيل, جنوب امريكا, كل ده عندك, انت تقدر كتير جدا. تقدر تشتغل على قاعده اكبر بكتير. فطبعا الجزئيه دي مهمه جدا ان انت بس ده دور الاكاديميات. يعني الاكاديميات في مصر للاسف ان هي بتاخد الولد تمرنه ساعه 3 مرات في الاسبوع, شكرا وشكرا بس كده. ويجي في السن اللي هو المهم اللي هو 12 13 سنه يقول له خلاص. طب خلاص ايه ده؟ المفروض ده انت ابتديت معاه ودفع فلوس كتير قوي, المفروض بقى توديه, سفره, دخله نادي, اعمل له حاجه, اديله دروس. يعني دي جزئيه مهمه جدا. وعلى فكره احنا جالنا مندوب, هو للاسف هنا بيفكروها من ناحيه استثماريه اكتر موضوع الاكاديميات, ودي مشكله اعتقد كبيره. دي المشكله. هو الحقيقه كابتن محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكوره شغال على الجزئيه دي, وبيتم تقنين هذه الاكاديميات في الفتره اللي جايه. شيء مميز, كل اكاديميه هيبقى ليها رخصه معينه وجريدنج معين على حسب حاله الاكاديميه وعدد المدربين وعدد اللاعبين اللي موجودين. يعني فدي جزئيه مهمه جدا. يعني انا بطالب ان الاكاديميات الخاصه دي تزود عندها بدل الكوره, يعني غير الكوره طبعا, بالاضافه للكوره, دخل الولد يتعلم لغه, اديله اتيكيت, اديله دروس عامه. يعني ثقفه عادي, هتفيده يعني. طيب ده هيجرنا ايضا ان احنا نتكلم عن الاحتراف في مصر بشكل عام. امتى هيكون عندنا منظومه احترافيه متكامله في مصر؟ احنا معيش عندنا دوري كويس, عندنا لاعبين جيدين, لكن مفيش احتراف بمعنى الاحتراف. في البدايه كده قول لي معنى الاحتراف من وجهه نظرك, شايفه ازاي, واهميه ان مصر يكون عندها منظومه احترافيه ماشيه بالطريق الصحيح. ما انت عشان تطبق احتراف مبدئيا لازم يبقى عندك رابطه الانديه المحترفه. تمام. ايه دور رابطه الانديه المحترفه؟ ان هي بتجمع الانديه الموجوده في الدوري العام الممتاز مثلا, وهذه الرابطه هي اللي بتبيع الحقوق التسويقيه للدوري. بتبيع الحقوق التسويقيه وحقوق البث. هنيجي لجزئيه البث دي. فطبعا ده احنا مش هنقدر نطبقه دلوقتي حقيقه. يعني احنا ليه مش هنقدر يعني احنا عندنا عقود في اتحاد الكوره مع شركات. طب ما العقود دي بتتجدد, فالموضوع هيتاخر اكتر. طب الحل ايه؟
هو ما انت برضو عندك مشكلة تانية ان انت القانون الرياضة هو طبعا بقى اسهل ان طبعا. الانديه تتحول من نادي يتبع الوزاره لنادي خاص. تمام. انت عشان تطبق الاحترافيه لازم النادي ده يبقى شركه مساهمه. يقلب شركه مساهمه وهذه الشركه المساهمه هي اللي بتدير نشاط كره القدم. ففي بعض الانديه طبقت دوت بس لسه مش كله. ما تعممش على جميع الانديه. نطالب طبعا ان كل الانديه تطبق دوت بس انا برضو هرجع لك ان انت في الاخر هذه الرابطه ايه دورها ان هي بتبيع الحقوق التسويقيه وحقوق البث فانت عشان تقدر تجمع دوت مع انتهاء يمكن بقى الفتره اللي جايه مع انتهاء العقد مع الشركه الرايف قدامه فتره يعني لسه لكن ضروري ان يكون في منظومه احترافيه متكامله في مصر وده هيعود كمان من الناحيه التسويقيه بشكل كبير جدا على الكره المصريه وكمان على اللاعبين ودورهم اكيد مع المنتخبات والانديه بشكل عام اكيد طبعا اكيد 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 احنا عندنا كره حلوه على فكره بس احنا محتاجين على يعني احنا في مصر من الدوري المصري في سنة 2009 بتهيألي أو 2010 كان بيصنف من أحسن 10 دوريات في العالم يعني كان دخل في هذه المرحلة بالظبط كان في جمهور كان في حضور جامد كان في بث تلفزيوني بطريقة هايلة كان في اكسبوجر يعني الدوري المصري كان بيتشاف جميع الدول العربية كان بيتشاف في يمكن في أمريكا طبعا فأنت فكرة إن عدم وجود جمهور في الكورة انا وانا قاعد كده انا لو مش مصري هتفرج ليه صح هيبقى في ملل وانت بتتفرج يعني ما يعني الناس اللي بتتفرج دلوقتي دول منتمين بشكل كبير جدا انا بقول لك انا لو مش مصري لكن اللي بيتفرج عشان يتمتع مش هيتفرج بالظبط انت بتتفرج على الدوري الارجنتيني بتلاقي الجماهير مولعه الدنيا مولعه الدنيا وحاجات وحاجات بتنور احسن مثال هو الدوري الانجليزي هايل طبعا التزام كبير جدا عارف ليه الدوري الانجليزي هايل ان هم حصل لهم مشكله كبيره جدا في الثمانينات كانت ايه بقى كانت الهوليجنز عملوا مشكله كبيره جدا وبعد كده جماهير ليفربول كانت عندها مشكله كبيره جدا استاد هايبري ومشكله هايبري اللي الناس ماتت فيها وبعد كده تفطنوا ان هم لازم يظبطوا يحطوا ضوابط الضوابط بتاعه هذا الدوري والحقيقه قدروا يوصلوا لمرحله هايله الالتزام هايل انت بتخش الاستاد قبل المباراه بثلاث دقائق بتلاقي كرسيك موجود بتلاقي كل حاجه موجوده احنا بنتفرج على الاستوديوهات التحليليه الخاصه بمباريات اوروبا او دوري ابطال اوروبا الدوري الانجليزي الدوري الاسباني ايا كان يعني بتشوف الملعب بيبقى فاضي قبل المباراه بنص ساعه لغايه قبل المباراه بربع ساعه على بدايه المباراه بتلاقي الملعب مكتمل وده ايضا جزئيه اخرى وشق اخر خاص بدخول الجماهير للاستادات وخروجهم بطريقه امنه وطريقه سلسه ودي ايضا جزئيه مهمه جدا في لو احنا بنتكلم على الناحيه الاحترافيه يعني عشان كده انا برضو ارجع لك لحته الاستادات يعني كل نادي لازم يبقى ليه استاد مهمه جدا ان انت خلاص انت انا ما ينفعش انا النادي الاهلي اروح العب في استاد السويس وبعد كده اروح العب في استاد السلام بالظبط بعد كده اروح العب في استاد القاهره يعني انا الجمهور بتاعي بيتعذب معايا بالظبط يعني انا عايز اروح العب في استاد معين جماهير منتخب مصر استاد القاهره ليه مش شغال يعني استاد القاهره ده يعني احنا كلنا من واحنا صغيرين طبعا. هو استاد القاهره ده المتنفس بتاعنا أكيد. هو ده منتخب مصر بيلعب في استاد القاهره الاهلي النادي الاهلي الزمالك بيلعبوا في استاد القاهره مهم قوي ان استاد القاهره يبقى موجود ويرجع تاني ليه منتخب مصر انا ما بقولش الانديه انا بصراحه ضد النادي يأجر ملعب انا نفسي الانديه كلها تمتلك بس على الاقل بشكل مؤقت يعني باذن الله يعني احنا يعني بنتكلم على مستقبل بس انا نفسي باذن الله ان كل نادي يبقى عنده ملعبه ده مهم جدا اكيد جدا كمان هيدي متعه واثاره للمباريات على فكره يعني انت دلوقتي لما بتشوف دلوقتي في اوروبا الدوريات الاوروبيه بشكل عام مثلا سي لو اتكلمنا عن مانشستر يونايتد شوف مانشستر يونايتد اخر كام سنه خسر على ملعبه اخر كام سنه كده يعني في احصائيات كمان بتبقى مثيره كمان للجماهير طبعا. وبتجيب جذب بالنسبه للجمهور بشكل عام ان هو يتفرج على المباريات لما يكون كل نادي عنده ملعب خاص بيه مظبوط 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 جزئيه مهمه طبعا يعني في انا بقول لك الدوري البرازيلي والدوري الارجنتيني ما اتفرجش على كوره حلوه قوي على قد ما اتفرج على منظر وجماهير وناس وناس متحمسه والدنيا شكلها ظريف الدوري طبعا الاسباني ارجع لك لجزئيه
في الدوري الاسباني. لا ليجا ده المسمى بتاع رابطه الانديه المحترفه الاسبانيه، تمام، ومسمى الدوري لا ليجا. احنا جالنا مندوب في اتحاد الكوره طلب يقابلنا من حوالي شهر، والمندوب ده من لا ليجا. تمام، انت جاي فين بتعمل ايه؟ الراجل مقيم في مصر. مقيم في مصر. ليه بقى مقيم؟ ان لا ليجا قررت ان هي بخبرتها، لا ليجا يعتبر من اول او ثاني دوري في العالم طبعا، احنا بنقول دوري انجليزي الفتره الاخيره هو مصنف اعتقد الاول كمان قبل الدوري الانجليزي، يعني دوري انجليزي واسباني يعني هما الاثنين، هو الاثنين اجمد دوريين. فالراجل جه، احنا لا ليجا بقى عندها، لا ليجا عايزه تساعد المجتمع عموما يعني، وده جزء مهم جدا عموما، حتى الفيفا اخذت الابروتش ده قبل لا ليجا. عايزه تساعد المجتمع، وشوفوا انتوا عايزين احنا نساعدكم في ايه. كلمنا في كره نسائيه، جيب من نفسه كده يعني، راسلنا وقعدنا معاه انا ايوه يعني قصدي هو كان الخطوه جت من عنده. مظبوط، انا واستاذ اسامه اسماعيل مدير الاعلام في الاتحاد قعدنا معاه حقيقه قعده كبيره، وقعدنا معاه بعد كده مع كابتن محمود سعد، والراجل عرض حاجات كتير جدا للتعاون، وعزمنا على مؤتمر يمكن كان عندكم انتوا حسام غالي وفضل وامير توفيق، كانوا في المؤتمر دوت اللي هو الورلد فوتبول سمت دوت، كان معمول من اسبوعين تقريبا. تمام، والناس بتعرض ان هي مساعده جميع الاتحادات، يعني عنده مناديب في 43 دوله. فشوف رابطه الانديه الاسبانيه وصلت لايه، يعني وصلت بالزبط. ان هي في كل دوله في مندوب، المندوب دوت مهمته ان هو يتواصل مع الاتحادات ويتواصل مع الكوميونتي عموما اللي موجوده، الناس اللي بتحب كره القدم. ليه؟ ان هو كمان عايز يعلي الفيورشيب او الـ 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 المشاهده بتاعه الدوري الاسباني طبعا. فهو بيعمل حاجات، بيزود الانستغرام، بيزود التويتر، بيزود الفيسبوك اكونتس بتاعته، يعني الراجل ده ليه جوب رول بصراحه مهم جدا. هل تم الاستفاده من الجلسه معاه؟ في خطوات هيتم اتخاذها؟ بنحاول ان شاء الله. الخطوات اللي ممكن يتم اتخاذها هتكون زي ايه مثلا؟ والله اتكلمنا في جزئيه المدربين، اتكلمنا في جزئيه كورسات للحكام، اتكلمنا في جزئيات كتير برضو من ضمنها الكره النسائيه، اتكلمنا في كذا حاجه يعني، وهيبقى في جلسه تاني قريب يعني في الشهر اللي جاي ده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عايز اتكلم عن البث وازاي التنسيق بيتم ما بين الانديه واتحاد الكره بخصوص هذا الملف بالتحديد. بس في الدوري العام؟ غير الكاس اصلا. اكيد ماشي، يعني ممكن نتكلم على الدوري والكاس. الدوري العام انت بتملك حقوق بسك، يعني النادي الاهلي حقوق بس المباريات بتاعته بتاعت النادي الاهلي، نادي الزمالك مبارياته بتاعته، كل نادي بيملك حقوق البث بتاعته. فانت دلوقتي الموضوع يعني النادي الاهلي بيبيع حقوق بس منفردا مع الشركه اللي هو كان متعاقد معاها، يمكن الانديه المشتركه مع شركه برزنتيشن هي اللي بتدفع له. كاس مصر مختلف، كاس مصر الحقوق بتاع كاس مصر يملكها اتحاد الكوره، حقوق كاس سوبر يملكها اتحاد الكوره، اتحاد الكوره هو اللي بيبيع هذه الحقوق. الدوري مختلف لان الدوري ممكن تبيع منفرد، تبيع حقوق البث منفرد، ده اللي بيحصل مع النادي الاهلي، لكن في بعض الانديه اللي هي من خلال شركه برزنتيشن بيبيعوا حقوق البث الخاص بهم، لكن طبعا بطوله كاس مصر والسوبر الموضوع اكيد مختلف يعني. انا ان شاء الله اتمنى ان يعني النادي الاهلي سريعا يجد رعاه، احنا مستعدين نساعد. لا ما تقلقش على الاهلي. لا ما تقلقش على الاهلي خالص والله. طبعًا الاهلي طبعًا. الاهلي عارف خطواته جيدا جدا، أكيد وعارف قراراته، بيبقى على فكره معاكم فريق هايل. طبعا يعني وانا بتهيألي يعني انا عارف امير توفيق هو مدير التسويق، هو شاطر جدا بصراحه، هو ان شاء الله بمجلس المجلس الموجود ده يعني الموضوع ده يخلص على طول يعني ان شاء الله. اكيد اكيد طبعا، في دراسات وخطوات مهمه جدا من مجلس الاداره الحالي لتدارك هذا الموقف، وزي ما قلت لك الاهلي ما تخافش عليه خالص في هذه الجزئيه. طب اخيرا عايز اتكلم عن او ايه الكلمه اللي انت حابب تقولها بشكل عام عشان التسويق الرياضي في مصر بشكل عام يكون في تطور مستمر؟ والله الحقيقه التسويق الرياضي في مصر ابتدى بقاله حوالي 18 سنه تقريبا، سنه 2000،
وفي تطور وفي ناس كتير قوي بتشترك في الفيفا ماسترز اللي بتتعمل تبع 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 الفيفا بتتعمل في جامعة القاهرة. وانا شايف ان في ناس كتير قوي بتخش بتاخد كورسات بره مصر, وشايف ان في كاليبرز, في ناس مميزه في هذا المجال. نتمنى ان هم يدخلوا المجال والناس والكره المصريه تستفاد بيهم. مش كره بس, كره وجميع الالعاب الرياضيه. احنا مهم قوي ان احنا برضو كمصر ان احنا في اولمبياد 2020 يبقى 2020 ان احنا يبقى عندنا ابطال في جميع الالعاب. يعني دي مهمه جدا بصراحه. ان شاء الله. استاذ محمد انا بشكرك شكرا جزيلا, شرفتنا ونورتنا وامددتنا كمان بالعديد من المعلومات الخاصه بالناحيه التسويقيه بالتحديد. اشكرك جدا والله, انا سعيد. انا اهلاوي جدا على فكره. طبعا احنا عارفين اكيد. كابتن سمير زاهر كان اهلاوي كبير برضه, الله يرحمه, الله يرحمه, واحد رموز الكره المصريه طبعا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد. ده طبعا كان لقائنا مع استاذ محمد سمير زاهر مدير التسويق باتحاد الكوره, اتكلمنا فيه في العديد من الامور الخاصه بالجانب التسويقي للكره المصريه بشكل عام. اكيد كان حوار مميز ومهم, لكن لسه فقراتنا في الاهلي الليله ما خلصتش. بعد قليل ان شاء الله هيكون معاكم زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وفقره خاصه بالكره العالميه وكل ما يدور على الساحه العالميه من مباريات وبطولات. اكيد هتكون فقره مميزه جدا مع زميلي عمر ربيع ياسين. استنونا بعد فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله وفقره الكره العالميه. طبعا وحشتوني جدا, بقى لي فتره مش موجود بسبب طبعا لقاءات النادي الاهلي, لكن النهارده برجع لحضراتكم من جديد علشان نبدا بعد ختام جوله مهمه جدا في الدوريات العالميه, وكمان مع توقف دولي. التوقف الدولي دايما بيكون يعني بيعمل لنا نوع من انواع الملل, الملل الكروي, مش بيكون في عندنا نفس الماتشات ولا الدوريات القويه اللي بنشوفها سواء في الدوري الانجليزي او الاسباني او الايطالي او في دوري الابطال. شفنا كلنا ملحمه كرويه قويه جدا في دوري الابطال الاسبوع الماضي, ختاما بيوم الاحد اللي كان فيه لقاءات قويه جدا. ارسنال كسب 5-1, وايضا ليفربول بيتعادل مع مانشستر سيتي بدون اهداف, ومباراه دراميه لحد اخر دقيقه من المباراه, رياض محرز بيضيع ركله جزاء. اما الدوري الاسباني فاشبيليه هو المتصدر, برشلونه بيتعادل مع فالنسيا في المستايا, وريال مدريد بيخسر امام ديبورتيفو الافيس خارج ملعبه في الدقيقه 95. وبالتالي المباريات والدوريات مولعه جدا. اما الدوري الايطالي مفيش فيه اي مفاجات, يوفنتوس ماشي بخطى ثابته, روما موجود, ميلان موجود, الانتر موجود. يعني الدوري الايطالي هو الوحيد الدوري اللي ماشي بدون اي مفاجات. في انجلترا طبعا احنا عارفين ان هم عندنا 5-6 انديه هم دول اللي بيقربوا من القمه, وبالتالي ايضا مفيش مفاجات. المفاجاه بالنسبه للدوري الانجليزي هو مورينيو ومانشستر يونايتد. هنشوف هل مورينيو هيكمل مع فريقه بعد الفوز الصعب جدا جدا اللي فازوا بيه على نيوكاسل بعد ما كانوا متاخرين بهدفين مقابل لا شيء, لكن الشياطين الحمر بيعودوا للمباراه هدف بعديه الهدف الثاني, واليكسيس سانشيز بيحرز هدف الفوز في الدقيقه الاخيره, ومانشستر يفوز بثلاثه اهداف مقابل هدفين. علشان كده بقول لحضراتكم التوقف الدولي لدوري الامم الاوروبيه اللي هيتلعب خميس وجمعه وسبت وحد طبعا بالنسبه لنا بيكون ممل, لكن طبعا في ماتشات قويه وفي ماتشات اكيد كلنا هنتفرج عليها وكلنا هنتابعها. لكن دوري الامم الاوروبيه اللي ما كانش بيتفرج علينا قبل كده وفهم الهدف منه ايه او ايه اللي احنا بنستفيده كمشجعين كره قدم وفي نفس الوقت كاتحاد اوروبي, عايز اقول لحضراتكم ان دوري الامم الاوروبيه هو اكيد طبعا عامل تسويقي 100%. رقم 2 هو بيغني عن المباريات الوديه لكل المنتخبات اللي موجوده في اوروبا, وبالتالي هي فرصه جيده
لكل المنتخبات للاحتكاك القوي، احتكاك منظم، احتكاك في جدول، في تنافس، اكيد طبعا في جوائز. احنا بنتكلم على ان منها هيكون في اربع فرق ليها حق الصعود لبطولة الامم الاوروبية القادمة. في حالة لو فشلت في الصعود في التصفيات، دوري الامم الاوروبية بيشفع للاربع منتخبات اللي هيتأهلوا كاوائل مجموعات. طبعا هو الشرح كبير، يعني انا عشان اشرح لحضراتكم تاني محتاجين 10 دقايق ربع ساعة، لكن يعني في عندنا اربع مستويات، بطل كل مستوى هيترشح مباشرة الى كأس الامم الاوروبية. لو فشل في الصعود من خلال مجموعته اللي هيشارك فيها تاني في تصفيات الامم الاوروبية، هيكون ليه حق الصعود مباشرة الى كأس الامم الاوروبية القادمة ان شاء الله. طبعا كان في احداث كتيرة جدا جدا، وفي اخبار، وفي يعني بعض كده القضايا اللي بتشغل الشارع المصري والعربي وحتى العالمي. يعني بتكلم على ايه القضايا اللي طبعا بنتكلم عليها قبل ما نروح لخبر البالون دور وخبر محمد صلاح. ومعانا اخبار، احنا مجمعين اخبار عن محمد صلاح يعني شاملة كاملة، بتتكلم على وصوله النهاردة وتأخره عن مران اليوم، وده طبعا بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم. كمان هنتكلم على موضوع زي ما قلت لحضراتكم، هو اعتبار لعيبة شمال أفريقيا لعيبة محلية. عندنا كده من كام يوم حصل بعض الاجتماعات، مصر وتونس والمغرب والجزائر اتفقوا مع بعض ان احنا طبعا وليبيا ان احنا لازم يبقى عندنا زي ما اوروبا عاملة. هشرح لحضراتكم القصة، اوروبا عاملة ايه ومصر او شمال افريقيا عايزين يعملوا ايه. في قارة اوروبا اي لاعب ينتقل من اوروبا، يعني مثلا من اسبانيا او اسباني يروح انجلترا، انجلترا يروح اسبانيا، اسبانيا يروح ايطاليا، ايطاليا يروح المجر، يروح الدنمارك، كل ده لاعب تحت شعار لاعب في الاتحاد الاوروبي، وبالتالي هو مش لاعب محترف. يعني مثلا برشلونة او في الدوري الاسباني بتسمح بعدد موجودين، يعني انت ممكن تتعاقد في اسبانيا مع اي عدد من الجنسيات، لكن يبقى موجود داخل السكور شيت. السكور شيت ده اللي هو ال 18 لاعب اللي موجودين يوم المباراة، لازم يكون موجود عدد من اللعيبة اللي من خارج الاتحاد الأوروبي في ال 18 لاعب. علشان كده قبل ما أبدأ معاكم في القصة هنطير إلى الجزائر، الدولة الشقيقة، مع الأستاذ عمار بهلول عضو اتحاد كرة القدم الجزائري، علشان نسأله عن القرار. أستاذ عمار برحب بحضرتك. أهلا بكم ولكل مشاهدين قناة الأهلي المحبوب. طبعا في البداية كنت بتكلم على قرار اعتبار لاعبي شمال أفريقيا لعيبة غير محترفة، لعيبة محلية. عايز أسأل حضرتك أول سؤال، هل الجزائر فعلا فعلت القرار ولا لسه تحت الدراسة؟ طبعا بودي أوضح فيما يخص هذه الفكرة. الفكرة هذه صحيح أن كل الفيدراليات، كل اتحادات شمال أفريقيا بادروا بفكرة، وهي بورت فكرة نزلت على مفترح لم تكن لها قرار، لأن حدين لفائدة بطولات نوادي شمال أفريقيا يعطى اللاعب الشمال جالي نوال الشمس كلاعب محلي، ما هوش لاعب أجنبي كما نلاحظوا به في كلاعب محترف أجنبي. وهذا أراد من ذلك أن يثري تشكيلات تاع كل النوادي، ولذلك أرادوا أن يعتبروا اللاعب تاع شمال إفريقيا تاع نوادي الشمس كلاعب محلي، تطبق عليه كل القانون. لكن لماذا ربما القرار لم ينتهي؟ لأنه مرتبط بقوانين الدول، حكومات من ناحية وزارة المالية، من ناحية قانون العمل. ما هي إلا فكرة ما زالت في الطرح، لم يكن لها قرار، لأنها هي مشترطة بعدة أمور باش نجم تطبق في الميدان. طبعا عايز اسال حضرتك السؤال الثاني، هل حضرتك شايف ان فعلا قرار زي ده ممكن يعود بالنفع الى الدول العربيه او دول شمال افريقيا، ولا ممكن يكون في بعض المشاكل اللي ممكن تحصل للاعبي الناشئين في بعض الانديه؟ لا لا لا، بالعكس بالعكس، لان ما يخفاش عليكم ان الاحتكاك باللاعبين تاع شمال افريقيا، لاعبين العرب تاع شمال افريقيا،
هو في نفس وقته ربما راح يعطي حافز ويعطي ربما حتى من مستوى يرتفع لما تجيب لما يمكن نادي جزائري ان يكون له 4-5 لاعبين من نادي من نوادي تاع مصر يكون لهم مؤهلات كبيره، اعتقد بهذا راح يفيد البطولات المحليه. ولذلك لما فكروا كل الاتحادات باش يمشوا في هذا السياق يذهبون بهذا السياق هو لفائده تطوير كره القدم على مستوى بلدان طبعا نوادي شمال افريقيا. وهذه الحقيقه لان ما يخفاش عليكم ان كنا مرتبطين بقوانين تاع 3 لاعبين، ما دام لاعبين كما احنا في الجزائر لابد يكون عندك 3 لاعبين محترفين. ولذلك لما نفتح الابواب خاصه نعرفوا بان نوادي تاع شمال افريقيا لها لاعبين مؤهلات كبيره كما الاهلي طبعا وهو ارسنا هي ترسانه من اللاعبين، لما تشوف ارادوا ان 4 لاعبين ولا 5 لاعبين من الجزائر والاتحاد الجزائر اراد بهم فريق بورسعيد او فريق اخر تونسي اراد ان يستفيد بالتجربه تاعهم بالامكانيات تاعهم الفنيه. طبعا هنا القانون يكون سهل بس جلب هؤلاء اللاعبين طبعا مع كل الحقوق اللي نروها لفائده الفريق ولفائده في نفس الوقت اللاعب بحد ذاته. هاخد حضرتك لمباراة مهمة جدا هتكون في دوري أبطال أفريقيا، لكن ما ينفعش يكون موجود معايا عضو اتحاد كرة القدم في الجزائر وما اسألوش عن شايف ازاي مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في الدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا. أنا كان لي شرف أن كنت محافظ مقابلة تاع الأهلي في اسكندرية مع فريق تاع لبناني وكنت ربما شفت الأهلي أنا يومها يعني في المقابلة كانت بالتعادل رأيت ماذا يحدث الأهلي لكن تأهلوا بأن الأهلي موجود. احنا طبعا فيما يخص المقابلة اعتبر الجزائريين والأهلي لهم مكانة كبيرة في وسط الجزائريين ربما راح يكون استقبال حار راح يكون طبعاً. ربما وهذا الشيء لأن الأهلي راهو كأن فريق ترسنا من اللاعبين وانجب لاعبين كبار وهم في صفوف الفريق الوطني اعتقد بأن المقابلة راح تكون مقابلة أخوية قبل أن تكون طبعاً رياضية. طبعا ما في شك مصر والجزائر واحنا نرحب بهذا الفريق لابد أن يرجع هذا الفريق بمعنويات مرتفعة مهما تكون النتيجة لأن لابد أن في آخر المطاف هو احتكاك بين شقيقين مصر والجزائر. مظبوط استاذ عمار بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في قناة الأهلي عضو اتحاد كرة القدم الجزائري وكان كلامنا معايا بخصوص اتخاذ القرارات الخاصة باتحادات شمال أفريقيا باعتبار لعيبة شمال أفريقيا لعيبة محلية وبالتالي اتكلم في نقط مهمة جدا وكان محور الحديث اللي أنا كنت السؤال اللي أنا عايز أسأله ودايما هسأله هل القرار ده هيأثر على الناشئين اللي موجودين في مصر ولا القرار ده هيكون مفيد لكل اللعيبة بكل الأعمار اللي موجودة في كرة القدم وبالتالي أنا شايف من وجهة نظري إن هو قرار إيجابي جدا أنا شايف إن هو قرار مهم جدا لو هنتكلم على الناشئين ممكن ناشئ يكون عنده فرصة موجودة في دولة من دول شمال أفريقيا ممكن كمان أسعار اللعيبة اللي موجودة حاليا في مصر أو في شمال أفريقيا إن هو يبدأ الأسعار تتظبط شوية ممكن يكون السوق في مصر الأسعار زايدة جدا ممكن يتم الاستعانة بلعيبة موجودين في تونس المغرب الجزائر ليبيا وبالتالي ممكن الأسعار تكون أقل من مصر وبالتالي يتم الاستعانة فنلاقي الأسعار بدأت تنزل أو بعض الأندية ما تبالغش في المطالب المادية بعض الشيء في مصر ده بالنسبة للموضوع الأول أو القضية المهمة الأولى في الشارع الكروي المصري وقفلناه بمداخلة من اتحاد كرة القدم الجزائري نروح للموضوع الثاني الموضوع الخاص بمجلة فرانس فوتبول وهو البالون دور الخاص بعام 2018 واختيار 30 لاعب من ضمنهم اللاعب المصري المتألق محمد صلاح ليكون موجود ضمن أفضل 30 لاعب تم اختيارهم من قبل صحفيين رياضيين هشرح بقى لحضراتكم وهنقول لحضراتكم إزاي
ازاي بنختار او ازاي بيتم اختيار افضل لاعب في العالم من قبل الفرنس فوتبول اللي بتسلم جائزة البالون دور اللي قدام حضراتكم دول قائمة الثلاثين لاعب. اللي حصل ان الفيفا وفرنس فوتبول كانوا مع بعض في جائزة واحدة ليها علاقة بالبالون دور، لكن بيتم اختيار افضل لاعب عن طريق اربع اتجاهات: 25% كباتن المنتخبات، 25% عن طريق المدربين للمنتخبات، 25% صحفيين، و 25% عن طريق تصويت الجمهور. من سنتين انفصلت الفيفا او انفصلت فرانس فوتبول عن الفيفا، وبالتالي كل واحد بقى ليه جايزة. الفيفا عمل جايزة خاصة اسمها ذا بيست، فرانس فوتبول عمل الجايزة خاصة بيها وهي البالون دور زي ما هي. المسمى حتى واضح ان هو مسمى فرنسي، وبالتالي فرانس فوتبول لسه مسيطرة على شكل الكرة الذهبية بالمسمى بكل حاجة موجودة. الحاجة اللي مختلفة بس اللي موجودة في فرانس فوتبول ازاي بيتم اختيار افضل لاعب في العالم. اول حاجة طبعا فرانس فوتبول او كل ما يتم اذاعته ان بيكون في كباتن كرة قدم او لعيبة كرة قدم او تصويت على الموقع ده بيأثر في اختيار اللاعب الافضل في العالم، الكلام ده كله عار تماما من الصحة، والكلام ده مش موجود، كله كلام موجود فقط على مواقع التواصل الاجتماعي علشان يزيد من عدد الترافيك. انتوا فاهمين طبعا ان كل واحد او كل موقع عايز اكبر عدد من الزوار اللي موجودين على موقعه، وكله بينتهز المناسبة الجيدة علشان ده يحصل. لكن اللي بيتم او ازاي بيتم اختيار افضل لاعب في العالم، بيكون في 176 صحفي من جميع دول العالم بيتم اختيارهم من قبل فرانس فوتبول، وهي الجريدة الأعرق في فرنسا والأقدم من حيث اختيار أفضل لاعب في العالم. اللعيبة دي ال 176 صحفي بيكون ليهم حق التصويت على خمس لعيبة، يعني في الآخر بعد ال 30 لاعب بيتم اختيار خمسة، أو باللغة الكرة بيصفصفوا على خمس لعيبة. خمس لعيبة دول ال 176 صحفي ليهم حق التصويت في الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، بمعنى ان انا عندي مثلا محمد صلاح موجود، رونالدو، ميسي، انا بقول لحضراتكم اي اسامي، جريزمان، نيمار، فكل واحد بيتم تصنيف افضل لاعب من الاول للخامس. الاول بيكون ليه نقط، الثاني بيكون ليه نقط، الثالث بيكون ليه نقط، والرابع والخامس. هقول لحضراتكم دلوقتي الاول عنده 6 نقط، الثاني 4 نقط، الثالث 3 نقط، الرابع نقطتين، والخامس نقطة واحدة. يبدأ بعد ما 176 صحفي يعملوا تصويت على الخمس لعيبة اللي هم بيختاروهم، بيجمعوا لكل لاعب من الخمسة عدد النقاط اللي حصلوا عليهم من التصويت للصحفيين. بعد ما يتم التجميع خلاص، حصل مثلا عندنا ان الاول والثاني متساويين في عدد النقاط مثلا، لكن ده يعني ما اعتقدش ان هو بيحصل، لكن لو حصل ايه اللي يحصل؟ بيتم مراجعة كل صحفي او كل لاعب واخد كم مرة عدد مركز اول في التصويت. يعني مثلا محمد صلاح ورونالدو كل واحد اخد 100 نقطة، نشوف محمد صلاح اخد كم مرة مركز اول ورونالدو اخد كم مرة مركز اول في تصويت الصحفيين. طيب تساوي، نعمل كده في المركز الثاني، نشوف كم واحد فيهم واخد مركز ثاني، تساوي الثالث. لو حصل تساوي في الثالث نبدا ان احنا نروح لتصويت، يعني بيتم فتح باب جديد من التصويت على الاثنين لعيبه من 176 صحفي. يبقى بدل ما كنا بنصوت على خمس لعيبه، هيبدأ التصويت على اتنين لعيبة علشان نختار فيهم مين أفضل لاعب في العالم. طيب المعايير اللي الصحفيين بيختاروا عليها بناء على إيه؟ ما ممكن صحفي يكون ما بيحبش محمد صلاح وبيحب رونالدو فيتم التصويت لرونالدو. في ثلاث معايير مهمين جدا جدا لكل صحفي عشان يختار من خلاله مين هو الأفضل في العالم، أو مين هو الأفضل سواء أول أو تاني أو تالت أو رابع أو خامس. أول حاجة مجمل الأداء اللي بيقدمه اللاعب خلال العام، يعني عام 2018 كله أبدأ أن أنا أقيم اللاعب من خلاله. تاني حاجة فئة اللاعب، والفئة اللاعب هنا بتكلم على الموهبة
واللعب النظيف. يعني ما ينفعش لاعب يكون لاعب مؤذي، لاعب ما عندوش سلوكيات، ما عندوش اخلاقيات اخطر. لكن فئة اللاعب بنتكلم على الموهبة، وبتكلم على اللعب الفير بلاي، اللعب النظيف. دول شقين مهمين جدا في البند الثاني من الثلاث بنود المهمين جدا الخاصين باختيار افضل لاعب في العالم. اما الاختيار الثالث بيكون مسيرة اللاعب اوفر اول، اللاعب في مسيرته الكروية عمل فيها ايه، يعني ازاي اثر مع فريقه، ازاي كان مهم، ازاي قدر ان هو يقود فريقه لصعود لدوري الابطال في نهاية الدوري، ازاي صعد بفريقه لنهاية دوري الابطال، ازاي كسب بفريقه تشامبيونز ليج للمرة الثالثة على التوالي. بتكلم على رونالدو، بتكلم على مودريتش. فكل الكلام ده كله ده خاص بمجلة فرانس فوتبول اللي انا شايفها من وجهة نظري افضل من اختيارات الفيفا، علشان زي ما انا قلت هفضل اعيد وازيد ان اختيار لوكا مودريتش، وجبت لحضراتكم بالارقام علشان اللي بيسمعني دلوقتي ما يقولش ان انا ازاي بتقول كده، لكن انا شايف ان اختيار مودريتش اختيار غير عادل تماما من الفيفا، وكان يستحق على سبيل المثال وجود رونالدو وصلاح هما الاثنين يتم اختيار لاعب منهم الافضل، الاثنين محققين ارقام قياسيه سواء مع فرقهم او على المستوى الشخصي. وبالتالي انا شايف ان فرانس فوتبول هتكون جايزه الى حد ما فيها بعض العدل والشفافيه، بقول بعض العدل مش كل العدل، عشان مفيش حاجه او مفيش حاجه بتكون كامله 100%. كده خلصت مع حضراتكم خبر البالون دور والفرانس فوتبول، ونروح لاخبار عن نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب الاول لاعب عربي مصري في تاريخ كره القدم يتم ترشيحه الى كل الجوائز اللي موجوده او اللي بيتم ترشيح فيها لعيبه في كل المستويات. يعني محمد صلاح افضل لاعب تم ترشيحه لافضل لاعب في اوروبا، حصل على المركز الثالث، تم ترشيحه الى افضل لاعب في ذا بيست او حفل اختيار الافضل من قبل الفيفا، وتم حصوله على المركز الثالث، واخيرا حصوله على المركز او دخوله ضمن افضل 30 لاعب من فرانس فوتبول البالون دور. وبالتالي محمد صلاح هو اول لاعب عربي وافريقي ومصري يترشح لجميع الجوائز الفرديه في موسم واحد. هنبدا معاكم بصلاح، ان محمد صلاح نجمنا المصري بيغيب عن مران المنتخب اليوم لتاخر وصوله. محمد صلاح هيوصل مساء اليوم بدل ما كان يوصل الامس، وده لظروف خاصه بيه بعد ما تم تنسيق الوصول مع اتحاد كرة القدم ومع المدير الفني مستر أجاري. وبالتالي محمد صلاح هيكون موجود إن شاء الله في تدريب المنتخب بكرة بعون الله. والمنتخب طبعا بدأ معسكره امبارح بمشاركة 23 لاعب، وبيستعد لمباراتي سوازيلاند يوم 12 و16 أكتوبر الجاري بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019. وقلنا لحضراتكم ان محمد صلاح اول لاعب عربي وافريقي يترشح لجميع الجوائز الفرديه في موسم واحد. عايز اقول لحضراتكم كده قصص كان جريده تايمز وجريده ديلي ميل فجروا بعض المفاجآت الخاصه بمحمد صلاح وبعض السيناريوهات اللي محدش كان يعرفها قبل ما محمد صلاح ينتقل الى فريق ليفربول. نبدا معاكم بتايمز وقصه، يعني قصه يعني مشوقه، وقصه تتكلم على ان محمد صلاح كان على بعد خطوات من الانتقال الى نادي ارسنال الانجليزي في عام 2017. ده نفس العام اللي انتقل فيه محمد صلاح الى نادي ليفربول وكسر الدنيا وحصل على افضل لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي. لكن نادي ارسنال تخيلوا حضراتكم كالعاده وككل عاده ارسنال بيفشل في التعاقد مع محمد صلاح بسبب انه شايف نادي روما طلب طلبات ماديه مبالغ فيها. واكيد طبعا يعني هنكمل مع حضراتكم في الجزء الخاص بالديلي ميل، لكن هقف عند خبر مهم جدا خاص بالنادي الاهلي، واكيد طبعا مشاركه طيبه لبعثه سله النادي الاهلي بيصلوا بالسلامه اكيد من تنزانيا. لكن رئيس البعثه الباشمهندس محمد سراج عضو مجلس الاداره اكيد كان موجود مع البعثه وكان وشه حلو عليهم، وكمان يعني هو كمان معانا على التليفون علشان نعرف منه اكتر واكتر عن وصوله
بعد ما شارك مع النادي الاهلي او كان موجود مع النادي الاهلي في مشاركه في تنزانيا. النادي الاهلي رجع منصور كالعاده الحمد لله. باشمهندس محمد برحب بحضرتك. ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ ايه الاخبار، كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله على السلامه. ليك والله يسلمك كل الساده المشاهدين على قناه النادي الاهلي. يعني وشك حلو دايما على النادي الاهلي، بتكون موجود في اي بعثه من بعثات النادي الاهلي دايما بترجع الحمد لله منصور، والنادي الاهلي دايما بيتوج بفوز. كلمني بقى عن النادي الاهلي وفريق كره السله وازاي كانت الاجواء هناك، وطبعا كنت شايف ان سياده السفيره كانت مرحبه جدا بحضرتك وبعثه النادي الاهلي. والله يا عمر يعني بشكرك طبعا على الكلام الجميل ده. الحمد لله يمكن ربنا كان موفق يعني البعثه في البطوله، رجعنا الحمد لله يعني منصور فيها الحمد لله، واللعيبه كانوا على قدر يعني اسمه مكانه النادي الاهلي الحمد لله. ادوا بطوله بصراحه ما كانتش سهله، يعني يمكن كان تخيل للناس ان هي سهله، لكن البطوله ما كانتش سهله، كان فيها فرق قويه. مباراه قبل النهائي يمكن كانت مع فرقه من رواندا، بطل رواندا بتضم حوالي اربع او خمس محترفين منهم اثنين محترفين من امريكا. المباراه النهائيه كانت مع سموحه برضو فرقه قويه الحمد لله. هم بيلعبوا لاخر نفس من اخر ثانيه، كان اخر جيمين دول احنا كنا يمكن متاخرين فيهم، بس لحد الدقيقه الاخيره قدرنا ان احنا نرجع للجيم ونكسب. فدي دايما روح النادي الاهلي الحمد لله، يعني ده اللي بيميز النادي الاهلي دايما عن باقي الانديه هي الروح. الاجواء هناك ما كانتش سهله كجو، كرطوبه كانت عاليه جدا، ملاعب طبعا او الملعب اللي قد عليه قوي جدا، لكن الحمد لله هم اجتازوا كل الكلام ده وقدروا يرجعوا بالكاس الحمد لله، وطبعا النجاح الكبير ان هم يتاخروا النهائي. يعني اكيد المباراه النهائيه كان ليها طابع خاص، يعني بتواجه فريق مصري اكيد يعني كانت الاجواء مختلفه، ان انت بسم الله ما شاء الله تصعد ضمن او تفوز على اكبر عدد من الانديه الافريقيه، وزي ما حضرتك قلت كان فيها لعيبه محترفه، وبالتالي الموضوع ما كانش سهل، لكن مباراه نهائيه اكيد طبعا شرف لمصر وجود اثنين من الانديه المصريه اللي موجوده، لكن كمان كان في اجواء خاصه، اكيد مباراه ما كانتش سهله، وبالتالي كانت يعني عايز اقول ايه ان هي منافسه، كانت بدل ما كانت جوه مصر كانت بره مصر. مظبوط مظبوط. طبعا يعني المباراه كانت احنا طبعا بنبقى اكيد سعداء لما اي بطوله قاريه في اي لعبه يكون نهائي مصري، حاجه بتكون طبعا طيبه جدا. النهائي كان مصري، وكان يمكن الناس المهتمه هناك في البلد بلعبه الباسكت، وكان هي بتيجي تحضر كل المباريات، كانوا برضو حاضرين بشكل قوي في المباراه النهائيه دي اللي كان فيها الاهلي وسموحه، كانوا مستمتعين بالجيم ما بين الفريقين، ادوا فعلا مباراه قويه جدا الناس كلها استمتعت بيها، وفي الاخر الحمد لله كانت من نصيب النادي الاهلي. زي ما انت بتقول كده عمر، بيبقى في ساعات ممكن حساسيات في المباريات اللي هي ما بين مثلا فرقه مصريه او فرقه حتى فرق العربيه، لكن في النهايه الحمد لله النادي الاهلي بيبقى يعني نفسيا وفنيا بيتعامل مع الحاجات دي بخبرات يمكن الحمد لله اكتر او اكبر من اي حد ثاني، فده اللي رجح كفه النادي الاهلي في المباراه النهائيه. والحمد لله يعني انا حابب اشكر طبعا اللعيبه والجهاز الفني، لعبوا فعلا بروح وباصرار وكانوا يعني قادرين يمثلوا النادي الاهلي. وبرضه عايزين نشكر طبعا السفيره المصريه هناك، هي كانت معانا بصراحه طول الوقت. انا شفت يمكن انت يعني انا شفت بالظبط زي ما قلت لحضرتك في الاول، شفت كل الصور اللي كانت موجوده على كل مواقع التواصل الاجتماعي وكمان على كل الصحف، ان هي فعلا كانت مرحبه بحضرتك وبعثه النادي الاهلي كلها، وده كمان اكيد سهل من وجود النادي الاهلي في تنزانيا. حضرتك عارف الاجواء اكيد في افريقيا مش زي مصر، لكن وجود سياده السفيره اكيد سهل كتير. طبعا طبعا الحمد لله. هو يمكن يعني دايما تواجد النادي الاهلي الحمد لله في مناسبه او في اي بلد يعني بيكون يعني بيبقى فيه اهتمام، يعني سواء من الناحيه طبعا الدبلوماسيه او حتى من الناحيه الاداريه. يعني كان الرئيس الاتحاد التنزاني يعني كان على طول مهتم وكان سعيد بتواجده او بسؤاله دايما على احوال بعثه النادي الاهلي. برضه نفس الوضع للسفيره المصريه استاذه نادين السعيد، مشكوره كانت معانا طول الوقت، وحتى الاوقات اللي ما كانتش بتيجي فيها الماتشات كانت بتتكلم في التليفون وبتطمن الفريق عمل ايه، وجت النهائي حضرت معانا وعملت دعوه، ويعني بصراحه كان في مسانده الحمد لله يعني معنويه ونفسيه من كل الجهات، والحمد لله في النهايه كانوا هم اللعيبه قدوا وقدروا يحققوا الهدف.
باشمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره نادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، دايما وشك حلو ومع النادي الاهلي في كل البطولات، والف الف مبروك للنادي الاهلي فريق كره السله بعد ما حقق طبعا انتصار بيأهله الى بطوله افريقيا للانديه. لكن قبل ما نختم مع حضراتكم هنروح ونشوف تقرير خاص بعوده فريق كره السله بالنادي الاهلي بعد حصوله على كاس البطوله اللي بتأهله الى بطوله افريقيا للانديه، ونرجع نكمل معاكم او نختم معاكم فقره الكره العالميه وفي الاهلي ليله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شعور لا يوصف واحنا هناك. طبعا تصفيات كنا متخيلين هي اقل من كده في المستوى، هي 12 فريق فيهم 6 فرق جامدين جدا. المستوى في التصفيات المنتهى الخامسه عالي بطريقه تخوف، رغم كمان في فرق معتذره. زائد الجزء الثاني كان الاهم بالنسبه لنا، كان 8 ماتشات هم رفضوا ان يدوا فرقه راحه، لعبنا 8 ماتشات في 8 ايام. طبيعي في اي بطوله فيها كؤوس او فيها زي نظام كاس العالم 6 فرق و6 فرق والاول بيلعب الرابع نظام دوري كامل، يبقى في يوم راحه. هم رفضوا، حتى احنا طلبنا رفضوا، فما كانش يوم راحه. دي كانت صعوبه الموضوع هناك، انت هناك في الاكسجين وفي رطوبه كانت عاليه جدا، 8 ماتشات في 8 ايام. الولاد كانوا رجاله على قد المسؤوليه. طبعا النادي الاهلي انت عارف احنا ما بنلعبش على الاول حتى لو بتلعب في تصفيات، بس فعلا كانت تصفيات جامده جدا جدا جدا. هو الاول الحمد لله على المكسب. طبعا بالنسبه لي اول حاجه، اول بطوله مع النادي الاهلي دي حاجه بالنسبه لي، مع اول اشتراك يعني ليا في مع الفريق، ان احنا اكسب دي حاجه بالنسبه لي كويسه جدا. وبالنسبه للفريق برضو ده حاجة انطباع كويس، ان احنا خلاص عملنا فريق قوي، عندنا 12 لاعب في شاركوا في البطولة دي، وعندنا 3 تانيين اي حد فيهم يقدر يعني اي حد يقدر يشارك بنكسب. ما عندناش حد اساسي وحد احتياطي، الفرقة كلها الحمد لله في مستوى واحد ومستوى كويس الحمد لله. يعني دي تبقى خطوة يعني أولى كده علشان نستعيد اللقب الأفريقي إن شاء الله، وبرضو إعداد كويس للدوري اللي هنبتدي كمان يومين إن شاء الله، يوم الخميس أول ماتش في الدوري المرتبط. الحمد لله طبعا على المكسب بتاع تصفيات أفريقيا ده. الواحد كان بيروح يلعب تصفيات أفريقيا كان الموضوع بيبقى أسهل من كده. المرة دي البطولة كانت قوية جدا، فيها فرق كتيرة قوي مشاركة وفرق كتيرة قوي جامدة، غير ان كمان الاجواء كانت صعبه، فكانت البطوله صعبه قوي علينا، بس الحمد لله ان احنا ربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا ان احنا نكسبها يعني الحمد لله. طبعا احنا الحمد لله 3 مواسم كل موسم بنحصد لقبين، يمكن السنه دي ان شاء الله ان احنا نستعيد بطوله الدوري، دي هدف قدامنا، وان شاء الله نستعيد بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. فكانت اجواء كلها صعبه هناك، كان جمهور، كان ماتش سموحه برده كان مهم، لان كل فرقه عايزه تكسب عشان برده ما تيجي في الدوري المصري يبقى كل فرقه واخده الليد على الفرقه الثانيه. فده كان من صعوبه الماتش، يعني ان هو يعني الماتش كان صعب وراح وجي كتير في الاخر، بس الحمد لله يعني بالروح يعني بتاعت اللعيبه وروح الفنانه الحمراء الدنيا الحمد لله خلصت في اخر دقيقتين الحمد لله. دفعه معنويه كبيره جدا، بتدي ثقه كبيره جدا للعيبه وللجهاز، ثقة كبيرة. انت داخل تلعب موسم وانت حققت بطولة، هي تعتبر بطولة لان عدد الفرق المشاركين كانوا 12 فرقة، والمنطقة الخامسة عملتها في شكل بطولة وعملت كاس وميداليات وحفلة افتتاح ومهرجان وختام، فهي بطولة، هي مؤهلة لبطولة اكبر اللي هي افريقيا، لكن هي تعتبر بطولة زي بطولة المنطقة وبطولة الدوري، فهي تطور بطوله وخدنا الحمد لله المركز الاول، ودي اهم حاجه فيها اللي هي الدفعه المعنويه القويه للجهاز واللعيبه للدوري والموسم اللي هيبدا في خلال 24 ساعه ان شاء الله. لا طبعا مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا نحافظ على اللقب اللي احنا حصلناه السنه اللي قبل اللي فاتت. بطوله افريقيا بطوله قويه، محتاجين زي ما بقول النادي الاهلي دايما بيبقى رقم واحد في كل حاجه،
ان شاء الله نخش بطوله افريقيا السنه دي، وان شاء الله باذن الله نقدر ناخدها زي ما خدناها في النادي الاهلي. والله يعني هو ان شاء الله جمهور النادي الاهلي ده احنا بنموت نفسنا عشانه، يعني احنا بنوعد الجمهور ان اي بطوله هتتلعب اي ماتش هتلاقي مش هلاقي تقصير من اي لعيب او اي فرد في الجهاز، هنموت نفسنا ان احنا نقدر نحصل على اي بطوله نخش فيها عشان نسعدهم، وهم دايما واقفين معانا في المواقف الصعبه قبل ما مواقف فيها فوز وفرحه، فان شاء الله يكون السنه دي موسم خير علينا كلنا ونقدر نفوز بالبطولات ان شاء الله. يعني زي ما شفنا مع حضراتكم وصول بعثه النادي الاهلي من تنزانيا، الف الف مبروك، وان شاء الله يقدروا ان هم يعني يكملوا في مسيره من الانتصارات ويقدروا ان هم يكملوا ويحافظوا على لقب بطوله افريقيا للانديه. النادي الاهلي دايما يعني اكيد في انتصارات في كل الفرق مش بس في كره القدم، كل توفيق للنادي الاهلي في مختلف اللعبات. كنا معاكم من الساعه 7 وحتى الساعه 10 في الاهلي الليله مع زميلي العزيز الاستاذ ايهاب الخطيب، وايضا مع امير هشام، وختاما كنت مع حضراتكم. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من الاهلي الليله على قناه النادي الاهلي. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.